عنواننا داروين هو الحلقة المفقودة. بعد كده عنوان فرعي في ميتافيزيقا التطور. انا حاول بس اشرح اقول كلمتين عن العنوان عشان العنوان يبقى مفهوم ونبني عليه اللي جاي يعني. فهو اولا انتوا عارفين موضوع الحلقة المفقودة لان هو داروين كان عنده كذا حلقة مفقودة بالذات في ما يعرف بالكيمبريان اكسبلوجن، ودي معلومة يعرفها اكتر المختصين في مجال البيولوجيا التطورية. انما دي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لداروين، ان هو برغم ان هو حط مبدأ الانتخاب الطبيعي كمبدأ اساسي لتطور الكائنات الحية وبالتالي التنوع الحيوي، التنوع الحيوي عشان دي لما هتتكرر معنا نبقى عارفين معناها ايه. التنوع الحيوي معناها ازاي صدرت انواع مختلفة من انواع محدودة، يعني انواع الاول كانت اكيد قليلة ما كانتش كتيرة وقلت، هي كانت قليلة وبعدين كترت انقرضت دلوقتي، بس احنا بنتكلم ازاي تنوعت، التنوع الحيوي ده حصل ازاي، ده سؤال عام في الفلسفة كلها مش بس في البيولوجيا التطورية. سؤال بدا اصلا مش هخوض فيه دلوقتي، لكن عايز بس اقول لكم الباك جراوند الخلفيه اكبر من كده بكثير واهم، ان هو في الفلسفه عموما والانسان بصفه عام بيفكر في الوجود وفي الحياه، من الطبيعي ان هو يتوصل في النهايه لسؤال ازاي صدرت الكثره عن الواحد. يعني العالم بتاعنا او اي عالم لو هو بيتفاعل ماديا لوحده مفيش منظم ومدبر خارجي مثلا، فازاي هيبقى في اختلاف؟ المفروض كل شيء يبقى متجانس، ليه هيحصل فيه صراع؟ ليه هيحصل فيه اختلاف؟ وهنتكلم عن دي بعدين، لكن هو ده السؤال، ده سؤال فلسفي اساسي بالتالي بحثت في كل العلوم. وعلى الهامش كده لما انا بتكلم عن الفلسفه والعلم انا مش بتكلم عن مجالين منفصلين. انت لما بتاخد الدكتوراه في فرع معين وليكن مثلا الهندسه بتبقى بي اتش دي في الهندسه، فالبي اتش دي انتوا عارفين او بعضكم عارف اللي دور عليها اكتر يعني ان هي معناها معلم، دكتور ده معناها معلم، كلمه معناها كده يقدر ان هو يدرس يعني. معلم في او يصلح لتدريس يعني ترخيص لتدريس فلسفه هذا العلم، تبقى استاذ معاك دكتوراه في فلسفه الهندسه او فلسفه الرياضيات او فلسفه الفنون الجميله او الفنون التطبيقيه. مجال الطب مثلا عمل له حاجه ثانيه اللي هي ام دي، ما بقاش ياخد بي اتش دي بياخد ام دي، وفي بعض الكليات عملت كده انما في الاصل كله بي اتش دي. طب اشمعنى بي اتش دي؟ ليه تبقى معلم فلسفه طب، معلم فلسفه علوم في البيولوجيا التطوريه؟ ده معناه ايه؟ الفلسفه معناها في المجال ده انك لما بتتخصص في العلم وتصل الى اعمق اعمق نقاطه بتخش في الفلسفه. تحت القوانين اللي انت تعرفها باعتبارها قوانين حتميه، احنا واحنا صغيرين انا درست طب لمده سنتين قبل الفلسفه فجربت التجربه دي، ان انت في البدايه خالص تفتكر ان القوانين اللي بيعلموها لك دي حقيقه مطلقه ولازم هتبقى كده، بعد كده لما تتخصص اكتر بتعرف ان المسائل دي مسائل خلافيه، ان في اعماق تحت، الاعماق دي رمال متحركه. فالعلوم كلها قايمه على مجموعه من الاسئله بعضها ليه اجابات مقترحه وفي اسئله غير مجاب عنها حتى الان، ولازم تعرف كده اذا كنت مختص في اي علم. المقصود الهدف الاساسي بالدكتوراه، انا عارف دلوقتي هتقول لي طب ما في ناس كتير بتاخد دكتوراه ولا تستحق، ده طبعا انا مش بتكلم على الاجراءات، الاساس فيها النظري ان انت بتصل الى مرحله من التخصص لتبحث تلك الاسئله غير المجاب عنها والمسكوت عنها في المراحل اللي هي قبل التخرج. ده المقصود بانك معاك دكتوراه. فهمت الفكره؟ مش مجرد تخصص وخلاص، تخصص يصل الى الاسئله الاساسيه اللي عليها خلاف، المناطق الخلافيه في كل علم. طيب ده بعد كده كل النسيج بقى ده اللي بيتكون من الاسئله الخلافيه والحاجات في كل العلوم في كل المجالات هو ده اللي بيصنع في النهايه نسيج الفلسفه اللي انا بدرسه. انا حتى الدكتوراه بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها معلم فلسفه، يعني تخصصي في فلسفه فلسفه. بي اتش دي بالفلسفه معناها انت معلم فلسفه فلسفه. فلذلك هل انا تخصصي فلسفه بمعنى ان انا حافظ تاريخ الفلسفه؟ ده مش التخصص بتاعي، ده ما يعملش دكتوراه. انت بتصل الى الاسئله الاساسيه في الفلسفه نفسها مش في العلوم اللي هي تعتبر فروع منها. فكل العلوم تعتبر فروع من الفلسفه كشجره فروعها كتيره جدا وشجره كبيره جدا، فانت ما تاخدش بالك انها ليها نفس الجذر او ليها نفس الجذع، لان انا موجود على مستوى الجذع فانا شايف وشايف التفرعات دي. فانا بس برسم العلاقه دي لان في ناس كتير متصورة ان العلوم انفصلت عن الفلسفة، وفي علماء بيقولوا كده، ما هم مش مختصين بالفلسفة مش عارف، يعني مثلا واحد زي ستيفن هوكن بيقول الفلسفة لم تعد تلعب دورا فمش عارف ايه. انا ممكن اجيب طالب في سنة اولى طبعا غلط، يعني ممكن اجيب طالب في سنة اولى يمتحنك شفهي. من حقي، انت اصلا ما معكش اصلا اي شهادة في الفلسفة. فدي ناس ما تعرفش، ومع السمعة العلمية بتاعته والقامة العلمية بتاعته والعبقرية بتاعته في مجاله لكن مشكلة بعض الناس في اي تخصص، ما في تخصص انا برضه عادي.
عدم الرؤيه الواسعه، شايف التخصص بتاعه بس مش فاهم التخصص ده جه منين، ما عندوش معلومات عن الخلفيه وما يحيط بهذا العلم ويتشابك معاه من علوم تانية. طبعا عشان تتكلم في الفلسفه والعلم والكلام ده زي هوكينج وبتاع، يعني انا لو قاعد في القعده دي مع هوكينج، مع ستيفن هوكينج، هقول له لازم يبقى عندك معرفه موسوعيه عشان تقول الكلام ده. معرفه موسوعيه انت ما انتش عارف كل حاجه، بس عارف الاساسيات، الامور المهمه في امور كتيره حتى لو لم تكن كل حاجه متشابكه مع تخصصك واهتماماتك. فطبعا وبشكل عام اللي بيتكلم في الفلسفه واستاذ الفلسفه والفيلسوف لازم يكون عنده معرفه موسوعيه، لازم يكون عنده معرفه بالفن، معرفه باللغات، بالادب. ما ينفعش يبقى عنده معرفه بالفلسفه بس، عنده معرفه بالفلسفه بس انت لسه طالب حتى لو معاك استاذيه. فطبعا انا بس عايز اقول علاقه الفلسفه المتشابكه، فمن الاسئله المهمه هو السؤال ده في الفلسفه قبل التطور والكلام، قبل داروين والكلام ده بالاف السنين فعلا من غير مبالغه كان عندهم هذا السؤال. ومنكم اللي درس تاريخ الفلسفه بشكل منظم او اللي قرا الفلسفه الاغريقيه بشكل اساسي يعرف ان موضوع التطور ده بدا من طاليس اللي هو بيصنف واحد من الحكماء السبعه، حكماء اليونان السبعه. يمكن الاسم المشهور في بين السبعه دول هو صولون، القانون المعروف يعني. وطاليس، طاليس يعتبر اول الفلاسفه في تاريخ، ما بقولش ده في اول في اكتشافي، انا بقول في التاريخ المعتمد عالميا للفلسفه طاليس ده هو اول فيلسوف. ومن الاسئله المهمه بتاعته يمكن هو السؤال الاساسي بتاعه، كيف جاء العالم؟ كيف جاءت الماده؟ طب الكائنات الحيه دي اكتسبت الحياه ازاي؟ فهو لاحظ في دلتا النيل، دلتا النيل، ان في ضفادع بتطلع من الايه؟ من الطين. فافترض ان الكائنات الحيه تولدت تلقائيا من الارض. تولدت تلقائيا من الارض، وهتلاقوا ان في كتير من نظريات الخلق مبنيه برضو على انك طلعت من الارض، او كانوا القدماء زمان بيقولوا الارض دي اله هو اللي خلق الانسان، والارض نفسها اله، او حاجات زي كده. حتى كلمه ارض اللي هي يعني ليها يعني لما تيجي تقول كلمه الماده بالانجليزي الماتر، ماتر دي معناها في اصلا ام، يمكن بعضكم عارف المعلومه دي انما معلومه مشهوره. طب ام ازاي؟ لان الماده كانت بتطلع من الارض، فكانوا بيعتبروا الارض هي الام. فدي كانت نظريه مشهوره ايام طاليس ومعروفه وقبل طاليس في الوعي العام البشري، وهو عبر عنها بهذا الشكل. وطبعا الكشوفات بتاعته طبعا كشوفات ساذجه جدا، ان في ضفادع بتطلع من الطين، لان الضفدع ده، الضفدع الصغير ده كائن معقد جدا 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 فوق ما تتخيل. لو درسته بيولوجيا الحاجه الصغننه دي كائن معقد جدا جدا جدا، مش هيطلع من الطين ده كده تلقائي. ده عايز ايه؟ لازم انت بتتكلم عن تاريخ قديم للتطور، يا اما انت بتتكلم عن مدبر، يعني هو اللي عامل بيطلع ايه، يطلع ضفدع هنا ويطلع ايه اسد هنا ويطلع مش كائن هنا. فده طبعا ايه يعني بقول يعني مدى سذاجه الكشف ده لطاليس، ما يعتبرش كشف ولا حاجه. انما بعد كده هتلاقي في تاريخ فكره التطور نفسها هتلاقي محطات مهمه، من اهم تلك المحطات المراحل اللي كانت في الحضاره الاسلاميه اخوان الصفا والمسكويه وابن خلدون. وهنتكلم ابن خلدون في الاخر خالص، ابن خلدون كان عنده نظريه تطور متقدمه جدا، يعني يمكن داروين لم يجرؤ حتى على نقول الكلام ده. وابن خلدون راجل اشعري واضح يعني في اشعريته، ده اللي هم زي ما تقول مثلا كده كانوا السلفيين زمان، هم الاشاعره دول في مقابل ايه بقيه الفرق اللي هم كانوا السلفيين زمان يعني. واكبر فرقه في الاسلام واكثرهم استمرار، استمر 1000 سنه، اللي هي بيدعمها الازهر، اللي هو الازهر بيمثلها ايه. انا قلت قبل كده الازهر مش بيدرس علوم دينيه ولا الكلام، علوم دينيه بتدرسها في اماكن تانيه، ممكن تدرسها عندنا احسن من الازهر. هو بيدرس ما يريد دعم عقيدته دي، ده مؤسسة عقدية مش مؤسسة بحثية علمية، مؤسسة عقدية وجودها شرعي. وجودها شرعي انا مش بتكلم في النقطة دي. طب ممكن حد يقول لي طيب هل انت مؤمن بالتطور؟ هل انت ممكن من المشاهدين؟ طبعا ده سؤال برضو يعني مش بنتكلم فيه، لكن اقول لك انا مؤمن ولا لا. اولا المسألة مش مسألة ايمان، هل ممكن انت تصفني وانت بتشوفني دلوقتي على اليوتيوب او شايفني في القاعة تقول انا مؤمن ان كريم الصلاة قاعد بيتكلم قدامي؟ ده كلام مالوش معنى في اي لغة. الايمان يتم بامور غيبيه دايما. اي بيقول لك مؤمن، كلمه ايمان دي ما بنقولهاش الا على امور غيبيه، لما بنقولها على الحقيقه مش بنتكلم مجازا بشكل فيه مجاز ادبي، لا بنكون على الحقيقه. الايمان دايما يكون مرتبط بامور غيبيه ميتافيزيقيه، لا يمكن يعني ايه غيبيه وميتافيزيقيه؟ بكلمه واحده لا يمكن يتقاطع فيها زمان مع مكان، لا يمكن تقدر تحدد مكانها وزمانها على الدقه. حتى لو من حيث المبدا تبقى ميتافيزيقيه وغيبيه. اي حاجه، يعني لو قلت لي مثلا اي حاجه، حد من الملائكه يعيش في زمان لكن ملوش مكان، يبقى ميتافيزيقي ده، ما انا في فين مكان وانا مش عارف اوصل له. الامور التجريبيه على العكس هي الامور التي يتقاطع فيها الزمان والمكان حاجه محدده، دي نظريه المعرفه اللي احنا حاليا، وهي نظريه الادق اللي احنا حاليا ماشيين بيها ومتوافقه مع العلم الطبيعي المنهج التجريبي. المنهج التجريبي بقى لا يدرس الامور الغيبيه، ملوش دعوه، ما يقدرش.
لا يدرس الا الامور اللي احنا كلنا ممكن من حيث المبدا نشهد عليها. مش بيدرس امور بعض الناس ممكن تشهد عليها او لا احد يشهد عليها غير العالم. لا، ده اينشتاين بعد كده قال لهم ازاي تكذبوني بعد ما عمل النسبيه، بعد ما اصدر يعني ورقه النسبيه الخاصه والنسبيه العامه، بعد كده قال لهم تكذبوني ازاي؟ انا بقول لكم ان حوالين الشمس انحناء فراغي، ان الزمكان بينحني. ده كلام زمان ايام الفيزياء النيوتونيه، ده كان سائد شويه ايام اينشتاين، كان كلام مضحك، كلام خرافي. يعني ايه اللي في فراغ حوالين الشمس بينحني وده السبب في انحراف كوكب عطارد؟ فقال لهم ايوه، وحتى النور والاشارات اللاسلكيه هتنحني. النور ينحني؟ عمرنا ما شفنا النور ينحني. قال لهم هو هينحني في اللحظه دي، لما لان الزمكان نفسه هو اللي انحنى، هو ماشي في خط مستقيم لكن الزمكان هو اللي انحنى. فهو بيتكلم عن كيان، الزمكان ده كيان حقيقي، هو كيان حقيقي فعلا، ممكن تضغط عليه تعمل فيه تشوه زي الثقوب السوداء، بس انت عايز كتله عظيمه جدا. المهم ان هو قال لهم ازاي تكذبوني، قال لهم ازاي تروحوا لازم تبقى فيه كسوف شمسي كلي وتشوفوا حوالين الشمس النجوم، هتلاقوا مواقع النجوم متغيره وبحسبها لهم بالظبط، وطلع زي ما هو قال. فاختبروه كذا مره ما عرفوش يكذبوه حتى الان، حتى الان. عشان كده احنا بنصدقه كنظريه علميه بنشتغل بيها، لكن ما بنقولش انها حقيقه مطلقه. انا عايز اقول ان العلم كله بيتحرك بالطريقه دي. اي حد مش فاهم الكلام ده، اقصد يعني من المختصين في العلوم ومعترض عليه وشايف ان العلم لا بيعبر عن حقائق حتميه ومش عارف ايه، يبقى انت لسه في مرحله ما قبل التخرج، ولسه ايه لا يمكن ان انت اللي في المرحله تصل الى مرحله إيه؟ ايه معلم فلسفه ايه طب ولا علوم ولا يمكن. غالبا بتلاقي الاعتراضات دي من كليات العلوم الطبيعيه. فانا بقول لكم ده من الاول، يعني والله العلماء النهارده المختصين في البيولوجيا على مستوى العالم من جنسيات مختلفه وايديولوجيات مختلفه ومن عقود مختلفه، الكلام ده احنا بنتكلم في زمن طويل، رجاله وستات وفقراء واغنياء وروس وامريكان سوفيت ايام زمان، يعني من كله مجمعين على ان بالفعل في النظريه دي صحيحه بتاعت نظريه، مش نظريه داروين، نظريه داروين خلاص تجاوزناها. النهارده عندنا النظريه التركيبيه الحديثه، من ضمنها هي فيها خمس او ست بتختلف يعني غير انا درستها زمان، الكلام ده انا درستها في الكلام ده سنه 98، وفي حاجات بتضاف حاليا وفي كذا شكل منها. انما النظريه التركيبيه معناها ان الانتخاب الطبيعي بتاع داروين ده هيبقى مجرد مبدا من مبادئ التطور، في الانعزال وفي توارث الصفات المشتركه وفي حاجات امور كتيره، يعني مدى الاختلاط في الجماعه بالحيوانات سواء الحيوانات ايا كانت، ده في حد ذاته بيفرق في التطور، مع انه مش انتخاب طبيعي. انعزال كائن معين ممكن يؤدي لتطور هذا الكائن بشكل مختلف عن نفس الكائن الذي لم ينعزل وهكذا. فاحنا عندنا عوامل مختلفه للنظريه القائمه النهارده في التطور، النظريه التركيبيه الحديثه سينثيتيك ايفولوشنري ثيوري، او يعني المهم انها سينثيتيك بمعنى ايه؟ مركبه من اكثر من عامل. فما يجيش حد النهارده يتحدى الناس بداروين وبتاع ويقول لا الايمان بداروين مش عارف ايه ولازم تؤمنوا بالتطور وبتاع، ده كلام فاضي. اولا العلم ما فيهوش ايمان، انت ما بتؤمنش بالعلم، انت بتقول ده احسن اللي وصلنا له دلوقتي بس، ده العالم اللي ايه اللي هو كلامه ينطبق مع المنهج العلمي ده اول. ويجي حد تاني يعارض يقول لا الكفر بداروين وبتاع، هو انتوا بتتكلموا مساله ميتافيزيقيه؟ دي ده كده نوع من ايه؟ تحويل العلم الى اهلي وزمالك والاسلحه، زي ما حد انت اديت حد سلاح نووي فلعب بيه في الشارع بوم فراح مفجر المنطقه، هو ده بالظبط كده. انت كده بتلعب لعبه خطر بالنار، انت كده حولت العلم بدل ما هو يعني اولا لازم يكون له منهج وليه تعليم وليه بتاع، حولته لقضايا ايديولوجيه فيها اختلافات سياسيه واختلافات دينيه، فاصبح طبعا ده كلام ايه؟ ما بقاش علم، ده كلام غير علمي. حتى المؤمن بالتطور، كلمه مؤمن بالتطور دي ده معناه انت غير عالم وغير علمي ولم تصل لمرحله، لا يمكن تدرس فلسفه هذا العلم لسه قبل التخرج، فده كلام فاضي طبعا من حيث وجهه نظر المنهج العلمي، مفيش حاجه اسمها ايمان وبتاع وكلام ده. والله مجمع العلماء النهارده بيقول ان النظريه دي صحيحه، النظريه التركيبيه الحديثه صحيحه. انا اقول لهم انا انقل عنهم بس، انا اقول ايه مجمع العلماء، العلماء اجمعوا النهارده على كذا كذا كذا. حضرتك مش موافق لاسباب دينيه او اسباب سياسيه وايديولوجيه، غالبا بتبقى اسباب ايديولوجيه، براحتك اتفضل، انا ماليش دعوه بيك، انا بقول لك الكلام اللي هم قالوه وهم بيقولوا الكلام اللي هم قدروا يشوفوه ده احسن ما عندنا. انت ايه اعتراضك؟ عندك ما هو احسن؟ قدم اتفضل، قدم انت نظريه فسر التنوع الحيوي. نظريه التطور النهارده وانا عرفت مؤخرا جدا 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 ان هم من خمس ست سنين كده لغوها من منهج الاحياء. منهج الاحياء اللي هو كان الفصل 11 البيولوجيا التطوريه اللي انا درسته وانا في ثانيه ثانوي، ده اتلغى خالص. بقى بيجي كده شويه معلومات صحيحه عن موضوع التكيف تقريبا حاجه زي كده، التكيف في كليه الحياه وكمان. فانت ما بتدرسش الكلام ده في تخصص اساسي، الماده التخصصيه الاساسيه لماده الاحياء، هيطلع لك واحد بيدرس طب ما يعرفش حاجه عن التطور؟
تيجي تدرس التشريح ما تعرفش طلعت ازاي وازاي ده الدوديه دي اللي ملهاش لازمه موجوده ليه ومش عارف ايه ليه الانسان ملوش ديل والحيوان ليه ديل مثلا والاجنه. طب ما انت عندك الجنين بيتطور في الرحم، الجنين اللي هي البيولوجيا الديفلوبمنتال اناتومي اقصد التشريح التطوري، التشريح التطوري ده ملوش دعوه بنظريه التطور، هو بيتكلم عن ايه؟ علم الاجنه اللي هو امبريولوجي او علم الاجنه بالظبط كده، هو بيتكلم عن تطور الايه؟ الجنين في الرحم، والجنين في الرحم بيتطور مراحل غريبه وكتيره جدا. فن تشكيلي جوه، فن تشكيلي. يقول لك كل شريان القلب مش عارف ايه الاعصاب كل ده بيبقى مختلف تماما تماما، ويفضل يتكون في التسع شهور دول لغايه بعد كده يطلع لنا البني ادم اللي احنا نعرفه ده. فما ده بيحصل قدام، والمشكله في ايه؟ ان التطور بيتم تدريجي جدا وبطيء جدا. فعشان كده هتلاقي فيه مساحه او مبرر الاختلاف فيه. طيب. لكن القضيه وهنخش هنا في نقطه مهمه جدا، ان لما نيجي نتكلم عن حاجه اسمها ميتافيزيقا التطور، هنا بنتكلم عن فلسفه التطور. انا هنا مش هتكلم عن تطور اللي هو في البيولوجيا التطوريه بهذا المنهج العلمي، انا مش هتكلم باستعمال هنا المنهج العلمي التجريبي، انا بتكلم عن ميتافيزيقا فلسفه التطور. التطور في حد ذاته ده ليه فلسفه، مش التطور بتاع الكائنات الحيه، التطور عموما، التطور كله اي حاجه بتتطور ازاي عموما. يعني انا دلوقتي عملت برنامج ذكاء صناعي وخليته مثلا يتعلم حاجه، التعلم ده بيتم ازاي؟ ايه المسار اللي بيمشي فيه اي حاجه؟ بيمشي بالتطور على الاقل في هذا المجال. الكائنات الحيه بتتطور ازاي؟ الطقس والمناخ بيتحول ازاي على مدى قرون والاف السنين وكذا وكذا. المجتمع، الاقتصاد، التاريخ، كل ده بيتطور ازاي؟ فاحنا عندنا اربع نظريات في التطور ده بشكل عام، انا بقول دلوقتي فلسفه التطور، تطور الكائنات الحيه ده فرع منها، مجرد فرع منها. طيب. ففلسفه التطور بتدرس التطور بشكل عام، فبتقول ان في اربع اشكال للتطور. في شكل اولا فوضوي ما تقدرش تعتبره تطور قوي، ده عباره عن كميه كبيره من متغيرات ضوضاء، شويه ضوضاء. ما انتش قادر تطلع بلحن. مفيش اي نمط انت قادر ايه؟ النمط ده لما بيجي نقول مثلا شفت ايه ظاهره لفتت نظري في مجموعه من ايه؟ في عينه ما من البشر او الحيوانات او اي حاجه. فدي ممكن تكون حاجه حصلت لمره واحده خلاص، ممكن ما تحصلش تاني وارد. لو حصلت مرتين، لو حصلت تاني تبقى صدفه، وارد انها تبقى صدفه غريبه شويه بس وارد انها تبقى صدفه. ما تستحقش قوي اهتمامك لو انت عندك اهتمامات تانيه جدك عالمه. انما لو حصلت ثالث مره تبقى نمط باترن. هنا بقى في حقيقه علميه، هنا في مجال البحث العلمي والكشف العلمي لما تلاقي نمط. وانا بقول للطلبه الدراسات الوليه اللي هم ما يعرفوش ازاي يعملوا بحث، ده طبعا غلط جدا، يعني يجي لك طالب ماجستير ما يعرفش يعمل بحث يعني. فبقول لهم اول حاجه شوف المجال العلمي، المعلومات اللي طلعت بيها من هذا المجال اللي انت بتدرسه، وحاول تلاقي نمط، حاول تلاقي اي نمط، اي ارتباط عمال بيتكرر معاك. هي دي. فهم اول دي فكره فلسفه التطور كلها. فانت لما تيجي، ما انا اقصد يعني بالنسبه للطلب الصغير هيطلع النمط ده ويشتغل عليه. هنا لاحظ في ظاهره تستحق الاهتمام طالما في نمط يعني. طيب. ففي مجال فلسفه التطور زي ما قلت لكم النظريه الاولى بتقول ان ايه؟ ممكن يكون قدامك فوضى، يعني مثلا بالنسبه للتاريخ يقول لك التاريخ لا يمكن تعرف نمط حركته. النظريه دي نظريه من النظريه دي اول نظريه فيها بتقول ان اصلا لا يمكن معرفه نمط التطور، مش هينفع، ما عندناش القدره، البشر ما عندهمش القدره ان هم يعرفوا. طيب دي النظريه ممكن تحتاج مننا لشرح ندوه كامله، لكن هي في نفس الوقت ما هياش بنفس اهميه النظريات الجايه اللي هي بالفعل غيرت العالم. النظريه اللي بعدها بتقول لك ان التطور، ان اي تطور اي شيء، تطور اي ظاهره بيحصل ولكن بناء على قفزات ثوريه وليس بناء على تطور كامل، تراكم. يعني ايه قفزات ثوريه؟ يعني والله دور التغيير المفاجئ، اولا التغيير المفاجئ بيحصل كتير وتاثيره جذري وجوهري. يعني لو بنتكلم عن تطور مصر مثلا هتلاقي في مراحل جوهريه كتير حصلت في ال 70 80 سنه اللي فاتت، بس دخلنا كم حرب، شفنا كم حكومه، حصل في تغيرات، حصل على المستوى الايديولوجي والديموغرافي والاقتصادي كله، وعلاقتنا بالدول المختلفه، علاقتنا باسرائيل نفسها وهكذا. فانت بيجي يقول لك شوف نمط تطور مصر ماشي ازاي، هل هو بيتجه نحو الحريه مثلا؟ هل بيتجه نحو تحسين العلاقات بين الجيران؟ هل بيتجه الى الوعي بضعفها وان هي املها كبيره اكتر من اللازم ولا العكس؟ ولا فهنا احنا بنحاول نستنتج ايه اللي هيحصل؟ فلسفه التطور هدفها مش بس فهم اللي حصل. على فكره داروين هدفه يفهم ايه اللي حصل في الماضي، ازاي احنا وصلنا للوضع ده، انما فلسفه التطور هدفها ابعد من كده. انت لما تعرف ده تقدر تستنتج اللي هيحصل بعد الاف او ملايين السنين في نفس الظاهره، هو ده هدفها،
هدفها ايه؟ مش مجرد ان انا افهم، ما لدي كمان اتحكم. فهم بيقولوا بقى النظريه الثوريه في التطور بتقول انك ما تقدرش تعمل كده، ما تقدرش تتحكم في التاريخ في التطور بشكل عام الا عن طريق تاثير ثوري. فدول بيفسروا مثلا كآلات الحياه، تطور كآلات الحياه ازاي؟ بيقول لك الكوارث الكبيره اللي حصلت، انقراض نوع او انعزال نوع او مش المهم، ان تكون حوادث كبيره مفاجاه حصلت، وان الثوره هتقضي على اي مسار قبل كده منتظم للتطور. فحتى لو اكتشفنا نمط هيجي التغيير الجوهري يقضي عليه. دي النظريه دي من اهم من يعتنق هذه النظريه، ممكن تندهشوا اللي عارفين فلسفه العلم يعني ممكن يندهشوا شويه. كان كارل غايمون بوبر اللي هو بنكتبه بالعربي بالتعريب كارل بوبر، ده كان مؤيد للنظريه الثوريه، وهو بيشايف ان تطور العلم، شوفنا هنا بنطبق التطور على العلم نفسه، شايف ان العلم بيتطور عن طريق قفزات ثوريه ملوش نمط، هو حسب العالم. في عالم يحلم حلم يطلع له بنظريه بالظبط، وبيقول كده يغير تاريخ العلم. فما عمرنا ما نتنبا بتاريخ تطور، هل هيتقدم في المستقبل، هل يتجه نحو مجال معين، هل يتخلف، ما نقدرش نعرف الا لما نشوف الثورات العلميه اللي بتحصل. في نظريه قبل كارل بوبر اللي هي النظريه الثالثه معانا، هي نظريه التراكم. بيقول لك ان كل حاجه بتتطور وبتتغير ولكن بشكل منتظم واعتمادا على الماضي. التراكم ده يعني ايه؟ يعني المساله ما فيش ثورات ولا ضوضاء ولا كلام من ده اللي فات ده خالص، هي بتتطور ايه؟ اي حاجه بتتطور لوحدها تراكميه. بس كل التراكم الكمي يفضل يبني على بعضه. بس ده كل ما هنالك اللي بيحصل، وان اي حاجه هتتطور في مسار منتظم. طبعا دي نظريه قديمه لما كان العالم ما بيتغيرش. اصل زمان بطول عمر تاريخ البشريه الناس عارفه ان هم هيطلعوا فلاحين. الناس بتزرع بقى لهم 10,000 سنه بيزرعوا. يعني ده تاريخ البشريه احنا نعرفه، تاريخ الدوله هو تاريخ الزراعه، تاريخ البشريه المعروف هو تاريخ الزراعه. بس قبل ما يكتشفوا الزراعه اللي هم طول مئات الالاف اللي من السنين اللي الانسان اللي من نفس النوع بتاعنا عايش فيها ما كانش بيعرف يزرع. ما كانش عنده حتى قدره على ان هو يزرع، فكان بيعمل ايه؟ كان بيصطاد الحيوانات او يجمع الاكل اللي عدد قليل من الناس، وحياه مهدده بالخطر طول الوقت. فنشأت الزراعه ادت الى تغيير ثوري على مستوى الكوكب اللي لم يكن على مستوى المجره. اذا كان البشر بس هم الاحياء في المجره، فانت بتتكلم مستوى ثوري. لو البشر قدروا ان هم كمان النهارده بيتجهوا نحو استعمار الاجرام السماويه للكواكب الثانيه، فاحنا بنتكلم عن تغيير جوهري جوهري جدا لموضوع الزراعه ده، بس تغيير فوق الوصف. وادى الى قيام الدوله اللي احنا نعرفها كلمه دوله دي، وادى الى التاريخ المعروف. فمثلا النظريه التراكميه دي نظريه طبعا كلاسيكيه اتبنت في ذلك الوقت قبل القرن اواخر القرن 19، كانت حياه البشر لم تكن الثوره الصناعيه بدات تنتشر، كانت موجوده في بريطانيا، كانت موجوده حتى في مصر ايام محمد علي، انما الكلام ده كله كان اوائل القرن 19. وما كانش شائع في اغلب الدول العالم، مش تعرف يعني صناعة ولا يهمها الكلام ده. يعني اليابان نفسها في نفس الوقت بتاع محمد علي ما كانش فيه اصلا لسه صناعه فيها، لان هم بداوا في الصناعه بعد وفاه محمد علي، بعد وفاته. بس شفتوا التقدم طبعا اللي هم وصلوا له في ده، يعني تحولوا دوله استعماريه امبراطوريه استعماريه كبيره. النظريه، خلينا بس نسرع الايقاع، النظريه الرابعه دي النظريه الاهم من حيث تاثيرها السياسي والايديولوجي، وهي اللي معانا النهارده اكتر. يمكن بعضكم استنتجها، اللي عنده يعني خلفيه بالحرب البارده والمذاهب اللي كانت موجوده فيها، دي اسمها النظريه الجدليه او الديالكتيك. دي النظريه الرابعه في، هي ترتيبها الثالث بالمناسبه تاريخيا. يعني اولا النظريه التراكميه دي كانت اول نظريه اكثرهم استمرارا، زي ما قلت لكم حياه الناس قبل الصناعه ما كانتش بتتغير، فمتصورين ان كل حاجه ايه بتمشي بشكل منتظم. وبعدها جت النظريه الفوضويه او النظريه الضوضائيه، وبعد كده جت النظريه الجدليه، وبعد كده جه كارل بوبر وقدم النظريه الثوريه وكان في تأييد. بالمناسبه توماس كون اللي هو المنافس الاساسي لكارل بوبر، ليه تأثير ضخم جدا جدا على فلسفه العلم، مفكر من البيست سيلرز يعني في العالم الغربي وغير الغربي، وكتبه ترجمت للعربيه في وقت كويس. يعني ده برضو عنده النظريه الثوريه، هو عنده بيحصل تغير تراكمي بس عند مرحله معينه بيحصل ثوره. فعايز اقول لكم النظريه الثوريه نظريه شائعه جدا في فلسفه العلم النهارده، بس مش ضروري النظريه الوحيده. النظريه الجدليه شاعت اكتر في مجالات ثانيه، في المجال السياسي والمجال الاجتماعي والتاريخي. النظريه الجدليه بتقول لك ايه؟ بتقول لك في تراكم وفي ثوره الاثنين، بس ما بيحصلش بشكل ان ثوره تعمل قطيعه معرفيه مع الماضي. عند كارل بوبر وتوماس كون والناس اللي بيؤيدوا تلك النظريه الثوريه بيقولوا ان الثورات دي لما بتحصل في اي مجال بتقطع مع اللي قبلها، بتقطع وخلاص تغير كل حاجه. دي نظريتهم. يعني النسبيه جت قاضت على كل النظريات اللي في الطبيعه والكلام ده قبلها، ده فكرتهم هم. الفرق بينهم وبين الجدليين، المؤمنين بالمنهج الجدلي شايفين ان لا يوجد قطيعه مع الماضي ايا كان مهما كان مستوى الثوره.
من ضمنهم الشيوعيين الماركسيين. فحتى الماركسيين هم اللي بيمثلوا الشكل الثوري للاشتراكيه اللي مش كل اشتراكيه ثوريه، ده هو اغلب مذاهبها مش ثوريه، ده بيمثل الشكل الاكثر ثوري اللي هو قال ان لا يمكن يبقى فيه اصلاح. ماركس كان في سنه 47 افتكر 1847 لما اصدر كتاب بؤس الفلسفه، وكان رد على اللي هي ايه الاشتراكيه التعاونيه، مذهب كان موجود في فرنسا اللي هو كان بيتزعمه جوزيف بودو. وجوزيف بودو عمل كتاب اسمه فلسفه الفقر او فلسفه البؤس، فماركس رد عليه بؤس الفلسفه، من اشهر كتب ماركس، اشهر كتب الفلسفه، لانه قال له بالمعادلات يعني الكلام بتاعك ده غلط ممكن يحصل، ولا يمكن يحصل اصلاح، لا يمكن. ماركس بيقول ايه؟ ان لن يحصل، لن يحدث اصلاح. فدي كانت اكثر ثوري، اكثر اتجاهات الاشتراكيه ثوريه. في اتجاهات ثانيه ثوريه وغير ثوريه في الاشتراكيه، واغلبها كان غير ثوري. فماركس لما قدم لهم الفكره دي، الفكره نفسها اصبح عندها مؤهلات في الافكار، في تطور برضه الافكار فيها انتخاب طبيعي بينهم من بعض، فهي كان عندها مؤهلات البقاء، مؤهلات الانتصار على الافكار اللي حواليها، مؤهلات البقاء في الوسط اللي هي ظهرت فيه. هنقول دي بعد شويه، بس انت واخد بالك ان احنا كده بنتكلم في تطور الافكار. بس انا عايز بس اتكلم بالنسبه للمنهج الجدلي. اللي ما يعرفش المنهج الجدلي ده، هو منهج الماركسيين كلهم وغير الماركسيين برضه، وهو منهج قديم جدا اللي هو احنا عبرنا عنه بتصوره بالنسبه للمشاهد بيعامل زي الخط الحلزوني اللولبي، مش خط ايه مستقيم، يعني هتستعيد الماضي ولكن هتتقدم. عشان كده الكلمه المعبره عن هذا المنهج قالها هيراقليطس، وده من فلسفه ما قبل سقراط، وده هو الفيلسوف الاساسي، الاسم الاساسي، لانه هو ايه مبدع هذه الفكره، فكره الديالكتيك او الجدل. يقول لك هو كان فكرته عن العالم، عن الكون اتكون ازاي، فبيقول لك الكون اتكون من خلال الجدل، مش من خلال تراكم او من خلال ثوره او حاجه زي كده، من خلال عمليه جدل. هنقول ده ازاي بعد شويه. المهم يعني انه هو الاسم الاهم والاول، وبعد كده بيجي معانا اسم مهم، مهم جدا 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 في الفلسفه وخير الفلسفه، مهم جدا في الثقافه عموما، اللي هو هيجل، اللي هو توفي سنه 1831، من فلاسفه يعني القرن 19 المهمين يعني، وقدم الديالكتيك. هو الديالكتيك موجود في مقولات كانت، موجود عند كانت، ولكن هو موجود عند تلاميذ كانت بشكل اوضح، فيش شيلينج وهيجل. هيجل بقى ده هو تزعم بقى اللي ولم يكن متصورا ان هو يتزعم ولا حاجه، وعلى سن 37 قدم مذهبه. ويعتبر ده سن متاخر شويه بالنسبه لهم في الوقت ده، بالنسبه 37 ده بالنسبه لنا يعني لسه عند 40، ده هو اللي بيبدا بقى يبقى حد عنده خبره ممكن يعمل مذهب فلسفي. مذهب يعني ايه؟ يعني ايه مذهب في الفلسفه؟ يعني يعمل مجموعه من النظريات هتفسر كل شيء، كل حاجه انت بتشوفها، النفس، الاجتماع، الاقتصاد، التاريخ، الكون، الطبيعه، كل شيء، هيقدم نظريه واحده تجمع كل ده. ده المذهب في الفلسفه. وكان كارل ماركس اللي هو تلميذ هيجل في اليسار الهيجلي، هو اخر حد عمل مذهب متكامل في تاريخ الفلسفه اللي نعرفه. وعلى فكره هو توعد الفلسفه ان هو هيكون قاتل الفلسفه. ماركس ما كانش بيقدم الفلسفه باعتبارها ان هي مجال ثابت ما بيتغيرش او انه هيبقى، يقول ان هي هتنتهي، هتنتهي، وان انا نهايتها، انا اللي بقدمه ده هو نهايه الفلسفه. طب والفلسفه قبلك؟ ممكن في فلسفه قبلك، ليه ما فيش فلسفه انهت الفلسفه؟ علشان دي ما كانتش علميه، علشان دي كانت ايديولوجيات. انت النهارده بتسمع الماركسيين او غير الماركسيين اللي كنت تعرف لو اصلا لسه ليهم موجود يعني، انهم عندهم ايديولوجيا، ايديولوجيا ماركسيه. ما في ايديولوجيا ماركسيه، ده بعد ماركس، بعد ماركس مات تحولت الماركسيه لايديولوجيا سريعه الانتشار جدا، وانتشرت احزاب ماركسيه بالعشرات في دول اوروبا. وهو مات، ماركس نفسه ما كانش شاف حاجات زي كده، ولما مات سنة 1883 بعد داروين بسنة واحدة بالمناسبة، كان بيقول أنا الفيلسوف الوحيد اللي عمر ما في حد هيتبعني، عمر ما حد هيصدقني، عمر ما هيبقى ليا تلاميذ وأتباع، عمر ما في إيه. وبعد ما مات اتضح إن هو الوحيد اللي الفلسفة الوحيدة اللي انتشرت على هذا المستوى وتحولت إلى دول ومؤسسات وأفكار لسه قائمة لغاية النهاردة. أهم تأثير ليها هو تأثير في علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد، ان انت حتى الان بتلاقي الاقتصاد مقسوم يمين، مش بتكلم اقتصاد العالم، الاقتصاد القائم، بتكلم عن علم الاقتصاد، علم الاقتصاد، بتلاقي ان كل نظام مقسومه يسار ويمين. في علم الاجتماع يسار ويمين، عندنا في الفلسفه يسار، هو قسم بقى الفلسفه يسار ويمين. طيب انت في اليسار ماشي كماركس يعني، طب واليمين اللي هو بيضم كل مذاهب الفلسفه قبلك اصلا بما فيهم هيجل طبعا، يقول لك دول ايديولوجيات. يعني ايه ايديولوجيات؟ يعني ما هوش بيعبر عن الحقيقه، ده هدفه دعم السلطه القائمه. هيجل نفسه اوضح مثال، طبعا اوضح مثال، يقول لك فيلسوف الدوله ده حاجه، ويقول لك كمان عنه فيلسوف الدوله البروسيه. ده كان استاذ ماركس من لم يعلم، واستاذ كبير. يعني ايه فيلسوف الدوله؟ يعني هو كان ساعتها الدوله القوميه كانت اختراع لسه
ما مش معتمد، وكان لسه في امبراطوريات اللي سواء المجاريه والامبراطوريه الالمانيه نفسها والامبراطوريه العثمانيه والامبراطوريه الروسيه، وكان في الامبراطوريه الانجليزيه والفرنسيه، بس الانجليزيه والفرنسيه مختلفه، بس في بقى فيها مختلفه عن الامبراطوريات الثانيه. ولذلك هتلاقي ان هنا ظهرت الاستعمار، هنا ظهر الاستعمار ليه؟ مع ظهور الدوله القوميه، لان انجلترا وفرنسا كانوا بيميزوا بين الدوله ومستعمراتها، يقول لك انا دوله قوميه اسمها انجلترا، انتوا مستعمرات. فرنسا كانت تقول انا والجزائر دوله، الجزائر كانت ارض، فكروا بيعتبروها ارض فرنسيه، ممكن ده يحصل، لكن مش كل مستعمراتها هتبقى فرنسا، دي دول واحنا دول، دي مناطق واحنا دوله. لكن الدوله العثمانيه ما كانش بتفرق بين نفسها، كانت بتعتبر نفسها هم العثمانيين راس الدوله، اللي هم اللي على راس السلطه، اللي هم من نسب الاتراك العثمانيين كذا كذا. لكن ده ملوش داعي، ممكن لو محمد علي كان خد السلطه وكان قريب جدا ممكن ياخدها، لولا اتحاد الدول الاوروبيه عليه. طيب كان ممكن جدا، لو كان بانتصاراته كانت هايله على العثمانيين باعداد خرافيه، وكان ابراهيم باشا اثبت ان هو واحد من اهم القاده العسكريين في القرن 19، ده دي حقيقه. ولذلك حتى الضباط الاحرار سابوا التمثال بتاعه وما قدروش يقربوا منه، بيعتبروه فخر العسكريه المصريه وبتاع، وكان الجيش مصري في الوقت ده طبعا. وطب افرض كان خد الخلافه، لا ما لهاش علاقه، مش السلطنه، اقصد السلطنه مش الخلافه، ماليش دعوه بالخلافه كمنصب ديني، حتى لو خليفه موجود هو غالبا كان يقسمها كده زي ما عمل قسمه بين التعليم المدني والتعليم الديني في مصر وفي العراق وفي الحجاز وفي الشام. لو عمل كده هو انه خد المنطقه دي كلها احتلها وكان ليه تاثير عليها. فالنظام ده في الشرق الاوسط، نظام التعليم ده هو اللي اصبح موجود، انت عندك تعليم ديني وتعليم مدني مقسومه، والثقافه كلها اتقسمت كده، الاصاله والمعاصره، الحداثه والتجديد، مش عارف التراث ومش عارف ايه، كل ده هتلاقيه الثنائيه دي اصبحت موجوده، الثابت والمتحول، التراث والتجديد عند حسن المحاول عند ادونيس، التراث والتجديد عند حسن حنفي، هتلاقيها مقسومه القسمه دي بعد كده في كل الشرق الاوسط. ودي مشكله من اهم المشكلات، لان ليها رجع سياسي خطير، اتكلمت عنه، ممكن تبقى تشوف الفيديو اللي انا اتكلمت عنه في معضله التنوير العربي او معادله التنوير العربي، ان احنا ممكن نقول كلمه تنوير مفيش مشكله، بس نكون محددين معناها، معناها لازم يختلف عن معنى كانت، لازم يختلف عن معنى كانت. انا عايز بس اقول ان لما يعني هنشوف يعني عايز اقول المعلومه اللي قلتها من شويه، ان الاستعمار ظهر مع ظهور الدوله القوميه، كانت الدوله القوميه في الوقت ده لسه حاجه جديده في القرن 19، بس هي بدات تنمو من القرن 14 و15، بس لم تتحول الى ظاهره عالميه. لما تحولت مع الثوره الفرنسيه اواخر القرن 18 وبعد كده تحولاتها المختلفه في اول القرن 19 والحروب النابليونيه والكلام ده، خلاص اصبحت الدوله القوميه الشكل المعتمد للدوله. يعني ايه دوله قوميه؟ ليها حدود سياسيه محدده ومعترف بيها ومعترف بسيادتها داخل هذه الحدود من القوى الكبرى، مش في الامم المتحده ولا منظمات دوليه على مستوى عالمي في الوقت ده، اولها كانت عصبه الامم، بس ده بعدين، ده بعد الحرب العالميه الاولى يعني. انما ده اصبح الشكل هو المعتمد للدوله. فهيجل كان بيقول ده مش بس الشكل المعتمد او اللي انتشر، دي نهايه التاريخ، بيقول التاريخ انتهى مع الدوله القوميه. ليه بقى؟ احنا دلوقتي عارفين، احنا انا بس عايزك تحط نفسك مكان هيجل او من المستمعين لهيجل، مستمعين الكلام ده في وقته في اوائل القرن 19. ممكن هتلاقي الكلام ده فيه قدر كبير من الوجاهه، وبقدم الادله على ده. احنا النهارده طبعا احنا شفنا هي الشكل المستمر للدوله لغايه النهارده، هي دوله قوميه. انا بقول القوميه هنا مالهاش علاقه بالقوميه كايديولوجيا، الدوله القوميه دي حاجه ثانيه، نيشن ستيت مش ناشوناليست او ناشوناليستيك، نيشن ستيت يعني الدوله القوميه، احنا ترجمتها عندنا بالعربي مالناش دعوه. فنيشن ستيت هو ده الشكل المعتمد النهارده. الامم المتحده مش هتعترف بدوله مالهاش حدود سياسيه محدده او مش معترف بسيادتها على هذه الحدود، فمش هتعترف بيها. عشان تعترف بلد بكل هذه الشروط لازم تكون دوله قوميه، بس مش ده الشكل الوحيد للدوله اللي كان موجود ولا اللي لسه هيبقى موجود. ده المرحله التطوريه اللي احنا فيها في الدوله. هيجل شايف ان مرحله الدوله القوميه دي مرحله نهايه التاريخ البشري. ازاي بقى؟ طبعا التاريخ ما انتهاش ولا حاجه، بس هو كان في قدر من الوجاهه برضه. هو بيقول لك ان الدوله القوميه لا يمكن تنتصر عليها لو حاربتها، حتى حاولت تهدمها الا بدوله قوميه. لا يمكن الخروج عليها الا بدوله. لا يمكن الخروج على الدوله. لا يمكن، ممكن اذا مهما تعمل، حتى لو انت وصلت للحكم، عملت تصور وصلت للحكم، برضه هتبقى دوله قوميه. لا يمكن هزيمه الدوله القوميه. على فكره هو التاريخ اثبت ده يعني. انا عايز اقول لكم النبوءات دي نبوءات حقيقيه. انت مش بتتعرض غالبا لنبوءات الفلاسفه، لان انت عندك الاهم نبوءات العلماء، بس خلي بالك مجال العلم الطبيعي بيدرس حته قد كده في المعرفه البشريه والاهتمامات البشريه والهموم البشريه، لكن نبوءات الفلسفه والفلاسفه تستحق كذلك الاهتمام، لان فيها كتير بيطلع صادق بدرجه كبيره. حتى الان هو الشكل المعتمد ولم يتم الغاء هذا الشكل. روسيا حتى اللي هي امبراطوريه معرفه نفسها انها دوله قوميه، روسيا الاتحاديه اقصد يعني، هي احتلت المناطق دي كلها من بعد ما المغول سلطتهم ضعفت، هي كانت ولايه مغوليه، حته من ولايه مغوليه كل روسيا دي.
وبعد كده هي خدت المغول قضوا عليهم الاول دوله الدوله الاولى اليوم روسيا، وبعد كده هم بعد المغول ضعفوا خدوا الدوله دي، فروسيا بتتوسع في المنطقه الثانيه، لكن مش بتقول ان هم مش روس، بتقول ان هم روس وتفرض عليهم اللغه الروسيه ويتعاملوا بالروبل او العمله بتاعتهم ايا كانت، وليهم حقوق المواطنه. يعني يبقى المصري يبقى لو طبق علينا احنا في مصر مثلا في الاحتلال الانجليزي بقى انا ليا حقوق مواطن ايه؟ الانجليزي، ويبقى ليا وان انا ايه اروح مش هروح البرلمان بتاعنا. البرلمان الانجليزي هو اللي بيعبر عني، فهمتوا الفرق؟ فرق كبير، فرق كبير. فروسيا وضعها مختلف، انها امبراطوريه تحولت الى دوله قوميه، ولذلك ليها الشكل العجيب ده الضخم جدا ده. طبعا دي كلها كانت مستعمرات، بس هي تم ضمها للدوله. طبعا ده يعني استراتيجيه مختلفه في الاستعمار، بسبب ان روسيا لم تكن عندها حوائل مائيه، هي كل ده جنبها بريا، فهم لو فرقت بين الدوله ومستعمرتها ده جنبك هيبقى عدو ليك، ما تعملش حد عدو ليك جنبك يعني على حدودك. بريطانيا وفرنسا كانت مستعمراتهم ايه؟ بعيده. حتى لما فرنسا او المانيا حاولوا يحتلوا اوروبا، فرنسا احتلت اوروبا ايام نابليون، نابليون كان بيحكم معظم اوروبا، هتلر كان بيحكم معظم اوروبا، انما المشاريع طبعا تم القضاء عليها بسرعه وفشلت زي ما انتم شفتوا. فلازم مستعمرات تعمل بره، وساعتها ايه؟ انت ما عندكش مانع تقول عنها انها مستعمرات وانا دوله. في فرق بين الاثنين، لان في فرق ايه؟ وغرافي، في فرق طبيعي بينك وبين طبعا ده الفرق اللي ايه؟ الاستراتيجي يعني. طبعا ده كان تطور الدوله. ماركس جه قال انه هيجل مش بس فيلسوف الدوله بالمعنى اللي انا قلته ده، ده فيلسوف الدوله البروسيه. بروسيا ساعتها هي النواه الاساسيه اللي اتعاملت منها المانيا احنا نعرفها النهارده، وهي كانت بتحتل مكان الشرق الشمال الشرقي في المانيا النهارده، ومناطق طبعا اتخذت من المانيا كبيره، اراضي كبيره طبعا اتخذت منها بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه والتطورات الكتير اللي حصلت لها. انما هي كانت السلطه الاساسيه في الوقت ده في وسط الالمان كلهم، كانوا الالمان متوزعين بعد الحروب النابليونيه على دول كتير، وصل عددها 300 موجودين 300 موجودين في نفس الوقت نفس المساحه. فبروسيا قدرت تعمل توحيد قوي بعد كده، وحدت المانيا فيما بعد في سبعينيات، في سنه بين سنه 70 71 في القرن 19. انما هو في الوقت ده كان قبل توحيد المانيا، كان لان هو مازن 31، توحيد المانيا كان 70 71، فهو طبعا كان قبل الكلام ده بكتير. وكانت الدوله البروسيه دوله استبداديه راسماليه، ولذلك هيجل ايد هذا النظام، قال ان الدوله الحكومه لازم تكون مستبد، مفيش حاجه اسمها حكومه ديمقراطيه، الحكومه نفسها انت ديمقراطي انت حر مع نفسك، احنا هنا بس في المليون نشاط مدني ممكن نبقى ديمقراطيين براحتنا عادي، انما الحكومه لا يمكن تكون ديمقراطيه، الحكومه لازم تكون استبداديه. طب ليه يا هيجل؟ علشان تنظيم المجتمع المدني. مين اللي انا لو انا ديمقراطي، ده تفكير هيجل، وانا الحكومه دلوقتي وديمقراطي، طب ما رايكم هيمشي عليا، انا اصلا بنظمكم لان انتم فوضويين. انتم يقول المجتمع المدني ده لما يبدا ان هو يبقى ليه حريته ويتحكم في مصيره يتحول الامر تدريجيا. خلي بالك ده التفكير الجدلي بقى، هو بيقولش المجتمع المدني فوضوي، ما قالش كده، وما قالش انه غير فوضوي منظم، لا ده بيقول لك ان هو مع الوقت هيبقى منظم ومع الوقت هيفقد النظام. مين يرجع له النظام؟ هتلاقي في ناس عايزه تنفصل، في محافظه عايزه تنفصل، في مش عارف ايه. ديمقراطيه بقى لازم الدوله تكون استبداديه، تقول لك لا اعمل كذا زي الاب. طب افرض انها ضربت كده وفي حد ملوش يعني ما كانش ليه في الكلام ده وراح ايه في الرجليه، ممكن يكون عيل صغير بالمناسبه يتضرب في دبابه تنزل في بروسيا تدوس الناس، فما هو هناك كان في ديكتاتوريه يعني، ففي ناس كتير هتروح هدر يعني. هو بيقول لك ده التاريخ، هتروح حضر دي ضرائب البشر بيدفعوها للتاريخ، دي خسائر عمل التاريخ. مش انت يعني تيجي تشتغل في اي مهنه، من الوارد يبقى في مخاطر، من الوارد يبقى في اصابات عمل تعب، بيقول لك هو ده اللي بيحصل، ده الطبيعي، طبيعي ان يبقى في ناس هتروح في رجلين. لكن في النهايه الدوله لازم تكون مستبده، ولازم تكون راسماليه، ولازم تكون على النمط البروسي دوله قوميه. من الاخر هو بيدعم امبراطور بروسيا اللي هو عايش في وقته، فانت كده راجل بتطبل بقى يعني. بس هيجل ما كانش برضه بيطبل، هيجل كان بيتكلم بناء على مذهب يعني مؤسس جدا، مذهب مؤسس جدا في تاريخ الفلسفه، واحد من اكمل واعقد مذاهب الفلسفه يعني، حاجه عظيمه جدا. وزي ما شفنا تنبؤاته بصدد الدوله القوميه لسه عايش لغايه النهارده بعد القرون دي يعني. وشفنا انه تلاميذه هيجل كمان يمكن من خطورته الاساسيه، من اوج خطورته الاساسيه، انه اصبح الفيلسوف اللي انت ايا كان موقعك في العالم. بدا هو من مات سنه 1831 زي ما تقول، بعد هذا التاريخ لا يمكن مهما كنت في اي دوله في اي ثقافه، المهم ان انت فيلسوف، لا يمكن الا انك ترد عليه. فاصبح تاريخ الفلسفه بعد هيجل
ردود على هيكل. المتصورين مدى اهميته بما فيهم ماركس، بما فيهم الوجوديين، بما فيهم براجماتيين، بما فيهم الفلسفه التحليليه. الكلام ده كله، كل ده عباره عن ردود على هيكل. فشفتوا مدى اهميه هذا الرجل عامله ازاي، وكان من كل دول العالم حتى الان. وكان خطوره هذا الرجل كان اكتر ده في تلاميذه. انا كنت بتكلم خطوره مذهبه. ايه خطوره مذهبه؟ مذهبه انتشر في اوروبا، واوروبا كانت هي قمره قياده العالم. عايز اقول يعني الحته اللي قاعد فيها السواق هي اللي بتسوق العالم. حتى امريكا كانت منعزله، لما ما ولسه ما ظهرش معجزتها الاقتصاديه، نصت على نص اقتصاد العالم قرب الحرب العالميه الاولى. دي حاجه طبعا عظيمه، 50% من انتاج العالم كان امريكي. مش لسه وصلوا للمرحله دي. فكانوا اوروبا طبعا كانت هي اللي ايه اللي بتسوق كل ايه العالم يعني، وهي اللي بتنظر العالم، بتعتبرك انت موضوع دراسه. يعني المستشرقين كانوا بيعتبروه موضوع دراسه، مش ناس بتفكر وممكن ترد عليك. وانت دلوقتي انا لو انا بدرس حضرتك، فانت انا كده هغيرك وانا بدرسك، انت هترد عليا. ده المنهج الجامد. انا مش هدرسك زي ما انت قبل ما ادرسك كنت حاجه، وبعد ما بدرسك وبعلن النتائج انت حاجه تانية، وبعد كده انت هترد عليا، فانا هختلف انا كمان، فلا انا ولا انت. فعشان كده قانون الهويه مكسور في المنهج الجدلي. الحاجه مش هي هي، مفيش حاجه بتفضل هي هي. لما تقول لي في الرياضيات س زي س يساوي 2 س، ده مبني على ان س هي س، س دي هي س دي. لكن عند الجدليين بيقول لك ده في الرياضه اه، لكن في الواقع مفيش حاجه عمرها ابدا بتفضل زي ما هي. انت لا تنزل انت لا تنزل النهر الواحده مرتين. عباره هيراقليطس اللي انا قدمت بيه في الاول دي ايه؟ ايقونه ايه؟ عشان اشرح لك ايه المنهج الجدلي. هو في عباره واحده هو مش منهج صعب قوي، لكن محتاج ايه قدر من الدراسه. يعني عايز اقول بس ان هو لما جه ماركس اصطدم بهذه الفكره، واعتبر ان هيجل نفسه عباره عن ايديولوجيا معقده جدا لخدمه الدوله البروسيه. وكان بيدعم الدوله البروسيه علنا، ما كانش الموضوع ده ما كانش يعني ايه من بعيد لبعيد، لا هو كان بالفعل اشهر شخصيه فلسفيه في وقته، وقعد لمده 10 سنين، ودي مده كبيره بالنسبه لتاريخ الفلسفه. كان بيطلع بسرعه في الوقت ده بيدرس في كل، ما فيش استاذ تاريخ من فلسفه هيجل الاساسيه. كل فيلسوف بيبقى عنده نظريه اساسيه، يعني عند كانت نظريه المعرفه، بس هو عنده مذهب في نظريات ثانيه غير المعرفه، لكن النظريه الاساسيه بتاعته المعرفه. كل ما هتتكلم عن حاجه في كانت هتتكلم عن نظريه المعرفه الاول وتبني عليها، وهكذا. عند هيجل فلسفه التاريخ هي النظريه الاساسيه عنده اللي بيبني عليها بقيه نظرياته. فانت تلاقي كل، مفيش استاذ في مدرسه بيدرس التاريخ الا وبيدرس بالمنهج الجدلي بتاع هيجل. ما دي ظاهره، ده انتشار برضه عظيم، وما كانش بيتفرض على الناس ولا حاجه. يعني ماركس كان بيتفرض على الايه؟ المواطنين اللي عايشين ايه؟ في الدول الايه؟ الشيوعيه او اللي تسمي نفسها شيوعيه. انما هيجل لا، ما كانش بيتفرض، بس قعد 10 سنين بس على اي حاجه، كان مشهور ومنتشر بشكل فظيع. فعشان كده الفلاسفه زهقوا منه من كتر تاثيره يعني. طبعا كان اكبر ضربه توجهت لهيجل ان هيجل كان اكبر ثوره روحيه، ثوره روحيه في العصر الحديث كله. كان قبلها، قبل هيجل كان في فكره الماديه الميكانيكيه، العالم عباره عن مكنه، الانسان عباره عن مكنه، الوظائف الفلسفه ده. بعد كده جت الثوره الرومانسيه في الفلسفه، مش في الفن اقصد يعني، لكن هي كانت برضو موجوده في الفن، كان ده تعبير فني عنها. انما هي في اصلها اي حاجه، اي ظاهره انسانيه، نشاط انساني واعي اقصد يعني، بيبقى تعبير عن حاجه موجوده في الفلسفه. كل ده بيتبلور حوالين نواه فلسفيه، النواه الفلسفيه للرومانسيه ان الانسان والكائن الحي مش مكنه، مش عباره عن مكنه، وان الكون كله برضه مش مكنه، حتى الماده ممكن تجد فيها قدر من الحياه والشعور، حتى الماده اقصد يعني الجماد، او ان الانسان لا ما يمكن يكون مادي وبتاع، واحنا عندنا وكان لهم حجج كتير وبتاع. لكن هيجل اول واحد جه بهذا المذهب المعقد واسس الرومانسيه. اللي عايز يتكلم في الرومانسيه في الادب، في الموسيقى، في مش عارف ايه، في الفلسفه، ده وعايز فعلا يبدا من اصولها ينقدها او يعتمدها او ايا كان، لازم يرجع لهيجل. هو اهم فيلسوف رومانسي، اهم يعني ايه فيلسوف مثالي. فيلسوف مؤمن ان الافكار هي الاصل، هي الاصل، والعالم عباره عن تجليات لتلك الافكار. العالم عباره عن تجليات. يقول لك التاريخ بتاعنا ده هو عباره عن صراع بين قوي وضعيف. القوي ليه بيستعمر او بيحتل الضعيف او بتاع؟ احنا ممكن نقول ايه؟ عشان المواد الخام، عشان يفتح اسواق. عايز ماده خام رخيصه من عندك، لازم اسيطر على الدنيا، وبعد كده عايز افتح سوق عندك، وانا هصنعها وهبيعها لمين؟ وانا عندي سوق تشبع خلاص، هبيعها لك انت في الهند. ما الهند بقى هنا كان اكبر سوق تاريخي بالنسبه لبريطانيا. بريطانيا كانت ممكن تعيش على الهند بس، لو بريطانيا ما احتلتش اي حاجه ثانيه، بس مظبطه امورها في الهند بقى تعيش ملك. لكن ما كانش يمكن طبعا السيطره على الهند الا بالسيطره على ايه؟ على جزء كبير من العالم. فاحنا رحنا من مصر نفسها تم احتلالها، علشان يمكن انتم عارفين معلومه طبعا، عشان طريقه التجاره للهند، ومش مهتمين بمصر،
هم عايزين بس يفتح طريق التجاره الهند يفضل مفتوح موجود، لان طبعا في الناحيه الثانيه من العالم وسوق ضخم جدا. ده اللي احنا بنقوله النهارده عن الاستعمار. هيجي يقول لك لا مش ده الاصل، دي الظواهر. هو انا بحتل الهند مش علشان بس ان انا افتح سوق بتاع كلام، ده دافع ممكن موجود ممكن يتقال، بس في دوافع تانية مش بنقولها. فبيقول المواطن الانجليزي مثلا، المواطن عايز اعتراف، عايز اعتراف الهندي ده بسيادته وان احنا كلنا في علاقاتنا البشريه، علاقه حب، علاقه جواز، علاقه صداقه، علاقه زماله، علاقه شوية. مش بتكلم عن علاقات الدم اللي هي المفروض عليك، انا بتكلم عن العلاقات اللي احنا ممكن نقطعها لو احنا عايزين، يعني ممكن نعمل طلاق بالمعنى العام للكلمه. هنا بقى يقول لك كلها مبنيه على مبدا الاعتراف. الانسان ما بيعرفش انسان الا وعايز منه اعتراف، عايز منه اعتراف بيه هو عشان هو يشعر انه موجود. وده كان مبدا طبعا الوجوديين بعد كده، ما هو كل الفلسفات زي ما قلنا بعد هيجل طلعت من هيجل، جم الوجوديين خدوا هذا المبدا وطوروا تطوير كبير عظيم جدا بعد كده في القرن العشرين اخر 19 وبعد كده في القرن العشرين. انا بس عايز اقول لكم ايه النقطه دي عشان مش، انما هو فلسفه موضوع الاعتراف ده عند هيجل ده الاساس في العلاقات البشريه كلها بما فيها الاستعمار. انجلترا اللي بتحتل الهند مش عشان مواد الخام والكلام ده حصل بعد كده، ده بعد ما احتلوها عملوا ده. انت قلت من الاول انا افترض في حاله معينه، حاله افتراضيه، انا دلوقتي عايز احتل الهند زي ما الانجليز عملوا، وعندي جيش وعندي بتاع وعندي شركه الهند الشرقيه اللي كان عندها جيش وكذا وكذا بتاع، كل امكانيات الاستعمار عندي. هيجل يقول لك ايه؟ مش هيكون الدافع الاصيل عندك هو المواد الخام والبتاع، حتى لو انت قلت الكلام ده وحطيته في الاستراتيجيه بتاعتك وبنيت على المشروع كله المواد الخام والسوق التنميه، لا مش هيكون كده. انت عايز اعتراف من ناس ادنى منك علشان تشعر بوجودك انت، لان وجودك دايما، عشان قلت لكم ان قانون الهويه مكسور في المهج الجدلي، قانون الهويه مكسور. ده ينطبق كذلك يا دكتور على الهويه ايه للناس اللي بيحصل لها اضطرابات هويه، ينطبق كذلك على الهويه البشريه. الهويه نفسها عند هيجل عماله بتتطور عماله تتغير، فانت عايز تحتفظ بيها، عايز تقول انا هو البطاقه بتاعتي، مش البطاقه طبعا، عايز اقول ايه البطاقه الشعوريه بتاعتي، فلازم ناس كتير تعترف بيك. يقول لك مثلا الشاعر لما بيشعر، لما بيكتب يعني يكتب شعر وينشر الشعر بتاعه، ليه عايز ينشر الشعر بتاعه؟ لازم ناس تسمعه. المغني لازم ناس تسمعه. القائد العظيم اللي هو المفدى حد صدام حسين ليه بيطلع قدام الناس ويعمل كده وعامل الناس لابس وعامل بتاع؟ ايه الهدف من كل ده؟ يعني يقول دلوقتي انا شاعر، ليه عايز الناس تسمعني؟ علشان الاعتراف. كل اي نشاط بشري هيتم تفسيره بناء على هذه الفكره. فجي لما جه ماركس قال بقى لا المساله مش كده خالص، ده كلام ايديولوجي، ده انت بتقول كده لخدمه الدوله البروسيه. ازاي بقى؟ هنا بقى ماركس تحول الى فيلسوف من فلاسفه الارتياب. عارفين فلسفه الارتياب؟ في فيلسوف فرنسي معروف اسمه بول غيكور، اتكلمنا عنه، كنا بنتكلم عن الايمان وفلسفه الدين عنده ايه المهم، فلسفه الدين عنده هي الاساس يعني. ده مات من فتره قريبه. هو كان شايف ان في ثلاث فلاسفه عندنا هما فلاسفه الارتياب، فرويد وماركس ونيتشه. الثلاثه مشتركين فيه، مشتركين ان هما يقول لك اللي انت شايفه واللي انت معتمده والبناء اللي انت، كل ده حجاب، كل ده مجرد مؤسس لتغطيه على وضع خطير. انت مش هتعمل كده، كل مذهب مهم قوي بتاع هيجل عشان يغطي على حاجه اللي هي مصيبه كبيره، يبقى في مصيبه كبيره بتحصل. مصيبه كبيره اللي هي ايه؟ اللي هي الاستعمار. الاستعمار مش الاستعمار الخارجي بس خارج اوروبا، واستعمار شعبك انت نفسك لما بتفرض عليهم نظام اقتصادي معين، يبقى في تفاوت هائل في الطبقات وكذلك الاستبداد السياسي. فانت لا، ده هنا بنتكلم عن ضحايا بالالاف او مئات الالاف. فهو بيقول ان هيجل ده كله على بعضه مجرد محاوله للتغطيه. طب ازاي؟ يعني ايه الاعتراف والكلام اللي مش عارف ايه ده يبقى تغطيه؟ لان مش الاسباب الحقيقيه للاستعمار هي ان انا اخد اعتراف من الاخرين، وده لا يبرر الكلام. اللي خلاني عايز اعتراف هو وضع اقتصادي. فهمتوا بقى الفكره؟ يعني انا اصلا بقول لك حتى لو انت عايز الاعتراف من الهندي من الصيني من اللي انت رايح تحتله ده ايا كان، موضع بريطانيا انا اقصد، ده انت عايز كده علشان انت محتاج ده علشان وضع اقتصادي معين يخليك انت اقوى، يخليك انت تقدر تفرض شروطك الاقتصاديه، وان انت اصلا في الحقيقه انت محتاج الفلوس ومحتاج النفوذ. ده في الاصل بتاعك كده، انت في اصلك كده مش عايز الاعتراف والكلام ده، مش اصل الانسان الاعتراف ونيل الاعتراف والشعور بالهويه والكلام ده، ده كلام ايه؟ صحيح منطقي ومتسق لكنه مش الحقيقه. الحقيقه دايما لازم تكون سبب. ليه؟ اشمعنى الاقتصاد؟ يعني ممكن حد يقول لك والاقتصاد اشمعنى هو العامل الوحيد عند ماركس؟ اسمع الكلام ده، اقصد يعني على المستوى الشعبي، مستوى الثقافه العامه يعني. لا، ماركس ما قالش ولا ماركسيه بالسذاجه دي انها تقول لك ان الاقتصاد هو العامل الوحيد او ان في عامل وحيد. هي بتقول عنه عباره ماركس يعني المتغير المستقل في معادله التاريخ.
لكن هو المتغير الوحيد المستقل. طيب اشمعنى هو المتغير الوحيد المستقل؟ ما في متغيرات كثيرة وعوامل كثيرة جدا بتحكم في حركة التاريخ، تكوين دولة وانهيارها، الظواهر الكبيرة اللي بنشوفها في التاريخ يعني. لا، يقول لك العامل الاقتصادي هو الوحيد المستقل. يعني ايه مستقل؟ يعني هو ممكن يكون شارط لكنه مش ممكن يكون مشروط، مش ممكن يكون مشروط بحاجة. طب احنا الكلام ده يعني ايه الاثبات ليه؟ يعني هل بنشوف ده في حياتنا؟ والله شوف بنفسك. يعني اقصد الكلام ده ليه واجهة؟ انا مش بقول الكلام ده لازم اقتنع، بقول ان هو فعلا ليه واجهة تفكر فيها ازاي؟ القرارات الاقتصادية، القرارات الاقتصادية لو انت مستثمر وحط فلوسك في اسهم ولا تحطها ولا تشتري بقى عقارات ولا تعمل بيها، ولا هتحطها في بنك ولا تشتري بقى سندات الخزانة الامريكية ولا هتعمل بيها، القرارات الاقتصادية كلها لا مبرر لها الا نفسها، عشان كده هي متغير مستقل ما بيتأثرش فيها عوامل تانية. ازاي؟ لما انا دلوقتي اجي اقول لك انت قدامك تكسب 10,000 جنيه من 1000 جنيه هتقول لا؟ هتقول لا؟ مش هتقول لا، المهم انت هتدور على الوسيله الافضل لده، لكن عمرك ما هتقول لا. فلان الاقتصاد بيتعلق بالرغبات، والفلوس دي هيحقق لها كل رغباتنا، معاك فلوس كتير. لو انت حتى عايز تعمل عمل خيري وانسان كويس جدا جدا وكل حاجه، هتقدر تخلي العالم تعمل عدوى السرطان، لو انت عندك ثروه كبيره جدا. يعني بيحاولوا يلعبوا الدور ده اللي هم ايه؟ الاقتصاديين اللي هم نجوم المجتمع، زي طبعا اشهرهم ايلون ماسك. ده واحد مثلا عايز يلعب الدور، انت لسه في جميع الحالات محتاج فلوس، يعني شرير محتاج فلوس، طيب محتاج فلوس، تنشر اعمال خدمه. فانت لا يؤمن الاقتصاد قراراته لا مبرر لها الا نفسها غير مشروطه، انما طريقه التنفيذ دي مشروطه، ده موضوع ثاني. انما الاقتصاد هنلاقي ان هو المحرك الاساسي طبقا لنظريه ماركس دي. فاعتراف مش اعتراف، احتلال الهند، احتلال الصين، حرب الافيون، مش الكلام ده كله، كل الكلام ده اساسه المنفعه الاقتصاديه، بالضروره هيكون اساس المنفعه الاقتصاديه. وقدم ده من خلال استقراءات ومشاهدات. وبعد كده لما هم ماركس كان مش ماركس بس، المذاهب الاشتراكيه عموما في الوقت ده كانت في حاله نشاط وانقسام تشظ كبير جدا جدا. هي دي كانت مشكلتها. المذاهب الاشتراكيه الاول بدات في اواخر القرن ال 18 بعد ما اصبحت اثار الثوره الصناعيه قائمه يعني في انجلترا بالذات، وبدات تتواجد في فرنسا. فبدات في محاولات اشتراكيه كتيره، زي فوريه في فرنسا، سان سيمون يمكن هو الاشهر في فرنسا. في انجلترا كان روبرت اوين، روبرت اوين حد معروف جدا، ده كان بقرار واحد هيشيل الملك، هيشيل الملكيه او الملكه، ما اعرفش كان ملك ولا ملكه، ممكن يلغي الملكيه ويحولها جمهوريه، بريطانيا اقصد يعني، بريطانيا. نشر مذهبه بشكل كبير جدا، وانتشرت التكوينات السياسيه اللي عملت فيها نقابات حاجه زي كده، وسيطرت على انجلترا تقريبا كلها. وقالوا له اعلن الثوره، حط الكرسي اهو اتفضل بتاع الحكم، هتقعد عليه لغايه اخر عمرك انت، بس ايه كانت انجلترا هتبقى امبراطوريه اشتراكيه، كانت في الوقت ده هتبقى اول امبراطوريه اشتراكيه. لكن هو رفض، الاشتراكيين في انجلترا رفضوا اي تغيير ثوري. ليه؟ قال لك دلوقتي انا لو عملت تغيير ثوري بتاع، شوف اللي بيحصل في فرنسا، هتعدني. انما انا لو انا اصلاحي مهما عملت، بس ايه، محافظ على الملكيه ومحافظ على القانون، اخي اقصى حاجه ممكن تحصل لي ها ايه، اخش السجن يومين واطلع. دي كانت العقوبات في انجلترا. انجلترا كانت بتتعامل مع المعارضه السياسيه بحنان شديد يعني بالنسبه لفرنسا. قارن بفرنسا دوله عنف دائما، دايما هتلاقي فيها عنف، دايما اي تغيير سياسي هتلاقي فيه ضحايا، هتلاقي فيه قتلى. هم كانوا مختلفين عن فرنسا في الحته دي. الاشتراكيين كانوا بيعاملوا الاشتراكيين بالذات معامله كويسه جدا، يعني اقصى حاجه تتعرض، مش ممكن تتعدم، اولا مش ممكن تتعدم، مش ممكن تتسجن فترات طويله زي اللي هو مؤبد، مفيش حاجه زي كده. هتتسجن لك حاجه صغيره اذا كان عليك جريمه هتتسجن بيها او تعاقب بيها، لكن سجين سياسي بسبب ارائك دي حاجه انت ممكن تتعرض لها، ممكن تتعرض ايه لسجن سياسي حاجه زي كده في انجلترا، لكن هتكون حاجه كده بسيطه عامله زي ايه، سجن الاجانب عندنا مثلا اللي كان في موجود ايام الانجليز، حاجه كده ايه حلوه كده تروح تقضي يومين وتروح يعني. فقال لهم ده احنا عايشين وكويسين وبتاع، نعمل ثوره اشتراكيه مش عايزين. فلما يقول لك حد ان مفيش ثوره اشتراكيه حصلت في انجلترا، ده كان بسبب رفض الاشتراكيين لفكره الثوره. يعني هي دي بقى النقطه اللي بدا منها ماركس بقى. فالمذاهب الاشتراكيه انتشرت في وقت ماركس، يعني في على منتصف، بدا ينشط ماركس يعني على منتصف القرن، لما كان هو لسه في العشرينيات من العمر ينشط ده يزدهر. انا قلت لكم هيجي عامل مذهبه امتى؟ لما بقى عنده 37 سنه. وعاده المذاهب الفلسفيه بتتعمل على سن 40، عاده بتبقى سن 40. لكن واحد يعمل ماذا فلسفي هو عنده لسه في العشرينات والكلام ده، انت هنا بتتكلم عن موتسارت الفلسفه، موتسارت في موتسارت اللي هو بدا يالف في سن صغير، الف موسيقى هو لسه ايه طفل صغير كعجوبه كمعجزه يعني. فمن الناحيه دي تحديدا يتشابه جدا مع ماركس. ماركس واحد هتقول لي ديفيد هيوم كان في نفس الوقت وعم قدر يعمل افكار رئيسيه، بس ما عملش مذهب، في فارق كبير، فارق ضخم جدا من ده وده. فعشان كده كان بيقول راسل، يقول ماركس اخر بنات المذاهب العظيمه.
او اخر البناء العظماء للفلسفه للمذاهب. هتلاقي في فلاسفه ممكن اهم بس مش مذاهب، فده الفرق. فنشطت المذاهب الاشتراكيه في غرب اوروبا بالذات في المثقفين والبتاع، فرنسا والمانيا ومش عارف وكذلك انجلترا، بس طبعا انجلترا كانت مفصوله جغرافيا يعني قاره وثقافيه لحد ما. فماركس كان من ضمن اللي بيشاركوا وهو لسه في عشرينات في الوسط ده في اربعينيات القرن ال 19، وكان حصل تشظي المذاهب الاشتراكيه. فبالتالي مفيش واحده منهم تقدر تعمل حاجه، لا اصلاح ولا ثوره ولا حاجه، انتوا انقسمتوا انقسموا بتاع 100 حزب و100 مذهب. فماركس قال احنا نعمل ايه؟ نلم بقى العيال دي كلها، نلم بقى ايه الاحزاب والتشظي ده كله ونعمل لنا حاجه واحده قويه. نعمل ده ازاي؟ راح قال لهم، راح قدم نفسه هو انجلز. انجلز كان في الوقت ده لسه مش معروف هو كمان، بس هو ماركس بدا يتعرف بقى بشده، بقى نجم بقى ازاي بقى. قال لهم اولا انا بقدم مذهب مش مشروع اصلاح اقتصادي. دي كانت كلمه اول مره تتقال في التاريخ، انا بقدم مذهب في الاقتصاد، مش بس في الاقتصاد، مذهب يقوم على الاقتصاد، مذهب اشتراكي لكنه يفسر الحياه حوالينا كلها، مش بس مشروع اصلاح اقتصاد. كل الاسماء العظيمه اللي انا قلتها في الاشتراكيه دول وكتير منهم دول مشروعات اصلاح اقتصادي بس، مش بيفسر لك الكون والطبيعه وما بعد الطبيعه والماده والحركه والحاجات دي كلها خالص. لكن ماركس حول الاشتراكيه لمذهب فلسفي لطريقه للتفكير وتفسير العالم. الاشتراكيه اصبحت طريقه تفكير لاول مره، وقال لهم الكلام ده مثبت بمشاهدات علميه، وانا لم اكتب حرفا، هو قال كده نص، انا لم اكتب حرفا الا وله مشاهدات تجريبيه علميه. هو بيعتمد على مشاهدات تجريبيه ومعادلات وكلام من ده، ودي كان اول مره الفلسفه تتعمل بالشكل ده، معادلات وبتاع، يعني تخش تقرا كتاب تلاقي معادلات اقتصاديه كده، كان دي حاجه جديده. لكن انا عايز اقول ان هو اشتهر وراح يكسر بقى الدنيا زي ما بيقولوا كنجم، وبدا الناس تهتم بالافكار دي. اولا مذهب، ثانيا اصل خلي بالك مذهب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو عملت ثوره اشتراكيه صعب ترجع. ازاي؟ دلوقتي لو انا عندي مشروع اقتصادي بس ما عنديش مذهب، ممكن ياثر عليا رجل دين، حد في الاعلام، حد بتاع، المشروع ينعكس او المشروع ما يتمش، صح؟ هو بقى بيقدم لك كل حاجه انت عايزها، هتسال اسئله في الدين وهيجاوب لك، اسئله في المعرفه هيجاوب لك، في المنهج العلمي هيجاوب لك، في الفلسفه طبعا اللي كان فيها هيجاوب، في الطبيعه هيجاوب، في كل حاجه هيجاوب، فانت ما انتش محتاج رجل دين ولا اعلام ولا بتاع، ولا مش محتاج حد غيري. فهمتوا الفكره؟ واشتهر على كده وفضل كده. وبعدين لما بدا يشتهر راح السلطات ايه؟ ما هو المانيا في الوقت ده تلاميذ هيجل دول اغلبهم، ده ماركس رفض يتعين في الجامعه عشان عارف انه هيطرد، وقال انا هشتغل في الصحافه والسياسه، عارف انه هيطرد. ليه؟ لان اساتذته كلهم اغلبهم يعني اليسار الهيجلي ده كله اغلبه يعني فويرباخ وماكس شتيرنر وديفيد شتراوس وبغونو باور وادجار باور، دول اشتراكيين الاثنين مفكرين اشتراكيين، بغونو باور وادجار باور وناس كتير يعني، كل دول اغلبهم كانوا بيدرسوا في الجامعه، لان فلسفه المانيا زي عندنا كده لازم يبقى ايه؟ حد في الجامعه، مش للثقافه العامه، في فرنسا ممكن فيها ثقافه عامه. اغلبهم يتقاطع مرتبه، يتنقل للاقاليم زي عندنا كده، يا اما اتطرد من الجامعه، يا اما داخل السجن، يا اما اتمنع كتبه. فقال لك انا ما هيحصل معايا، انا بقى ابقى حر ولا مش عارف ايه بتاعه واعيش ايه الحياه اللي انا، هو كان حد مستقل جدا، بيقول لك في العشرينيات عامل مذهب، في عشرينياته من العمر، ودي حاجه خطيره جدا، انا لم ارى زيها يعني. فواضح ان هو كان شخصيه نابهه ونابغه، وبغض النظر تقتنع او لا برايه، انما هو قدر ياثر. هقول لكم المشكله بقى حصلت امتى؟ لما هم بداوا يعني تنبهوا ليه يطردوه بقى ايه السياسه بتطرده يعني، والبوليس السياسي والامسيز اللي كان عندنا كده. فهرب راح فرنسا، من المانيا راح فرنسا، قعد سنتين بس طردوه برضه. فراح انجلترا وقال لك هو انجلترا تتعامل كويس مع الاشتراكيين، اروح انا هناك برغم انها قلعه الراسماليه. هو كان شايف ان الثوره الاشتراكيه هتحصل ايه؟ في انجلترا والدول الراسماليه الصناعيه، لان فيها عمال. اصل هتقول لي دوله زي الصين او روسيا ما كانش فيها عمال اصلا، دول معظمهم فلاحين، 90% من اقتصاد روسيا حدود ما اعلم واذكر يعني كان زراعي قبل الثوره البلشفيه، سماها ثوره شيوعيه، سماها ثوره روسيه، احنا بنسميها الثوره الروسيه لان كان فيها اجنحه مختلفه. سنة 17 الكلام ده بعدين قرب الحرب العالمية الأولى أو بعدها أو أثناءها يعني. طيب وكان لما راح بقى انجلترا استقر هناك ومع انجلز والقصة دي، ممكن تلاقي حد بيقول لك، أنا عايز بس أقول لك إن في ناس كتير مش فاهمة، بس مش ده المهم، أنا عايزك أنت تبقى عارف إيه الأصل اللي جه منه الكلام ده. يقول لك إيه؟ يقول لك من المفارقات أن من أنفق على الشيوعية كان انجلز اللي هو أبوه عنده مصانع غزل ونسيج قد كده، وغزل ونسيج ده بيبيعوها في الهند، بياخدوا الصوف ده من بيبيعوه في الهند، فده ده مستغل، ده مستعمر.
اصل الاستعمار في المركزيه هو مش مرحله مختلفه عن الراسماليه، ده جزء من الراسماليه، جزء اساسي. وعلى فكره ده حقيقي، ده تاريخيا حقيقي، مفيش دوله صناعيه تبقى غير مستعمره. انت في مصر ما قدرتش تعمل استعمار، حاولت تعمل ايام محمد علي وخديوي اسماعيل هو اللي اتجه لافريقيا وكان بيفكر فعلا تفكير صح، لان محمد علي كان طالع فين؟ للامبراطوريه، يعني عايز يبقى هو الامبراطور. طبعا اوروبا مش هتسمح لك بعد اللي انت عملته في مصر، لدرجه مصر بتروح تحتل اليونان، تحتلين اوروبا. مصر احتلت اوروبا في 5-6 سنين، عملنا اقوى جيش في العالم في 5-6 سنين، وعندنا اسطول، دمر الاسطول، عملنا اسطول تاني وكان قوه فظيعه. فده لان محدش هيسمح لك ان انت تعيش اصلا، زي نابليون بونابرت كده قالوا احنا 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 غلطنا ان احنا سيبناه يعيش، فهو ده. فده لكن خديوي اسماعيل كان بيفكر تفكير صح، بغض النظر تفكير غير اخلاقي طبعا انا معاك، لكن برجماتيه كان صح. هو شاف الاستعمار اللي يكون في افريقيا مش العثماني، لا ده انا ابقى نائب السلطان العثماني. خديوي اسماعيل كان نائب السلطان العثماني، يعني السلطان العثماني لو مات ولا عيه وبتاع هيبقى هو الامبراطور مكانه بالنيابه، ده منصب هايل على مستوى الامبراطور، ده انا معايا امبراطور بيدعمني، اروح بقى نحتل افريقيا. فقالوا لازم نقضي على المشروع ده ونحتل مصر قبل ما مصر تحتل افريقيا، ده هم هي احسن مننا في الاستعمار لان هم اقرب للافارقه وقريبين من لون الافارقه، مش محتاجين يعضوا بحر ويبقى عندهم اسطول. ده انت هتمشي كده بالحصينه بتاعتك بتاعه تحتل دول وتعمل دول. وعملنا ده، الهزيمه طبعا كانت في اثيوبيا، الحملتين الجامدين في اثيوبيا تعبنا فيهم جدا، وده اللي قدر الثوره الغربيه في مصر. وبعد كده طبعا ظروف تهيئت للاحتلال الانجليزي، انما هو اللي كان عنده مشروع استعمار. لا يمكن تبقى دوله راسماليه صناعيه من غير ما تكون مستعمره على الاقل في البدايه. طبعا في دول انا عارف النهارده قدرت ان هي تطور اقتصادها زي الصين زي كوريا الجنوبيه غير ما يكون مستعمر، بس دي انت بتتكلم هنا اولا الصين حاجه مختلفه، دوله مختلفه عندها مواد خام وسوق جاهز عندها. كوريا الجنوبيه هتلاقيها الدول الديمقراطيه في العالم النهارده اللي هي راسماليه دايما هتلاقيها اما دول استعماريه كبيره كبرى زي امريكا نفسها، امريكا دوله استعماريه كبيره برضه، انجلترا، فرنسا، المانيا وهكذا، يا اما هتلاقيها مدعومه من نظام استعماري قوي جدا زي كوريا الجنوبيه. لازم هتلاقي حاجه زي كده، ما لن تجد دوله راسماليه ديمقراطيه الا اذا كانت متفوقه على مستوى العالم او مدعومه لسبب او لاخر من قوه كبيره على مستوى العالم. دي لن تجد ديمقراطيه في دوله ضعيفه وبتاع، وتكون ديمقراطيه عريقه وديمقراطيه حقيقيه وتكون دوله راسماليه منتجه قويه، ده مستحيل، ده مستحيل. فهي فيه تشابك ديمقراطيه، راسماليه، استعمار، دوله قوميه. دول الاربعه دول لازم يكونوا موجودين مع بعض في نفس المرحله. ما حصلش ان احنا شفنا التاريخ بيختلف عن ده. لكن هل ممكن نستنتج؟ هو ماركس بيقول ان احنا عن طريق حركه التاريخ ماشي ازاي؟ الايقاع بتاعه، انا اشوف حد ماشي وبعدين ايه؟ انا شفت لغايه هنا بس، طب هيكمل ازاي؟ هيكمل غالبا بنفس الايقاع. طب هل في حاجه هتحصل؟ انا اقدر اتنبأ ان في حد تاني يخش كده. فهمتوا ازاي المساله بتتم؟ عن طريق ان انا اعرف نمط الحركه، ايقاع التاريخ، ايقاع الزمن، اقدر اتنبأ بالنهايه اللي وصلها والمراحل اللي وصلها. فهو قسم الدنيا كده. لما جه بقى بعد كده ميزه هيجل كانت انه قدر يعمل فلسفه تربط الانسانيات بالطبيعه. كل الفلسفه قبل هيجل، انا بتكلم عن هيجل، في فلسفه التطور عند هيجل اللي هي الديالكتيك برضه، بس الديالكتيك عند هيجل مثال يقول افكار اذا الاعتراف والكلام ده هي مؤثر على التاريخ. ماركس مادي، مادي بمعنى اقتصادي، مش بمعنى ده بس، هي لها علاقه بده. بس انا عايز بس ايه، في فرق بين الماديه الكلاسيكيه اللي هي عباره عن ده، الماديه دي، والماديه الجدليه عند ماركس. الماديه الجدليه هي المذهب المادي المعتمد النهارده، ولولا ان ماركس عمل الماديه الجدليه كان الفكر المادي انهار على ايدين هيجل. نشوف ده 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 وحش فلسفي، هيجل ده وحش فلسفي، كان ده قرب ان هو يلتهم فعلا النظره الميكانيكيه والنظره الماديه. وهي دي الايديولوجيات اللي كانت بتدعم العلماء وتدافع عن العلماء، وهي دي كانت بعض العلماء وكتير من العلماء فعلا، بغض النظر صح ولا غلط الماديه والميكانيكيه والكلام. الميكانيكيه اللي هي زي ما قلنا الكون عباره عن ماشين، انا عباره عن ماشين من ايام نيوتن وبداوا يفكروا كده خلص 17. طيب فلولا ماركس كان غرقت الكلام، كنا نسينا الماديه وما كانش هيبقى عندنا النظره الماديه. الماديه الجدليه بنتكلم هنا عن اوضاع اقتصاديه واجتماعيه، هي اللي بتعمل هنا عندنا ماده وفي نفس الوقت فيها فكره، ماده مفكره، لان في عنصر بشري، في بني ادم بيشتغل في الاقتصاد ده والكلام ده، مش مجرد ماده. الاقتصاد هو عمليه تفاعل العقل البشري مع الماده. فيقول لك دي ماده خام، هي اصلا في حقيقتها مش الحديد مثلا، خام الحديد هو في اصله مش خام، هو ماده موجوده من ضمن المواد، اكسيد حديد، حديد متاكسد اللي هو لونه احمر ده كل ما هناك. لكن انت قلت عليه ماده خام واصبحنا نفهمه كماده خام لما قدرت ان انت تسيحه وتقدر تتحكم فيه. بعد عصر الحديد حوالي 1000 سنه قبل الميلاد
اللي هي انهارت فيها الايه الدوله المصريه القديمه والامبراطوريات القديمه العصور القديمه انهارت بعد اكتشاف ادم ادريس السياح والحديد. ظهرت بقى ايه الدول المفترسه زي اليونان تظهر بقى قوه صغيره كده تظهر وتبقى قويه لان يعني قدرت تستعمل الماده الخام وقدرت انها تطور ايه بخامات جديده. لان قبل كده كان البرونز كان سبيكه فيها نحاس على مش عارف ايه كده اللي هو البرونز العصر البرونزي فده كان السائد قبلها. و طبعا ماركس عنده نظريه تربط كل ده ببعض. انما عايز اقول ان لما تلاقي حد يقول لك من المفارقات ان اللي انفق على الماركسيه والاشتراكيه كان راسماليين المنهج الجدلي بيقول لك ان ده اللي هيحصل بالضروره مش ان ده حصل على سبيل الطرفه على سبيل النكته على سبيل الصدفه. لا المنهج الجدلي بيتنبأ ان ده اللي هيحصل ان الراسماليه هي اللي هتصرف على الاشتراكيه. طب والاشتراكيه هتصرف على الشيوعيه مش هتصرف يعني بمعنى بس الصرف المادي لا ده لان لو الراسماليه هيبقى في اشتراكيه اشتراكيه ما فيش مالهاش معنى. طب لو الاشتراكيه في شيوعيه في فرق بين الاشتراكيه والشيوعيه فرق كبير. الدوله مثلا زي الاتحاد السوفيتي دي اسمها دوله شيوعيه. الصين مثلا كان اسمها دوله شيوعيه واسمها حتى الان دوله شيوعيه استعمار دوله ما فيش واحده فيهم كانت شيوعيه. انتوا عارفين ده شيوعيه يعني ما فيش ملكيه خاصه خالص وما فيش حكومه ما فيش دوله ما فيش حكومه. هو بيقول لك ان دي هتبقى نهايه التاريخ الدوله عند هيجل هي نهاية التاريخ انما نهاية الدولة عند ماركس هي نهاية التاريخ مش هيبقى فيها اصلا دولة قومية ولا امبراطورية ولا حاجة. ده طبعا في مرحلة متقدمة جدا جدا من التاريخ متقدمة تكنولوجيا. كتير من العلماء النهاردة المعتبرة اسمائهم بيؤكدوا او بيتوقعوا ان دي بالفعل هتبقى المرحلة البعيدة جدا في التاريخ. هنوصل لمرحلة اسمها مجتمعات ما بعد الندرة بوست سكيرستي كوميونيتيز حتى ما قالكش دول ما بعد دول علماء في العلوم الطبيعية بيقولوا ان العلم الطبيعي عنده القدره انه يوفر لك كل حاجه عن طريق الهندسه الجزيئيه. انا مثلا عايز اكل دلوقتي سلطه الطماطم بالخس اي حاجه دلوقتي اعملها لك دلوقتي ومع عمرو دايس على زرارته يعملها لي عن طريق الهندسه مش هندسه الجزيئيه بتاعت الجزيئات اللي هي في علوم الاحياء اقصد هندسه انك تعمل حتى انسان الي على مستوى جزيئي اللي هي النانو تكنولوجيا النانو. فعن طريق اقدر ان احول ماده لماده ثانيه من غير ما اعمل تحويل عناصر احول عناصر لازم فعل نووي. انما انا ممكن عن طريق اقدر اعمل الماده الذكيه اللي تقدر تتشكل وتتحرك لوحدها تبقى حيه ماده حيه بس انا طبعا برمجها. فالعلم عنده قدره يعمل كده واكتر من كده. النهارده عملوا مواتير على مستوى النانو مواتير مطور ما يتشافش بميكروسكوب حاجه كده جزيئي كده على مستوى جزيئات. في مستوى الجزيئات ده قد ايه؟ يعني حاجه اصغر من الخليه اصغر من الخليه عندك بكتير اصغر منها بكتير. يعني الخليه مش هتشوف الجزيئات الخليه بتشوف خليه مش هتشوف الجزيئات. فده طبعا انت بتتكلم هنا فالعلماء بيعتقدوا دي مرحله نهايه العلم فعلا لما بوست سكيرستي يعني مفيش حاجه نادره. انا عايز ذهب يجي لي ذهب عايز هواء نظيف نقي يجي لي هواء نقي ادوس بس راح يطلع لي. فاحنا محتاجين نطور ده وهنبقى كده نعمل كل حاجه وايه ومش محتاجين اي حاجه خالص. هنا طبعا انا مش محتاج حاجه ومحدش مني محتاج مني حاجه ولا انا خايف ولا حد خايف مني يبقى مفيش دوله. مش محتاجين دوله ما انا لا خايف ولا عايز انا مش عايز حاجه ولا خايف من حاجه. محتاج دوله محتاج اي نظام مش محتاج اي حاجه خلاص. فكده خلاص المساله خلصت كده مفيش دوله. فالدوله لما انت تكون محتاج النظام ده الايه الحد الادنى عشان يبقى عندك ايه دوله. فطبعا يعني عايز اقول لك نظره ماركس البعيده دي النظره ليها اصل في المساله يعني والعلماء النهارده بيعتقدوا كده. وطبعا ماركس قلت لكم ان هو انقذ الفكر المادي والتفكير الميكانيكي. هي كانت الازمه فين؟ ان هو ماركس زي ما قلنا شاف ان هيجل ودي طبعا كلنا شفناها مش ماركس شاف ده ان هيجل قدر يقدم مذهب فلسفي يربط بين الانسانيات والطبيعيات والاثنين دول كانوا منفصلين قبل. يعني يعني ان الانسان مرحله في سلسله من ضمنها الطبيعه الطبيعه طبيعه كلها دي عند هيجل مرحله والانسان بالعالم الانساني بتاعه العالم الانساني في حاجات غير ماديه العلوم والثقافه والفنون والكلام ده كلها في حاجات كتير منها غير ماديه بس هي بتشكل العالم الانساني عند الفلاسفه المثاليين الافكار ليها وجود مهم زيها زي وجود الاشياء الماديه بس مش موجود زي الاشياء الماديه طبعا اللي بقى يخرف يعني والافكار هامه كتير جدا لدرجه انها تعتبر كانها موجوده كانها فاعل موجود. طيب انما لما جه ماركس ما عرفش يربط بين الاثنين دول في فلسفه ماديه. هيجل بيقول لك ان الطبيعه مرحله من مراحل تجلي الفكره تجلي المطلق. ده كلام هيطول شرحه بس انا عايز اقول لك ان هو مش كلام خرافي ده كلام محتاج شرح بس ده كله هنالك. والانسان بكل عالمه ده مرحله متقدمه اكتر وبعد كده تيجي مرحله الدوله اللي هي مرحله نهائيه.
طبعا المراحل دي في مراحل بينها وبين بعضها يعني. طيب هيجل قدر يعمل ده. طيب لكن انا كماركس بقدم فكره ماديه ازاي اعمل الزربط بين الانسان والجماد والجمادات، اعمل ده ازاي؟ انا عايز اعمل مذهب، مش هينفع مذهب من غير ما اعمل الربط ده، يبقى مذهب اسمه مذهب غير ملتئم يسموه كده، مذهب ناقص، وده ملوش لازمه قوي، لان المذهب قيمته الاساسيه انه متعامد على بعضه، يعني ايه بيرتكن كل جزء فيه الى الاجزاء الاخرى في حاله تماسك باستقلال، مش محتاج مذهب تاني حواليه، ده مذهب ملتئم. المذهب الملتئم في الفلسفه مش محتاج مذهب تاني، فماركس عمل ايه؟ هذا المذهب دي كثير. فانا لازم يبقى عندي رابط بين الطبيعه والانسان. اعمل ده ازاي؟ اعمل ده قاعد يفكر، وبعدين راح سمعوا بقى ايه في الخمسينيات عن ايه؟ ماركس كان الكلام ده في الاربعينيات، اواخر الاربعينيات، منتصف واخر الاربعينيات ماشي. فعلى 59 سنه 1859 سمعوا عن ايه؟ عن القنبله اللي جايه من انجلترا. قال لك واحد اسمه داروين عالم كبير وليه شغل وبتاع مش عارف ايه، والعيله بتاعته كلها كانت كده شغاله في التطور على فكره، كان ابوه مثلا كان ليه نظريه التطور، ابو داروين نفسه يعني الموضوع كده. وراح ايه بيقول لك عمل مشاهدات وبتاع وعينات وبتاع وكلام من ده، ويقول لك كانت الحياه بتتطور بتتغير. فدي بالنسبه لماركس والماركسيين، ما كانش في ماركسيين كتير قبلها في الوقت ده، قلت لكم اصبحت الماركسيه فيها ماركسيه يعني فيها ماركسيين بعد وفاه ماركس، لكن ماركس نفسه ما كانش في ليش هذه الشعبيه في وقته يعني، انما هو كان معروف جدا، كان هو اللي كتب البيان الشيوعي الدوليه الشيوعيه، اختارته هو وانجلز عشان يكتبوا البيان الشيوعي ده سنه 48، يعني هو كان عنده فوق ده كام؟ 28 سنه. انت شوف مهما كنت، شوف انت عندك 28 سنه كنت بتعمل ايه يعني؟ كنت تتفرج على التلفزيون ومعاك كيس شيبسي قد كده وقاعد قاعده مش تمام يعني، ده اقصى حاجه يعني متخيل. انما ده كان بيعمل ايه؟ بيغير التاريخ وقاعد في المكتب. خلي بالك في دول بعد كده قامت وقعت بسبب افكاره دي لما جت، لكن في الوقت ده كان هو محتاج الحلقه المفقوده. انا عايز اربط بين الانسان والطبيعه، انا لازماني الحكايه لازم ايه اشوف لها حل، اخترع لها حل ازاي، ليها حل ازاي، ولازم يكون حل علمي، اعمل ده ازاي؟ فسمعوا عن القصه دي بقى، كان قنبله اللي عمله داروين ده كان قنبله علميه. ليه؟ في ناس كتير قالت كلام تطور زي ده، اللي قلت لكم تطور تاريخه كبير قوي، قلت لكم من ايام طليس قبل القرن السادس قبل الميلاد، لكن كان في القرن 19 كل في نظريه تطور كتيره جدا، انما داروين هو الوحيد اللي بالمشاهدات هو ما اثبتش نظريته صح، هو اثبت ان الباقي غلط، ده المنهج العلمي. وعلشان كده يقال ان المنهج العلمي ظهر بدأ بداية مظلمة. يعني ايه؟ يقولوا كده في اوروبا دلوقتي. اوروبا يعني ايه؟ لأنه بدأ مع مين؟ المنهج العلمي؟ مع الحسن بن الهيثم لما كان مسجون في سجن الحاكم بأمر الله، هو جه يعمل السد زي حاجة زي السد العالي كده، وبعدين قال أنتم ما عندكوش الإمكانيات في مصر إنكم تعملوا سد زي ده برغم أهميته، مش هنعرف نعمله بسبب صعوبات هندسية، ما احناش قادرين عليها دلوقتي. فالحاكم بأمر الله سجن، كان راجل مجنون يعني هو، فما اعرفش. المهم قاعد في السجن، وقاعد في السجن قاعد يلاحظ الظلال وبتاع، فقال الظلال دليل على ان كل النظريات اللي بتقول ان الضوء ينحني غلط، تقول لي ما كنتش يبقى ليه ظلال، صح كده؟ يعني انت ظلك ممكن يبقى جوه الاوضه؟ ما تردوا عليا، ده سؤال بدهي. انت ظلك ممكن يبقى ورا الشقه؟ ظلك طبعا لا، يبقى معنى كده ان الضوء يسير في خطوط مستقيمه. كل اي ما هو ده انت عندك هنا ايه؟ يا ينحني يا يستقيم، فمعنى انه لا يمكن ينحني، لا يمكن. هو طبعا احنا عرفنا بعد انه ممكن ينحني، بس امتى؟ حوالين النجوم الكتل الضخمه الكبيره في الفيزياء بقى النسبيه، لما تيجي تعمل كميات كبيره جدا، الكميات النسبيه ريلاتيفيستك كوانتيتيز او حاجات زي كده. طيب و لما عايز اقول بس ان هو المنهج العلمي في مساله التطور دي بالذات، يجي حد يقول لك بس التطور مش ثابت، انا بلاقي ناس بتتكلم بسذاجه كده، وهو مدرسين المفروض هم في كليات علميه علوم وطب وكده، فقد يكون بس ناس كتير بصراحه وناس كتير جدا ما تاخذونيش يعني، فانا ايه؟ يعني اندهش لدرجه ان انا مش عارف اشرح له، اشرح له حاجات كتير قوي. المنهج العلمي لا يستعمل للاثبات، يستعمل للتكذيب. عشان كده هو قائم على القابليه للتكذيب، لو حاجه غير قابله للتكذيب يبقى ما اعرفش ادرسها دراسه علميه. ممكن تكون موجود، ممكن تبقى مهم، بس انا ما اعرفش دراسه تنطبق على مجلس ما انطبقش على مجلس. فاحنا عن طريق شغل بتاع داروين ده ووضح ان غيره لا يمكن يكون صح. مساله توارث الصفات المكتسبه، يعني نجيب قطه او فار نقطع له ديله، هو ديله مش اصلا مش مقطوعه يعني مش صفه وراثيه، وبعدين اخليه يخلف فيطلع ولاده ديله مقطوع، عمرنا ما بنشوف حاجه زي كده. فدي كانت نظريه موجوده، نظريه لامارك،
وطبعا توضح اتضح انها غلط. هي مش غلط كلها، في حاجات من لامارك صح واستفيد بها بعد كده في النظريه التركيبيه، انما طبعا ان ده يكون تطور الصفات المكتسبه هو السبب في تطور التنوع الحيوي، داروين اثبت ان الكلام ده يكون صحيح. فنظريه التطور والتطور كله مش ثابت علميا، اللي يقول لك انه ثابت علميا ده هو اما شايف ان انت ما انتش فاهم، اما هو نفسه مش فاهم، اما هو بيتكلم مجازا كده يعني مش بيتكلم بجد. يعني هو في العلم مفيش حاجه ثابته، لكن في حاجات كاذبه، في حاجات مزيفه. العلم بيثبت لك مش بيثبت لك انه ان في صدق في كلام العالم، لو بيثبت ان فيه كذب في غيره اللي قدموا حاجات مناقضه لي وغيره، هم عباراتهم العبارات كاذبه، لان انا اقدر عن طريق التجربه اكذبها، انا ما اقدرش عن طريق مليون تجربه ان انا اثبت حقيقه واحده. ليه؟ دي حاجه في قضيه السببيه، ان انا مثلا ايه لو انا عملت بنفس القوه عملت القلم كده هتفتح كل مره، او لو عملت كده مليون مره هيحصل كده صح؟ لا ما مش كده في الحقيقه، مش كده. انا ما عنديش اي دليل تجريبي من العلم نفسه ان لما اعمله كده بنفس القوه نفس الظروف هيحصل كده. مش ممكن يكون في عامل انا مش شايفه، حاجه غير منظوره، في حاجات تتعلق بالضغط بالجاذبيه بالارتفاع بالقوات، حاجات كتير قوي. ضغط دمك هيختلف لو انت طلعت قمه جبل في اسانسير مثلا، يعني ما بذلتش جهد اقصد، وطبعا لو بذلت جهد هيزيد يعني، لكن ممكن يختلف على بسبب اختلاف الضغط الجوي في كام الف متر على سطح البحر، حاجات زي كده. في عوامل احنا ما نقدرش نعرفها، وبالتالي احنا ما نقدرش نتنبا باي شيء انه هيحصل فعلا ما لم نكن مؤمنين بايمان ديني. بس انا بتكلم في العلم، ما عندكش اي دليل تجريبي من العلم يثبت لك ان اي حاجه هتحصل بشكل حتمي. ولكن واللي يعني اللي عنده دليل يقول لنا، لكن ما حدش جاب دليل. فبالتالي حلها ايه فلسفه العلم؟ ان احنا لازم نصدق، لازم نصدق بعمليه ايمان، قفزه ايمانيه علشان التكنولوجيا. لو ما صدقناش ان كذا هيحصل حتما مش هنقدر نعمل تكنولوجيا. هتعمل تكنولوجيا ازاي؟ التكنولوجيا انت بتعملها عشان هتعمل حاجات هتترتب عليها نتائج حتميه، هتعمل صاروخ مش عارف قوه كذا ومش عارف كده عشان يضرب في منطقه يفجر تفجير معين بنطاق معين بقوه معينه بسرعه، بتحسب الحاجات دي مع بعضها. لكن لو ما فيش نتائج حتميه، طب انا مش عارف احسب اي حاجه ولا اصغر حاجه فمش هعمل حاجه. فعشان كده احنا بنصدق ان ايه؟ ان كل حاجه حتما هتحصل علميا، لكن علميا الكلام ده غير صحيح. لكن علميا من الصحيح ان غيري اللي بيقول كلام غلط، اللي بيقول كلام غير اللي انا بقوله او عكسه كاذب غلط. ده العلم يقدر يثبت لك دي، لكن مفيش حاجه تانيه تقدر تثبت ده. يعني مفيش اي منهج تاني غير المنهج العلمي التجريبي يثبت ان كلامك حتما وبالضروره وبالضروره بعد المشاهدات كاذب، ولا يمكن يكون يحصل ابدا ابدا ابدا. لا يمكن يحصل. طالما احنا بنتكلم في نفس الظروف، العلم يقدر يقول كده. مفيش حاجه تانيه غير العلم يقدر يقول كده، بس وجه العجز عند العلم ما يقدرش يقول لك ايه؟ اللي هيحصل في المستقبل. طيب انا بقول معلومه دي لان انت تتعرض بعد كده للحتميه التاريخيه. ده فيما يتعلق بالتطور، لكن ماركس لما سمع عن القصه دي، سيبك من الحتميه التاريخيه خليها بعدين، لكن ماركس لما سمع عن القصه دي فطبعا اهتم بشدة، وبعت لداروين، وهم كانوا عارفين بعض، كانوا يعرفوا بعض عن طريق الرسالات. هم على اي حال كانوا في نفس البلد، بس ما اعرفش هم اتقابلوا فعلا ولا لا. ومن الشائع ومن الشهير يقول لك ان داروين رفض اهداء راس المال بقلم ماركس، يعني الجزء الثاني من راس المال. يقال يا ده كلام بيتقال، انا هقول لك حقيقه الكلام ده، انه اهداه الى داروين وداروين رفض، قال له لا معلش مش عايز. فدي حاجه بيستعملوها اللي على مستوى برضه الثقافه الشعبيه والثقافه العام، يعني يقول لك اللي هم ايه الناس اللي واخدين موقف من اليسار واخدين موقف من الشيوعيه والكلام، بيقول لك ايه عاده بيقول من الجانب اليمين الديني، عاده لما يبقى حد ضد الماركسيه بالشكل ده بيكيد للماركسيه، ده كلام كيد هقول لك ازاي، بيبقى عاده من ايه من المعسكر الديني، يا اخوان يا اما اي معسكر ديني، من المعسكر الديني مش اخوان بس يعني اي حاجه ثانيه، او كان في الاخوان او حاجه زي كده لسه متاثر بيهم حاجه زي كده. فيقول لك ايه؟ يقول لك ده داروين رفض، شوف داروين رفض راس المال، رفض الشيوعيه، هو رفض الشيوعيه ولا حاجه، هو قال لماركس شكرا بس، ده الموجود في الرساله. خطاب بسنه 1880 مورخ يعني بالتاريخ ده، وقال له ماركس قال له انا عايز اهديك الجزء الثاني من راس المال، فداروين رد عليه قال له شكرا. فانت شكرا دي معناها ان انا مش عايز، عندنا معناها كده ممكن يقول لك تشرب شاي ولا لا شكرا، ما هي معناها لا شكرا اني مش عايز، لكن عند الاجانب مش معناها اني مش عايز، شكرا معناها ان حصل فعلا وانا بشكرك، انت اهديتولي فعلا وانا بشكرك، انت عملت لي الشاي وانا بشكرك، معناها كده لما تقول شكرا. وما بتقولهاش غير بعد ما يحصل بعد ما انت تقدم لي الحاجه دي، او بعد ما احصل على هذه الخدمه يعني. فده بس الموجود، وده كلام محقق وفي ابحاث مهمه اتعملت حول الموضوع، وده كلام طبعا فارغ، يقول لك داروين رفض وبتاع ده مش كلام حقيقي. لا هو كل واحد فيهم مهتم بالتاني بس اهتمام مختلف. بالنسبه لماركس، اهميه داروين في الماركسيه، في المذهب الماركسيه،
اهم من انجلز وبعد هيجل مباشره. انا رايي كده. خلي بالك ان ضرب بالنسبه لماركس سوفر معلم برغم ان الاثنين في عمر واحد تقريبا، بس يعتبر ليه معلم التخصص حبيبي، مختص في البيولوجيا، مختص في الاقتصاد السياسي والفلسفه، انما انت مختص في البيولوجيا، فبالنسبه لي انت معلم ليه. فالتعليم بعد هيجل مباشره ياتي ضرب. انا في رايي كده، اقول لك ازاي بعباره بسيطه. وهو كان اهم حد مصاحب لماركس، ماركس يعرف حياته يعني وبيراسله بشكل مستمر، اهم من انجلز، لان انجلز اهميته الحقيقيه كانت تجميع افكار ماركس اللي هي ماركس سابها بكذا لغه مفرقه، بيكتب بثلاث لغات انجليزي والماني وفرنسي، وكان في اعمال كتير مفرقه ومش مجموعه في كتب، وكان ليه اعمال كتير ناقصه، فهو عمل التجميعه دي وعمل قدم حاول يعمل يعني كتابه مشهور له مبادئ الشيوعيه. ده ماركس ما كانش ممكن يعمل كتاب زي ده، ده كتاب في الايديولوجيا، ده مش في الفلسفه، كتاب فيعني ماركس لما يكتب عن الشيوعيه بتعمل بيكتبش عن الشيوعيه، ماركس مش بيكتب في السياسه، ده بيكتب عنها في اطار مذهبي. فلما يقول يا عمال العالم المتحد والكلام ده، علشان هو نظريته بتقول ان على المدى المتوسط تحصل ثورات في الدول الراسماليه نتيجه التفاوت الهائل، وكان فعلا في الوقت ده كان في تفاوت خطير وغريب جدا جدا، كانوا بيعاملوا العمال ولا العبيد بشكل مبالغ فيه وغريب جدا، يعني وقع عيل في مدخنه، عيل صغير في مدخنه عشان يسلكها، ما هو لما يقع فيها يسلكها بالوزن بتاع الطفل، ده كلام غريب جدا يعني. وانا استغربت وسمعت الكلام ده وبعدين لقيت ليه مصادر مهمه، يعني الكلام ده مش غلط خالص، الكلام ده فيه كتير منه اغلبه حقيقي، وكان ده في انجلترا بالذات كان الوضع كده، كان غريب جدا جدا. فهو بتقول الطبقات دي كلها اللي عماله تنتج وفي ثلاث اربعه مستفيدين دي، بعد كده هتبدا تنظم نفسها تلقائيا وهتسلح نفسها، لان في منهم هيكونوا عناصر اصلا كانوا في الجيش او هيطلعوا من الجيش، الجيش الانجليزي كان فيه كتير جدا منه بيهربوا، ما انت بتروح تحارب في اخر العالم، فعندك حركات ايه ديزرتيشن اللي هو ايه الهرب للخدمه العسكريه. فبعد كده هيبداوا والعمال كمان عندهم ميزه غير الفلاحين، لما تضطهد الفلاحين في النظام الاقطاعي اللي هو كان قبل النظام الراسمالي، الفلاحين مش هيعرفوا يردوا عليك، تقول لهم اتحدوا يا فلاحين واعملوا ثوره، يعني ايه الكلام ده؟ اصلا الفلاحين اكتر ناس ضد فكره التغيير والثوره، ده راجل بيزرع بقاله الاف السنين بيزرع، حياته ما اتغيرتش، انما العمال عرفوا معنى التغيير وعرفوا معنى ممكن يغيروا حاجه، وهم اللي بيعانوا المعاناه الكبرى، وهم اللي بيبنوا هذه الامبراطوريه الصناعيه اللي هي انجلترا او فرنسا او المانيا وكده، وفي نفس الوقت يعرفوا يعني انت لما تقول لي ثوره تقول لي ماده ولما تقول لي تاريخ، العمال فاهمين لان هم متعلمين واللي ما ينفعش يبقوا عمال، فهم عندهم القدره على التنظيم وعندهم الوسط المناسب يقدروا يكلموا بعض، يقدروا يعملوا راي عام زيهم زي مين؟ اللي يقول لك العمال ومين في الثورات والانقلابات، اقصد التحركات الشعبيه، العمال والطلبه. ليه؟ لان الطلبة عندهم ايه؟ نفس الامكانيات من حيث المبدا للتنظيم، للتنظيم الذاتي. انا اقصد ان هم متعلم وان هم متواصلين في وسط يسمح لهم بتكوين راي عام، وان هم قادرين يعملوا منظمات، وعندهم فعلا منظمه اتحاد طلبه والكلام ده، عندهم مشاركه وتدريب في حاجه زي كده، برضه العمال عندهم النقابات يعني متدربين على الانتخابات وعلى مش عارف التنظيم وكده، هيبداوا ينظموا. ماركس بيتنبا بده، بيقول ان هيبداوا ينظموا بالذات في انجلترا والمانيا وفرنسا والدول الصناعيه الكبرى، وبعد كده هيستولوا على الحكومه وهيعملوا حكومه اشتراكيه، ولكن هذه الحكومه مقدر لها من قبل ان تبدا ان تنهار زي ما حصل في الاتحاد السوفيتي بسبب ديكتاتوريه البروليتاري. دي العباره اللي جت فيها كلمه ديكتاتوريه البروليتاري. فيجي حد يقول لك ماركس بيدعو لديكتاتوريه الطبقه، ديكتاتوريه الطبقه اللي مش بيدعو ليها، ده بيقول لك ان الدول الاشتراكيه هتنهار لهذا السبب، لكن مساله انها تحصل ديكتاتوريه في الدول الاشتراكيه كاساس اللي اتبنت عليه الدوله، ماركس بيقول لك ده حتما هيحصل، هتحصل حتما ديكتاتوريه وحتما هي هتكون مبدا الانهيار، وحين تنهار الاشتراكيه عند ماركس يعني، حين تنهار الاشتراكيه تظهر مكانها الشيوعيه، مش هتعود راسنا، هتظهر بعد كده الشيوعيه باعتبارها هي الحل النهائي، لا انت عندك حاجه انا محتاجها ولا انا عندي حاجه انت محتاجها، لو عايز نقعد نتكلم كده اصحاب ماشي، بس انا وانت كمواطن في العالم كله هيبقى ده الوضع، وبالتالي مش هتبقى فيه اصلا دوله، هتبقى فيه مجتمعات صغيره، عشان كده بيسموها حتى العلماء النهارده علماء الطبيعه يسموها مجتمعات ما بعد الندره، ما قالكش دول ما بعد الندره، امبراطوريات ما بعد الندره، ملكيات، لا مفيش حاجه زي بيقول لك مجتمعات بس كده، ما فيهاش تكوين سياسي لكن فيها تكوين تنظيمي. وده حصل في الاتحاد السوفيتي، لان هي كانت سوفيتات والاتحاد السوفيتي يعني مجلس العمال. احنا بنشوف ده في مصر ايام الثوره، انتوا فاكرين اللجان الشعبيه؟ دي كانت حاجه زي اللجان الشعبيه بالنسبه ايه؟ بس ليها اللجان الشعبيه كان ليها دور تأميني، وكانت برضه منظمات صغيره مش منظمات يعني حاجه بسيطه، ليها دور تأمين الشارع لما كان في مساجين بتطلع علينا وحاجات غريبه عفاريت وهذا. فالسوفيتات دول هيختلف ايه؟ ان ليها سلطه اداريه بتدير المنطقه اللي هي فيها، ما فيش حاجه، ما فيش اداره خالص، حصلت
يعني قدرت ان هي توصل بعد ثوره وبعد حاجات زي كده. فعام السوفييت معناه ايه؟ معناه حاجه زي اللجان الشعبيه كده عندنا، بيضم العمال والعساكر اللي هم سابوا الجيش او تمردوا عليه، بيضم عمال وعساكر، مفهوم الجندي العامل والعامل الجندي وكده. ودول بعد كده بيعملوا تنظيم ذاتي ينظم المنطقه فيحكموا المنطقه. فهمت الفكره؟ ده الفرق بينهم وبين اللجان الشعبيه، ده معنى كلمه السوفييت. عشان كده هتسمع كلمه السوفييتات دي في حاجات ثانيه، يعني يقول لك مثلا ايه جمهوريه بافاريا السوفيتيه، دي جمهوريه حصلت فعلا في المانيا بعد الحرب العالميه الاولى، وبدا الرايخ الثاني يتفك، الدوله الامبراطوريه تفك يعني. فبافاريا استقلت، بافاريا اللي هي بايرن النهارده اكبر ولايه في المانيا واغنى ولايه في المانيا، وهي القوه الصناعيه الاساسيه في المانيا اللي تسمع عنها دي كلها، قوه خطيره خطيره جدا لغايه النهارده يعني. فالمانيا اقصد، وبعدين استقلت بافاريا دي، استقلت وعملت جمهوريه سوفيتيه. طب يعني ايه سوفيتيه؟ يعني هم مع الاتحاد السوفيتي ولا هو بالنسبه للاتحاد السوفيتي؟ اه بالنسبه للاتحاد السوفيتي لازم كل ينضم ليه. يعني انا بعمل ايه في الوقت ده؟ كان السوفييت كانوا ايه؟ كان ايام لسه لينين كان عايش، ففكره لينين ما كانتش ايه زي ستالين ايه قال احنا مش هنعمل ثورات شيوعيه في بلاد ثانيه خلاص، احنا ايه هنوقف على كده ونحاول نعمل سلام مع الغرب، وحاول وما عرفش في الاخر اتحد مع هتلر ما ينفعش يتحد مع انجلترا، وانجلترا رفضت. يعني دي كانت خطيئه كبيره قام بيها الانجليز والفرنسيين، ده اللي قاد الحرب عامه. وطبعا ايه لكن ايام لينين كان فكره الثوره مستمره، كانت فكره ايه ان عشان نبقى يبقى لينا وجود لازم ننشر نفسنا، لازم يبقى لينا اذرع زي ايران دلوقتي كده، هتحاصرني هضطر اعمل ايه؟ اخطبوط، هضطر اعمل احاول اتحكم في الدول اللي حواليك انت، ما انا اتحاصرت بقى. فهم عملوا كده في الاتحاد السوفيتي، فرنسا والمانيا وبلجيكا وروسيا، واقصد البيض يعني من روسيا اللي هم كانوا مؤيدين للملكيه او النظام الليبرالي كان قبل الشيوعيه. وامريكا بعت الجيش 10,000 ضابط وعسكري عدوا المحيط وراحوا روسيا عشان يحاربوا الثوره الشيوعيه، وفشلوا جميعا، وهزم ايه لينين او البلاشفه، هزموا الاحزاب كلها وحدهم، وبالتالي استولوا على السلطه. فيجي حد يقول لك قفزوا على السلطه، الشيوعيين قفزوا على السلطه في ده حرب اهليه استمرت 3 سنين، قفزوا ما كان غيره ممكن ينتصر ويبقى هو اللي في السلطه. دي حرب استعملت فيها كل حاجه، حرب استمرت في روسيا 3 سنين ودمرت روسيا بالكامل تقريبا، وعملت مجاعات واوبئه وضحايا غريبه جدا. يعني طبعا انت بتتكلم عن محيط بشري ومادي ضخم جدا، تتوقع الخسائر يعني. الكجاب احنا ما بنسمعش عنه، لان اي معلومه بتسمعها للاتحاد السوفيتي والشيوعيه غالبا بنسبه 99% من مصادر غربيه وفي عصر ستالين، حصلت ايام ستالين. بعد ستالين في حاجات كتيره جدا غير في الاتحاد السوفيتي، والموضوع الشغل الاجباري والسخره واعتقال السياسيين والصحفيين والكلام ده ما بقاش، وستالين هو الوحيد، هو لينين اللي قدروا يحكموا الدوله لوحدهم. بعد كده قيادات الاتحاد السوفيتي كان بيبقى مجلس رئاسي، ما كانش بيبقى شخص واحد، وكان له وضع مختلف. لكن دور طبعا المصادر المعرفيه المتنوعه بيكون بيعمل لك نظره ابعد، وده كله علشان ماركس يقدر يوصل لهذه المكان انه يبقى يعمل مذهب متكامل. فكان بطبيعه الحال محتاج داروين، اللي هو كان داروين بيمثل بالنسبه لماركس حلقه مفقوده، داروين كان بيدور على الحلقه المفقوده، حلقات كتير مفقوده مش حلقه واحده، بالذات في الكيمبرن اكسبلوجن اللي هو التنوع الحيوي اللي ظهر في حوالي من حوالي 600 حوالي 500 ل 600 مليون سنه في الماضي، ظهرت معظم الانواع اللي احنا نعرفها. طب وكل تاريخ الكوكب ما ظهرش ليه في تنوع حيوي؟ ما دي حاجه غريبه برضه، ولغايه النهارده هي لغز معروف، ليه حلول مقترحه. بس ايه بالنسبه لداروين، هو داروين نفسه اعترف ان دي مساله هو مالوش فيها تفسير ومحتاجه مزيد من البحث. اوكي. لكن فماركس مش حلقه مفقوده بالنسبه لداروين، داروين مش باحث في الاقتصاد السياسي والفلسفه، حتى هو كان بيقول له، كان بيقول له في الجواب داروين بيقول لماركس، بيقول له انا مش فاهم كتير من الاقتصاد السياسي معلش، انا مش، وغير ان انا ما بعرفش الماني، انت بتعرف انجليزي انا ما بعرفش الماني ومش عارف ايه. فلكن ماركس كان مهتم، يعني داروين ده بالنسبه زي ما قلت لكم ليه؟ لان هو اللي قدر يربط عن طريق التطور ده بين الانسان والماده، بين الفكر والانسان. ده اهم حاجه في الانسان ايه؟ الاراده والفكر، الا لما تبقى عادي زيك زي اي حد، الاراده والجهاز العصبي المتطور بتاعك يقدر يوصل الوعي الذاتي، احساسه بالاراده والحريه وقدرته على انتاج افكار وتصورات على المستوى استراتيجيات وكذا وكذا. فاتحاد الماده بالعقل، اتحاد الماده والفكر، وهي دي فكره ماركس الاساسيه، مفيش فصل بين الماده والفكر، لازم نلاقي رابط، وكان الرابط هو داروين نظريه التطور عند داروين. قلت لكم انا بس عايز اكرر الكلام اللي قلته في الاول عشان ايه ممكن حد يشوف الفيديو من الجزء ده بس. طيب احنا يا جماعه دارسين احياء اونلاين، وانا درست طب قبل فلسفه بالمناسبه، وانا بقول مش بقول ان داروين ايه هو نظريه التطور المعتمده النهارده، انا قلت في بدايه الندوه لو انت ما شفتش ان النظريه التركيبيه الحديثه الانتخاب الطبيعي بتاع داروين احد عواملها بس، من ضمن ايه 4 أو 5 عوامل اخرى هي النظريه المعتمده النهارده في التطور، انما اغلب علماء العالم بيجمعون
على ان بالفعل حصل تطور وبالفعل فيه هو بالفعل النظريات الاخرى اللي بتفسر بتحاول تفسر التنوع الحيوي اغلبها ضعيف جدا ولا ملوش اي ادله علميه معززه وشوف بنفسك. فطبعا انا بس عايز اسال سؤال في النهايه قد يكون ختام مناسب يخلينا نفكر، هل في حد قدر يجمع داروين وماركس مع بعض من غير ما يقرا داروين ولا ماركس؟ انا بقول استقلال عنهم، قدر يجمع الاثنين دول وقدر ان هو يعمل الحلقه المفقوده دي تلقائيا مش محتاج لسه داروين يكون موجود وماركس موجود وعمل الاثنين من العالم من افكاره؟ هل تعرفوا حد عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ مين قدر ان هو يفسر الظواهر الانسانيه تفسيرا ماديا واقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وكلام من ده بدون الرجوع الى مبدا الافكار والمبادئ الروحيه؟ قدر يفسر تفسير مادي بما فيها حتى النبوه والوحي تفسير مادي وبالذات العوامل الاقتصاديه، وقدر يتكلم وقدر يقرا مدى اهميه العوامل الاقتصاديه في قراءتنا لسياسه الدوله او تاريخ المملكه او ما شابه حضاره الانسانيه كلها. ابن خلدون، في كذا حد جاوب ابن خلدون طبعا، وانا اتكلمت يمكن عبد الخلدون في الاول. اوكي طيب، ابن خلدون بالفعل شخصيه في المقدمه، يعني لو احنا كنا قريناه قبل ماركس وقبل داروين طبعا هم غطوا عليها، بس احنا لو كنا اكتشفناه قبلها، وده كان ابن خلدون انا في رايي هو الابداع المشروع، لما بنتكلم مشاريع ابداعيه مش شخصيات بس، يعني هو مشروع الابداعي الاصيل الاهم والاكثر تقدما في تاريخ الاسلام كله ابن خلدون. ولا تقول لابن سينا ولا ابن رشد، انا قلت ده كم مره قبل كده من غير تفصيل. انا ناوي ان شاء الله نعمل ندوه في علمانيو هنا نتكلم عن مدى ابن خلدون وقرايته بشكل مختلف في اطار تاريخ الفلسفه الاسلاميه، وكتبت على الموضوع ده ابن خلدون اهميته فوق ما تتصور، انه بيتكلم عن النبوه والوحي، ان ليها عوامل ماديه، يقول لك ان الانبياء لا يظهرون في اقصى الشمال ولا اقصى الجنوب ولا والقرب خط الاستواء، لا يظهروا في مناطق بارده قوي ولا حر قوي ولا الشمس فيها متعامده ولا كده، يظهروا في مناطق الشمس فيها ميل بس في نفس الوقت في شمس. هتلاقي دايما الانبياء ظهروا في ايه؟ احنا بالنسبه لنا النهارده عارفين ان الانبياء بني اسرائيل وما بعدهم وبني اسماعيل والكلام ده كله ظهروا من نسل واحد ونسل ابراهيم، وكانوا في منطقه واحده، والناس ايامها كانت قليله وكان الحركه اصلا صعبه، ما كانوش بيسافروا يعني العالم كله ولا حاجه، بتتكلم عن الاف السنين. فالانبياء اللي نعرفهم كلهم في الديانات الابراهيميه الثلاثه الاسلام واليهوديه والمسيحيه والاسلام ظهروا في نفس المنطقه، ده صحيح. محدش فيهم مثلا ظهر في الصين ولا اليونان ولا الكلام ده. فبقول لك الانبياء في عامل يخليهم يظهروا كده، عامل جغرافي، عامل مادي حتمي يخلي هو بيفسر كمان الدوله بهذا التفسير، وبيعمل لنا رؤيه لتطور الدوله ان هي لازم هتكون في مسار دائري هترجع مره ثانيه للنقطه اللي بدات منها، نقطه الفوضى ونقطه الحرب الاهليه. انها مصير الدوله عند ابن خلدون الحرب الاهليه، يعني شوفها هيجي كان بيقول لك ان مصير التاريخ كله هيكون دوله، هيكون هي الدوله، فكره الدوله يعني. انما ابن خلدون بيقول لك الحرب الاهليه، اي دوله تنتهي الى حرب اهليه تليها دوله تخش في حرب اهليه، وكان طبعا في مراحل في النص كتيره. ده طبعا حد قدر، وكان تركيزه على العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه. انا كنت في طالب تحت اشرافي كان يعني هو خد الدكتوراه الحمد لله، عمل دراسته في ابن خلدون، وانا كنت مهتم جدا بالدراسه دي اللي هي الحتميات الجغرافيه والخلقيه ومآلاتها العنصريه عند ابن خلدون. خلي بالك فكره ابن خلدون، مش بتكلم عن فكره العصبيه اللي هي اساس الدوله القوميه، انا العصبيه القوميه لا مش بتكلم عنها، انا بتكلم عن ان افكار ابن خلدون بالطريقه دي لو احنا اعتمدناها فبعد كده هقدر افرق بيني وبين الافريقي بناء على جغرافيا، بيني وبين الاوروبي. ممكن اقول ان طبقا لابن خلدون ان اللي في الشرق عايشين في الشرق الاوسط عايشين في احسن ظروف، دي احسن ظروف انت ممكن تعيش فيها، وهم احسن اجناس البشريه لان هم عايشين في احسن ظروف لدرجه ان طلع منهم الانبياء. ما هو بيتكلم في وسط يعني ايه، كان في الاندلس وبعدين جه شمال افريقيا وجه مصر والكلام ده، فهو بيتكلم في وسط متدين اشعري يعني. فبالتالي يقول لك فهنبدا نخش في عنصريه بقى، نبدا نتكلم زي مونتسكيو في روح القوانين والكلام ده والناس دي يعني، نبدا نفرق بين الناس وبعضها. هو على فكره كان عنده التفرقه دي بشكل واضح، مش بس هنبدا، ده هو كان عنده التفرقه دي فعلا بشكل واضح. بيقول لك اهل السودان والسود عموما يميلون الى خفه العقل والمش عارف الكلام كده ما يتقالش النهارده يعني وكلام. بس عايز اقول لك برضه من ضمن الحاجات اللي ما بتتقالش عليها رقابه دايما في مصر، هي في المقدمه اكتر حاجه عليها رقابه في مصر هي قضيه متعلقه بالتطور اللي ايه، بفتكر انتوا عارفينها كذا مره، اللي هي قضيه اصل الانسان. ابن خلدون عنده نظريه تطور الكائنات الحيه معروفه، بيشوف فيها ان الانسان ليه اصل سابق، هو القرد، هو القرد هو ايه اصل الانسان صراحه يعني. حتى داروين ما بيقولش كده، داروين بيقول ان فيه نسب مشترك، يعني في تشابه في الصفات،
فيما بعد عرفنا انها جينات والكلام ده. طبعا الكلام ده اكتشاف الجينات اللي اعظم اكتشاف جينات وتخليق البروتين والقصه اللي حواليه دي كلها اعظم اكتشاف بيولوجي. البروتين بيطلع ازاي؟ بيتكون ازاي؟ لما نيجي نتكلم عن لا يعني ده طبعا مش اقصد يعني لما تيجي تفكر تشوف حاجه في تخليق البروتين، بروتين سينثيسيس، عمليه تخليق البروتين دي اهم اكتشاف ممكن في تاريخ البشريه، ما لم يكن بنتكلم في امور تتعلق بالنسبيه وكوانتم وكده. فابن خلدون قال الكلام ده، بس هتلاقيها في الطبعات المصريه مكتوب الفرد مش القرد. الفرد بيشيلوا منها نقطه علشان ايه؟ كانها غلطه مطبعيه. يقول لك اصل الانسان الفرد، فرد ايه؟ لو هو في الاصل الطبعات بقى بيروتيه هتلاقي في ان اصل الانسان هو القرد. واحنا لما جينا درسنا فلسفه التاريخ درسنا ابن خلدون ودرسنا ان اصل الانسان قرد في تطور ابن خلدون. طبعا احنا النهارده ما بنقولش اصل الانسان قرد وما بنقولش ان ابن خلدون كان معاه حق، انا بقول ازاي قال الكلام، ازاي وصل لده، وازاي ما حدش اعترض. يعني ازاي هم المسلمين ما كانوش بيعترضوا على الحاجات، المسلمين ما كانش عندهم صدام على العلم، كان عندهم صدام مع المنطق انه مستورد، وانه اصحابه بقى ليهم مكانه علماء كبار، وانه مقصود بيه عمل فوضى في العقيده الاسلاميه والبتاع زي كلام ابن تيميه والكلام ده. لما بيدين الغزالي انه اول من ادخل المنطق العلوم الاسلاميه والكلام ده اللي هتلاقيه في الرد على المنطقيه ده كان. لكن اوروبا او الحضاره المسيحيه هي اللي كان عندها مشكله مع العلم التجريبي، انما ما كانش عنده مشكله مع المنطق. وعملنا قبل كده محاضره في المفارقه دي، ليه الاسلام عنده مشكله مع المنطق والتجريب لا، وليه الحضاره المسيحيه عندها مشكله مع التجريب ولكن المنطق لا ما عندوش مشكله معاه. فاحنا بنتكلم هنا عن ظاهره افتكر كانت استعقت مني الدراسه كذا مره وعملناها في ندوه كده برجع لها. طيب طبعا ابن خلدون في رايي هو يعني احد الاسماء الهامه في هذه المعادله. يهمني هنا اكتر النقطه اللي انا عايز يعني اوضحها لكم في الختام كتلخيص سريع نقطتين. يعني طبعا نقطه الحلقه المفقوده، ازاي ان داروين كان حلقه مفقوده فهو اللي كمل الماركسيه بدون ان يدري، وبالتالي ظهرت الماركسيه بهذا الشكل وقدرت ان هي تتكامل كمذهب بعد وفاه ماركس، تحولت الى ايديولوجيا زي ما قلنا. هي ظهرت في الاول كنقيض للايديولوجيا، وعايزين نقول بالفعل ماركس تنبأ ان بعده مش هيكون فيه فلاسفه. الكلام ده ما كانش صحيح قوي لان في بعد ماركس فلاسفه اوكي، بس ما فيش ولا واحد منهم عمل مذهب متكامل. ماركس اخر واحد عمل مذهب متكامل، فهو بشكل ما اضع الفلسفه يعني عمل حاجه. وعلى فكره هو كده لان ماركس كان من اهم اسباب الحرب العالميه الثانيه كانت الماركسيه، لان هتلر اصلا ده انجلترا وامريكا دعموه في الاول علشان يقف ضد مين؟ ضد الاتحاد السوفيتي. عشان يقف ضد الاتحاد السوفيتي، كلام معروف يا جماعه. كل المشكله الحرب العالميه الثانيه دي ان هم قووا هتلر، وبعد ما هتلر اصبح قوي قالوا نحاربه. نحاربه بعد ايه؟ بعد ما هو فلت. فهمت الفكره؟ فهو دعموه الاول زي ما دعموا الجهاديين كده في افغانستان والكلام ده، وبعد كده حكموا دوله. الجهاديين دول جمعوا بعض بعد كده وعملوا حكومه في بتدعم الارهاب صراحه. فده حصل ايام هتلر، وبالتالي كانت الماركسيه سبب من الاسباب اللي لم تكن هي السبب بالالف واللام للحرب العالميه الثانيه. وشوف نتائج الحرب العالميه الثانيه، وشوف الحرب البارده ونتائجها، هتعرف مدى تاثير ماركس في التاريخ. تاثير خطير، تاثير خطير، لكنه لم يكن يمكن ان يتم بدون داروين وبدون الحلقه المفقوده اللي هي الرابط بين الماده والفكره، الماده المفكره والفكره الماديه. انا طبعا شاكر لكم جدا الانتباه والتفاعل طول هذه الجلسه الطويله. اتمنى اكون الكلام اللي انا قلته افاد البعض واثار اسئله البعض، وهنا طبعا هنسمع اسئلتكم في المداخلات. اشكركم جزيلا جزيل الشكر، والى ننتقل الان الى مداخلاتكم، وتصبحوا على خير. تمام، نشكر ضيفنا الدكتور كريم السياد على هذا الطرح الهام، واحب اشارك معاك يا دكتور الاول بسؤال قبل ما نفتح المداخلات. ازاي الفرد في حياته اليوميه يتاثر بتطور الافكار بحيث ان هو يبقى بيفكر بشكل متغير، وممكن ينتقل من ايديولوجيه الى اخرى ومن فكره الى اخرى معتمدا على نظريه هل بقى التطور ولا في نظريه خاصه بالتطور؟ طبعا بص، عشان نجاوب على السؤال ده باستفاضه وبشكل مفيد نضطر نتكلم كتير قوي. هو عمرو بيسال بيقول ازاي الانسان بيتغير، تتغير افكاره من فكره الى فكره او ايديولوجيا الى ايديولوجيا، زي حد انتقل من دين لدين او من دين الى لدين او من لدين الى لدين. دي حاجات تحولات اساسيه كبيره في حياه اي فرد. وبيقول بالظبط بتحصل ازاي؟ ايه المنطق اللي بيحكمها؟ ايه الايقاع اللي فيها؟ هو تطور. انا قلت قبل كده ان هو في نوع من الانتخاب الطبيعي بيحصل بين الافكار، في افكار مؤهله انها تعيش، غالبا بتكون افكار بسيطه. كلما كانت افكار معقده محتاجه تعليم، كلما كان عشان كده تلاقي فكره زي القوميه العربيه انتشرت بسرعه سهل قوي. مصر قبل الخمسينيات
كان فيها قوميه بس قوميه معناها مصر بس. يعني القوميه العربيه لم تكن مذهب او ايديولوجيا موجوده، هي ظهرت بعد في الخمسينيات لما ظهرت بقى فكره القوميه العربيه والجناح القومي في الضباط الاحرار انتصر على الجناح الشيوعي وبعد كده الجناح الاسلامي. ده طبيعي انه يحصل، لو انا موجود ايام كنت اقول لك ده اللي هيحصل. لازم هنوضح بده بعدين، ده الشيوعيين الاول، اول ناس يتم الاضحى بهم الشيوعيين، وبعد خاصه اذا كان في حد بيتحرك على الارض اللي هو مين؟ مين اللي اتحرك على الارض واللي عمل كل 23 يوليو وبعد كده نفوه اتنفى من الضباط؟ يوسف صديق. يوسف صديق، يوسف صديق كان شيوعي معروف يعني، وكان احد الضباط المهمين، هو من عمل التحرك بتاع 23 يوليو ده كله، تحرك لدرجه انا قريت مش عارف مدى صدق هذه المعلومه لان المشكله ما فيش وثائق فبنعتمد على الايه الروايات الشخصيه. انه قبض على عبد الناصر والسادات، قبض عليهم بالغلط، قبض عليهم بالغلط يعني مش عارف ان هم دول، فيعني كان ممكن يقبض عليهم خالص، كان ممكن يقبض عليهم فعلا، كان ممكن خلاص خلص منهم. بس التنظيم كان موجود. انا عايز اقول بس ان هو لو عنده بعض المكر الشديد، هذا المكر الشديد كان هو اللي يحكم مصر عادي ويعمل دوله شيوعيه. ده سهل جدا تلاقي تحاسب بنت جايه لك بيقول لك بالصواريخ اتفضل يا عم تعالى اطلع الفضاء معانا. مصر حاجه كبيره لدرجه ان امريكا كانت بتضغط على بريطانيا عشان تعمل اصلاح زراعي في مصر خوفا من ان مصر تتحول لدوله شيوعيه. كانوا خايفين جدا جدا من شيوعيه، وشيوعيه كانت تحقق نجاح اقتصادي كبير مش زي ما احنا بنسمع عنه النهارده، كانت حاجه كبيره. وضع الحرب البارده كان حاجه عالم تاني مختلف، للاسف احنا ما عشناهوش. يعني في منكم عايش وعاب السنه من الناس اللي كان نفسه عايش في هذا. فانتقال الفرد من فكره لفكره بايديولوجيا لايديولوجيا هو ده بيبدا يثبت ويقل على سن 30 لما الجهاز العصبي الانسان يكتمل نموه ويحصل ترابط بين اجزاء المخ الفص الجبهي مع بعض. رابط الاجزاء الثانيه حاجه مش فاكر تشريح المخ قوي يعني، ما هو ده اللي انا اعرفه بيحصل. شخصيه الانسان وجهازه بيكتمل على سن 30 تقريبا. يعني ممكن قبلها بسنتين بس اغلب الناس على سن انت هتلاحظ في حياتك لو كنت عديت ال 30 ان انت على سن 30 بدات خلاص تثبت تبقى عارف انت عايز ايه خلاص سبت بقى. طالما انت لسه في العشرينات تنتقل وده سن التجريب وعندك وقت تجرب وعندك وقت تخسر وتتعوض مفيش مشكله. جرب في العشرينات تنتقل من فكره لفكره زي ما انت عايز. انا اعرف ناس بيخشوا ديانات ويطلعوا من ديانات ومش مقتنعين بيها عايزين يجربوا حاجات زي كده. لا انت حاول تفكر وتقرا وتعمل كل حاجه وعمليه يعني ايه اللي بيحكم انتقال الانسان من فكره لفكره بتوقف على عده عوامل. يعني انا مبدئيا انا مش اللي هو مش ما اشتغلتش ما عملتش بحث في هذا الموضوع يعني، لكن انا ممكن اقول لك الفروض المبدئيه اللي عندي. اولا مدى قابليه الافكار في انتخاب طبيعه الافكار للبقاء، قابليتها للبقاء. الافكار اذا بتقول فكره القوميه العربيه دي ظهرت متاخرا اهي بس انتشرت انتشار، هتلاقيها لغايه النهارده موجوده عند كتير من الناس. لما تقول العرب والبتاع والكلام ده تلاقي بعض الناس بيحس بنت في هنا في مصر وعلى مستوى الدول العربيه كلها. وانت لو كنت انت مع بعض العرب في مؤتمر مثلا في اجانب، يعني انت كمصري معاك عرب وفي اجانب من اوروبا من امريكا اليابان، هتلاقي نفسك تلقائيا بتتفاعل وقاعد مع العرب تتكلم تاكل مع العرب تلعب اذا كنت يعني في نشاط ترفيهي هيبقى مع العرب. هتلاقي نفسك بدات تحس بقى ان هي مش مجرد انتماء مش مجرد ايديولوجيا، هي اصلا اصبحت ايديولوجيا لكن هي ليها اساس في الاشتراك المشتركات الثقافيه والجغرافيا السياسيه. يا جماعه لا تقول لي استقل عن العرب، تستقل فين؟ ده انت محتاج تتعاون عشان ما حدش يجي يستهدفك من بره. ده انت لما تعاونت 73 عن تغيرت اقتصاد العالم لمجرد حظر تصدير البترول لدول معينه او تقليله لكام سنه بس، ما قعدوش كتير، ده قعدوا كام حاجه بسيطه يعني حاجه بسيطه يعني. فانت رحت مبهدل الاقتصاد، مبهدل اقتصاد امريكا ومبهدل، ده انت اسقطت اقتصاد بريطانيا كله. بريطانيا ساعتها في ازمه ما طلعتش منها بعد ما الازمه الاقتصاديه اللي عندها ما قدرتش تطلع منها، ولا امريكا قدرت تنقذها لغايه النهارده. فلا هم محتاجين ينسقوا مش يعملوا دوله عربيه موحده والامبراطوريه، مش محتاجين كل ده مش محتاجين. انت محتاج تنسيق وممكن تهزم العالم بهذا التنسيق. البترول والغاز اللي عندك يقدر يهزم العالم لو انت عندك قدر. وخلي بالك ان منطقه مميزه جدا في العالم، مش بحيث موقع والثروات والكلام بس ومش حيث الثروه البشريه بس، ده من حيث اشتراك اللغه. يا جماعه في اوروبا ما حدش بيفهم التاني، ده ممكن يبقى في نفس البلد ما يفهموش بعض. الانجليزي ما بيفهمش الفرنساوي، انتوا فاكرين هم فاهمين بعض لغه مشتركه؟ ده كان زمان ايام اللاتيني وكان لغه علميه بس، ما كانش اللي هو اللغه اللي بتتكلم اوروبا كلها، ده كان بعض الناس عائله القوم. احنا عندنا مشتركات ثقافيه وعندنا قدره على مستوى الجغرافيا السياسي ان احنا ننجز حاجه، مش بدافع ايديولوجيا بدافع المصلحه العامه. لكن هو حصل قبل كده، لكن انا ما اظنش ان في اراده سياسيه متفقه في الاهداف. دلوقتي في حرب سكرامبل تو افريقيا ثانيه، كل الدول النهارده بتحاول تستعمر افريقيا استعمار اقتصادي، طبعا الصين نصيب الاسد اي استعمار اقتصادي. دي غيرت تاريخ الاستعمار. الصين طبعا استعمرت العالم كله خصوصا النهارده عندها ربع موانئ اوروبا البحريه مهمه،
بتملكها او تقريبا بتملكها, وعندها كل موانئ اليونان وهي بتملكها الصين, وعندها طبعا قدره غير عاديه, عندها مش هتكلم عنها, وعندها قدره غير عاديه يعني نتكلم عن على الاستعمار الاقتصادي, ناس هي هندسته وعقليتهم كده احسن من الانجليز 100 مره واسرع ونمو خارق. هو طبعا اقل من الاقتصاد الامريكي بتاع 8 9 مليار تريليون, اقل من الاقتصاد الامريكي بالتريليون ده يعني رقم ضخم جدا, واحد قدامه 12 صفر يعني حاجه كبيره. فهم اقل الصين اقل الاقتصاد الامريكي لسه, بس النمو بتاعها غير مسبوق في التاريخ فظاهره. فدلوقتي تلاقي الامارات والسعوديه داخلين في الموضوع في افريقيا برضه, وتلاقي في صراع بينهم, كل ما يخشوا في حاجه في صراع بينهم, ما اتحدوش غير على اليمن. فلا هو طبعا في تناقض في الاهداف, لان الدول العربيه مهما كانت متناقضه في المستوى الاقتصادي المعيشي يعني, ومتناقضه في الموقع الجغرافي نفسه, في يعني ممكن دوله يكون موقعها اهم بكتير جدا من دوله ثانيه, اختلاف الثروات من دوله لدوله, فهي طبعا الاختلافات الكبيره دي. لكن برضه الاختلاف شيء كويس, لان ممكن نتعاون, انا عندي قوه بشريه, الجزائر والمغرب مش عارفين عندهم تعليم احسن, تونس بالذات عندها تعليم احسن, تونس والمغرب, ويعني اعرف ده من خلال مجالي, ما اعرفش مجالك انت بس انا اعرف ده بشكل واضح. والخليج دول هي عندها ثروات ما عندهاش قوه بشريه, وهم بيتعلموا احسن تعليم بس بيقعدوا بره, بيسافروا بره ما بيرجعوش. ما انا شفت ده, بيقعدوا هناك بره في اوروبا وكده ما بيرجعوش, مع انهم بيروحوا احسن جامعات معاهم فلوس, الدوله تقدر تدعم, وعندنا ده بيحصل. بس الفكره ان احنا عندنا لسه برضه هيبقى في ثروه بشريه موجوده وسوق كبير, عندنا سوق كبير ما تنتج واحنا نشتري يا عم, وبرضه نبدا نتعامل. فانت حاجه قادر من التنسيق بس ده هيغير التاريخ, لكن انت لو ما عملتش ده فالبترول هيقل الاعتماد عليه, مش مساله ان هو هيخلص, حتى لو هو كده كده هيخلص طبعا, الغاز هيستمر, الغاز هيستمر مع المده طويله, انما البترول خلاص هيضعف ومش هتبقى فيه. لو بقول ده على الـ على الـ على الهامش على اساس اني احسم بعض النقط اللي اتناقشنا فيها قبل كده. هو فكره زي القوميه العربيه دي انتشرت, وهي فكره بسيطه ما فيهاش حاجه تانية, هي قوميه بس كده يعني, عشان اشرح لك الماركسيه بص محتاج قد ايه واكتر من كده, انما دي فكره بسيطه جدا, دي سهله الانتشار, عندها امكانيات البقاء الطبيعي بين الافكار, الافكار بينها وبين بعضها في صراع وفي حياه. والانسان مش بينتقل من فكره لفكره عشان هو هوائي, لا هوائي ده على مساله العواطف. قلت لكم كان الفرق بين العواطف والافكار النهارده في طب الاعصاب وفي علم النفس الطب النفسي, ان العواطف دي حاجات طالعه المخ بيتلقاها المخ, عشان كده انت تلاقي نفسك ما بتعملش لنفسك عاطفه صح, انت بتجدها صح. يعني الفرق بين العاطفه والفكره, انا ممكن اصنع فكره, اقعد افكر كده واصنع فكره, تفسير لحاجه, تعليل مش عارف ايه, توصيف, لكن ما اقدرش اعمل عاطفه يعني اقول انا هشعر بالغضب دلوقتي يلا ابقى غضبان, ما ينفعش ده, انا بعرف ان انا غضبان. طب وعرفت ازاي؟ لان دي حاله جسديه معقده, معقده جدا, كل ما تدرس بقى في الطب معقده جدا, بتطلع للمخ, المخ بيفهمها انها غضب, بيفهمها انها حب او دهش او فرح او كده, فدي حاجه طالعه على المخ, انما الافكار حاجات نازله من المخ, دي صناعتك الاساسيه بقى, دي صناعه الافكار, دي صناعتك الاساسيه. فانا الانسان مش هينتقل من فكره لفكره عن طريق ان هو انسان عاطفي او هوائي او متقلب, لا ده هو ده انسان ما انتقلش من فكره لفكره اصلا, ما بصش على الفكره, هو بينتقل من جماعه لجماعه, من اهلي لزمالك اسماعيلي بس هو اللي هناك. وكثير من الناس في سن العشرينات تلاقي واحد فيهم ماركسي والتاني مش ما اعرفش ايه, تروتسكي يعني, حد ماركسي لينيني وحد في الاشتراكيين الثوريين, وتلاقي حد وجودي وتلاقي حد مش عارف ايه, اكتر يعني سن ممكن تلاقي فيه مذاهب وهو سن العشرينيات, لكن دي طبعا ظاهره عامه, انما طبعا ده بيحصل بسبب ان هو مش بيبص على الفكره, بيبص على الواقع, هو بيبص على الجماعه, هو بيتكلم عن انتماءات جماعاتيه. طيب يعني ده مبدئيا يعني بس شكرا جزيلا, طبعا محاضره جميله وافكار جيده, بس زي ما حضرتك ذكرت ان المتناقضتين الدين والعلم, ان هذا يسير في طريق وهذا يسير في طريق, ودي حرب من سنوات موجوده او في العصر القديم او في, والتاريخ بيؤكد كل هذه الخلافات, ان الدين ضد العلم والعلم ضد الدين, العلماء الدين يكفر العلماء والعلماء تضع ان هذا تخاريف او الدين او اشياء غير صحيحه. المهم اعتقد في نظريه حديثه بتذكر بان بنضج البشريه الدين والعلم يجب أن يكونوا في هارموني وأنهما توأمان, لأنهما جناح المدني, جناحي المدنية, فبدون العلم
يكون في قصور، وبدون الدين سيكون في قصور، لأن الإنسان عبارة عن جزئين، جزء روحاني وجزء ومادي، وهذه هذين هذين الخطين أو هذين الطبيعتين تحتاج إلى هذا ونمو هذا. فأنا بس أنا مع هذا الرأي، وخاصة أن البشرية يعني الخلافات دائما بتبين مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، أما البشرية في طريقها إلى النضج وخاصة في تأسيس حضارة عالمية. فهل تعتقد أهمية أو ما أهمية هذه النقطة في رأيك، وما أهمية الدعوة إليها أو العمل من أجلها؟ طبعا تعرفين تم تناولها بشكل كبير يعني، ويمكن واحد من أفضل اللي تناولوها وأقربهم للقارئ العربي، لأن أغلب أعماله أفتكر مترجمة العربية، اللي هو والتر تيرنس ستيس. أنا كتبت عنه بحث أو بحثين، واحد فيهم هو اللي تم قبوله للنشر بالفعل، لكن أفتكر لسه منزلش في مجلة. إحنا عندنا مجلة علمية في قسم الفلسفة، مجلة لها مستوى، كل مجلة بقى لها تقدير، يعني مجلات مش العلمية مش بانتشارها، مش زي الأعمال الفنية بحسب شروط التحكيم والنشر فيها والحاجات دي كده، كلما كانت قاسية وصعبة كلما كان مجلة لها تقدير عالي. فهي المجلة بتاعتنا لها تقدير عالي، لكن اللي كان فيها مشاكل في الكام سنة اللي فاتوا بالذات أيام الكورونا ما كانش بتصدر. إنما أنا ليه بحث حاليا في التصوف عند اثنين والتر تيرنس ستيس، أوكي وارد يبقى عنده تصوف، يبحث في التصوف عنده مفهوم التصوف. التاني هو لودفيج فيتجنشتاين. لودفيج فيتجنشتاين عنده فلسفة التصوف، احنا عارفين عنه ان هو فيلسوف لغه ومش بيدرس ظواهر زي دي يعني. انما انا عملت ده يعني، وكان واهتميت بستيس جدا، كان من اهم النقط اللي اتكلم عنها والتر تيرنس ستيس بشكل مركز. كان هو سؤال حضرتك رايي تيرنس ستيس، انا هو الراي الاول هو الراي، انا راي تيرنس ستيس ممكن يكون مفيد للبعض، ان الدين هو مش متناقض مع العلم، الدين نفسه والعلم نفسه مش متناقض مع الدين، ولا حد فيهم ليه علاقه بالتاني، هو يعرف التاني. انا دلوقتي تقول عليا ان انا بتخانق مع الجيران اللي هم في عماره بعد خمس شوارع بتدعي ان انا بتخانق معاهم، انا اصلا ما اعرفهمش. ده الوضع بالظبط اللي هو يوصل ستيز من الدين والعلم، دول اتنين ما لهمش اي علاقه ببعض، ومش ما فيش اصلا مناطق تلاقي عشان يتخانقوا، ما فيش حاجه زي كده. ازاي؟ هو بيقول انك شوف الناس، شوف الصراعات اللي بتحصل بين الدين والعلم دايما، هتلاقيها بين مين ومين؟ هتلاقيها بين ناس مش مع العلم، رجال دين دول رجال دين، انما اللي بيناقضوا الطرف الثاني المناوئ اللي بيرد عليه ويستبعده وكلام ده، مش هتلاقيهم بيعملوا ده عن طريق العلم، ولا العلم نفسه عقب كده، ده عن طريق الفلسفه. ده تناقض بين الدين والفلسفه مش الدين والعلم. في حاجه اسمها فلسفه علميه، فلسفه علميه غير فلسفه العلم. فلسفه علميه يعني فلسفه بتدعي لنفسها ان هي ليها مصداقيه العلم، وبالتالي يبقى من حق استبعاد الدين بقى. ما اصل ليش معنى الفلسفه هي اللي ممكن تصطدم مع الدين؟ لان الاثنين بيتكلموا وبيتحركوا في نفس المساحه، نفس المساحه، مقابل العالم والغيبيات ومغرائيات والاخلاق والسياسه والمجتمع وكامل. الفلسفه بتتكلم في كل المناطق اللي بيتكلم فيها الدين بما فيها الالوهيه، بما فيها الالوهيه، عنده حتى نظريه في الاله، فبيتكلموا في كل حاجه بما فيها الله، فالاثنين بيتحركوا في نفس المنطقه. هنا ممكن يحصل خناقه، ممكن يحصل كلاش، فبيستعمل العلم في العصر الحديث لضرب الدين كسلاح، لكن العلم نفسه ده مجرد سلاح، مش هو اللي موتك، مش هو اللي قتلك، مش هو اللي ضرب نفسه عليك. انت شفت دلوقتي مسدس موجود، لكن مين اللي قتل؟ اكيد مش المسدس. ما الكلام برضه بعقل يا جماعه. صيره في بعض الناس بيعترضوا، يقول لك ايه؟ يقول لك مش احنا في بعض الرجال الدين بقى بيستعملوا العلم، وانت بتحاول تستعمل سلاح الخصم. دي طريقه فاشله جدا، فاشله جدا في الصدام الايديولوجي والنقاش العلمي يعني. مفيش حاجه اسمها استعمال سلاح الخصم مجرد سلاح يعني. انت المفروض بتوضح موقفك كده، تقول يا جماعه لو رجل دين ايام الصدام ده، اقول للعلماء يا جماعه انا مش متناقض معاكم، انتم متناقضين معايا، انا ماليش دعوه، انا بشتغل في منطقه وانتم بتشتغلوا في منطقه ثانيه خالص، انا بشتغل بمنهج وانتم بتشتغلوا في منهج ثاني خالص، ملناش دعوه. ما انا هقول لك، بس انا جايب ما انا هقول حاضر هقول والله لسه هقول حاضر انا والله فاكر السؤال، انا بس عايز اقول لك افكار والتر تيرنس ستيس بيقولها ازاي لبعض الناس، دي من اهم الحاجات اللي طرحت في هذا الموضوع، ممكن بعض الناس تستفيد منها. فهو بيقول يعني انا طبقا لده، انا لو رجل دين اقول كده انا ماليش دعوه بيك، انت بتقول في تطور في كائنات الحياه، انا بقول لك ان ربنا خلق ادم،
ايه التناقض هنا؟ في تطور في الكائنات الحيه، الانسان تطور من كائن قبله وربنا خلق ادم، طب ما هو ربنا خلق ادم، طب ربنا خلق كل حاجه يعني. ايه المشكله يعني؟ هنا التناقض يحصل امتى؟ مش بين الدين والعلم. لما يجي حد بقى بيستغل العلم لضرب الدين فيقول لك ايه ده اثبت ان هو حصل تطور، تقول لي خلقه من طين وعمل ومش عارف ايه وبتاع، ما هو وقال كده فعلا في الكتب المقدسه، بس هو ممكن يقصد النموذج الانسان الاول، ممكن يقصد حاجه في الانسان، ممكن يقصد رمز معين للانسان، ممكن يقصد انسان مختلف، ادم ده انسان مختلف عننا احنا، يعني كائن مختلف عننا احنا، ممكن يقصد حاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش. هو ما قالكش المقصود، هو الدين قال لك ان التطور غلط حرام. لما يقول لك كده بقول ماشي، الدين ما قالش، ما فيش نص الدين، نص في النصوص المقدسه يقول ان في ان حصل تطور ولا ما حصلش، ما فيش حاجه زي كده. بالعكس، ده انت هتلاقي بعض الايات هتلاقي فيها في سوره نوح تلاقي ايه؟ تروح الحاجات دي تكلم فيها كتير، ولقد خلقكم اطوارا، ويقول عن نفسه كل يوم هو في شأن. فدي ما انت ممكن تتأول، سهله جدا تتأول لصالح التطور برضه. في ناس بتعمل، وفي ناس بتحاول توافق بالطريقه دي، وفي ناس بتستغل رجال الدين يستغلوا العلم، زي موضوع اللي هو الايه؟ الاعجاز العلمي، التفسير العصري، التفسير العلمي. الازهر نفسه بيتكلم عن حاجه اسمها تفسير، ومش بيقدم تفسير علمي، بس هو بيتكلم عن حاجه اسمها تفسير علمي. اصلا مفيش معنى كلمه تفسير علمي للقران، دي الكلمه دي غلط، التعبير ده غلط يعني. في حاجات حاولت انها تستعمل العلم كبرهنه على بعض القضايا الدينيه، على بعض زي الاعجاز القراني والكلام ده، ده طبعا يعني. فدي نظره ويليام تيرستيس ان الفلسفه العلميه، بعض مذاهب الفلسفات العلميه، ودي كتير، اللي هي بتدعي لنفسها ان هي نتائجها تنطبق بالضرورة على البشر زي ما نتائج العلماء بتنطبق على المادة، على ده هو ده بيقول لك ده زي ده، ودي أي معلومة غلطة اسمها غلطة في الدكشن، الاختزال، ان انت بتطبق المنهج العلمي التجريبي على عينات غير قابلة للتكذيب، غير قابلة للتكذيب يعني. المهم ان هي غير قابلة لتطبيق المنهج العلمي. طيب، فدي المغالطة الأساسية يعني، دي تم تفحيصها وفحصها، بس طبعا مش معنى كأنها تنتج تأثير. انت عندك تعليم منهار، مش منهار يعني، بيتم دفعه نحو الهوية عن عمد، عن عمد. التعليم لا يتخلف تلقائيا، لا يمكن لنظام تعليم مهما كان يتخلف تلقائيا، ممكن يفضل زي ما هو، لكن لا يمكن يتخلف إلا بفعل فاعل. لو عايز تصلح التعليم من بكرة، من بكرة صدام حسين عمله، صدام حسين عمل أكبر طاقم من العلماء في العلوم والطبيعة في دفعة واحدة، دفعة دخل كلية العلوم هنا هتطلعهم علماء طاقة نووية، يعملوا لكم فعل نووي، يعملوا لكم سلاح نووي. والأمريكان اعترفوا بكده، ده أنا شفت صور وصورة الكلام ده مسجلين مع ضابط كبير، ربما كان رئيس السي أي إي، المخابرات المركزية الأمريكية، المخابرات المركزية نفسها قالت الكلام ده. يا إما كنا نقضي على العلماء، يا إما كنا نقضي على نظام العراق، نظام البعث، لأن الاثنين مع بعض هيعملوا لنا مشكلة. ما هو دي دولة بترولية وعندك علماء قد كده خلاص أنت فلت كده، أنت أقوى كده من إيران، ده انت اقوى من ايران النهارده بالطريقه دي، ومعاه تأييد عربي، ومعاه مش عارف ايه كده، خلاص مفيش اسرائيل. لو سمحنا له بامتلاك سلاح نووي، مقدمين سلاح نووي، مش هنعرف نخلص بعد كده منه، وكان هينشر بقى المؤسسات النوويه بتاعته زي ما ايران عملت كده دلوقتي، ومش هنعرف نخلص منه. فقال لك ده يا اما نخلص من النظام، نظام البعث بما فيه شخصيات البعث الكبيره، يا اما نخلص من العلماء. فقال لك نخلص من نظام البعث، قال نحتل البلد بدل ما نقتل العلماء. هو بيقول كده المنطق الغريب بتاعه. طب ما انت قضيت على الاثنين. العلماء العراقيين دول دلوقتي بيشتغلوا في منظمات تبع الامم المتحده والهيئات العلميه الكبيره، طبعا منهم مسافر وانعزل، ومنهم مات، ومنهم اتنفى، ومنهم مفقود، ناس كتيره جدا، اسماء كبيره كتيره. بس لما تشوف عند المختصين في الطاقه النوويه اللي هم اللي اشتغلوا فيه، مش في الطاقه نفسها، المختصين فيه اللي ايه؟ اللي هي هيئه الطاقه الذريه، مش برضه على المستوى العالمي، اللي هي كان فيها بعض العلماء المصريين الكبار يعني، بعض المختصين مش في الطاقه النوويه بالضروره، لكن عندهم المعلومات دي، وكان يقولوا لك على اسماء عراقيه كتير 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 مهمه. اغلبهم بيشتغل في هيئات دلوقتي تبع هيئات محايده عالميه تحت سيطره امريكا، اغلبهم يعني تحت سيطره امريكا في النهايه، انتوا عارفين المؤسسات العالميه كلها امريكا هي اللي ساهمت فيها، البنك الدولي مش عارف، والامم المتحده، اللي فيها مجلس الامن، كل حاجه امريكا داخله فيها من البدايه. دي كانت فكره امريكا اصلا، فكره ان في منظمه، دي فكره ويلسون الرئيس الامريكي، ويلسون، وبعد فرانك روزفلت بعد كده، وهي فكره امريكيه ازاي نعمل نظام نحكم من خلاله العالم. طيب انا بس عايز اقول لحضرتك وجهه نظر انا بين الصراع بين الدين والعلم. لا، هو انا في رايي ان هو صراع فعلا مفتعل، مش مساله صراع مفتعل. هو اولا لازم كان هيحصل حاجه زي كده، لان فيه تداخل بين الفلسفات العلميه زي ما قلنا، وبين
الدين بسبب التداخل بالفلسفه والدين عموما. فالتداخل او التداخل يسمح بصدمات بين الفلسفه والدين. ممكن اقبل فكره ان في فلسفه معاديه للدين او دين معادي للفلسفه، ممكن اقبل فكره ده، كلام منطقي ممكن يحصل، ممكن من حيث المبدا. انما العلم يصطدم بالدين ده كلام غير ممكن من حيث المبدا، اللي يحصل ده كلام ملوش اي منطق. وما شفتش اي قضيه، انا نفسي ما شفتش اي قضيه يتصادم فيها او يقال ان في تصادم فيها من العلم والدين، وبالفعل فيها تصادم بين العلم والدين. ليه؟ اول حاجه، اول قضيه واهم قضيه، اول واخر كلام في الموضوع، ان المنهج العلمي التجريبي ما بيقولش ان نتائجه حتميه. هو بيقول لك ان الانسان تطور، لكن قال لك 100% والله العظيم عليا اتطور؟ في عالم هيقول لك كده؟ مش يقول كده، يقول ساعتها بيطلع مراته. فهمت؟ فهو نتائجه غير حتميه، ده بيقول لك ده احسن اللي احنا وصلنا له. تقوم تقولي بيتناقض مع الدين اللي انت مؤمن به بمنهج تاني خالص. الايمان بيتم ازاي؟ الايمان بيتم بشكل ارادي، في حاجه اسمها التصديق وفي حاجه اسمها الايمان. الايمان حاجه تانية خالص غير التصديق. انا ممكن اقول لك انا مصدق دلوقتي ان انا في علمانيون، انا في علمانيون، انا مصدق، مش بخرف يعني، مش بحلم، انا مصدق ان انا ومصدق ان انتم موجودين، لكن ما اقدرش اقول انا مؤمن ان انا في علمانيون ومؤمن ان انتم موجودين، كلام ملوش معنى في اي لغه زي ما قلت في الندوه. فالايمان بيتم بشكل ارادي لاهداف معينه. في حد ممكن يقول لك انا مؤمن بالله لسبب اساسي، سبب واحد بربنا، بس امن بيه ليه؟ بسبب معجزه، بسبب انه لقي دليل، كان ربنا قال لي انت ورانا نفسه، لو في ادله عليه كان ورانا نفسه، هو ما سابش اي ادله، لان الايمان دايما لازم يتعلق بالغيب، لازم يتعلق بالغيبيات، ممكن يتعلق باي حاجه عليها ادله. فانا حد يقول لك الايمان بالله علشان يفضل ايمان لازم ما يبدأش في ادله. يا رب اوعى اوعى توريني، اوعى توريني دليل على وجودك، لان انا لو لقيت دليل على وجودك هيبقى تصديق مش ايمان. طب انا ليه عايز الايمان؟ لان انا ليا فضل في الايمان. التصديق لا، انا مصدق ان انتوا في علمانيين ماليش فضل ده، انما لما بقول لك انا مصدق انا مؤمن بربنا علشان انا عايز يبقى فيه عداله ويبقى فيه رحمه ومش عارف ايه في الاخره حسب بقى ايمان كل واحد، فساعتها انا ليا فضل في الكلام ده. ليه؟ لان انا لا يمكن امن ايمان صادق فعلا بيني وبين نفسي، ما ربنا المفروض انه عارف بقى، الا وانا شخص كويس فعلا قدام ربنا. ليه؟ لان انا قابلت في هذه الحاله ان يطبق عليا المعيار، انا عايز العدل صبح في رحمه، بس انا عايز كمان العدل، فالعدل يطبق عليا انا كمان، فانا كده انسان فاضل وانسان كويس. هي دي العلاقه بين الاخلاق والايمان، هي دي سبب هذه العلاقه. فالايمان حاجه تانية خالص خالص خالص، ده حاجه تانية غير العلم خالص. العلم بيقول لك والله احنا بحثنا بشكل تجريبي ودي احسن حاجه الايمان، اتفضل انت هات غيرها. يجي رجل ديني يقول لك مفيش تطور، اتفضل فسر لنا اللي بيفسره نظريه التطور، فسر لنا التنوع الحيوي، فسر لنا الاجزاء اللي ملهاش لازمه في كتير من الكائنات، فسر لنا ازاي الجينات متشابهه بين كائن وكائن، حاجات بقى كتيره ليه احنا درسنا بعضها. فسر لنا الخطه العامه في بناء الفقاريات، كل الفقاريات الخمسه، الاسماك والطيور والزواحف والثدييات دايما ننسى الخمسه اللي هي الخمسه، البرميات الضفادع والحاجات دي، دول الاجناس الخمسه اللي طالعين من الفقاريات اللي فيهم عمود فقري يعني فيهم هيكل عظمي وكده، فيها خطه واحده. حتى الضفادع اللي كنا بنتكلم في الاول خالص على الضفادع، تلاقي الضفدع عندها هيكل شبه الانسان، دايما في صوابع وفي رجلين وفي بتاع، فتجي ازاي ده الكلام ده؟ ده الكلام ده بيوحي ان الحاجات دي كان لها اصل واحد. فسر لنا الحاجات دي بشكل مختلف غير نظريه التطور ويكون افضل، بس انت ما تقدرش تعمل كده غير لما تجيب دليل على كذب نظريه التطور، ولو دليل واحد. هات دليل واحد على كذب نظريه التطور اللي هي النهارده النظريه التركيبيه الحديثه. دليل واحد بس كلها هتسقط، وانت هتاخد جايزه نوبل يا عم، وانت اصلا رجل دين، جايزه نوبل في الفيزياء، وانت اصلا رجل دين، وانت اصلا دارس في الازهر، مالكش علاقه بالفيزياء. ولا اقصد في الطب، في علوم الحياه يعني. ما هو البيولوجيا، العلوم الطبيه فرع من العلوم البيولوجيه يعني، فانت هيبقى نفس المجال. طيب ده هيئه الكلام يعني، اخر الكلام في الموضوع. الايمان بيتم بشكل مختلف خالص، والعلم لا يحتم ولا يصدق 100% في كلامه، مفيش حاجه زي كده. يقول لك ده احسن حاجه لنا، ممكن نلاقي بكره حاجه احسن، ممكن بكره شفناها غلط، ممكن بكره شفنا اينشتاين غلط، او ان ماكس بلانك وهايزنبرج غلط، ممكن بكره نعمل ده، لكن حتى الان مفيش. عشان كده بيقول لما تلاقي حوار علمي يقول لك نظريه الكوانتوم والنسبيه ليه هما اهم، هي طبعا اعز معرفه بشريه، اعز ما لدينا من معرفه، الكوانتوم والنسبيه يعني دول مبني عليهم كل المعرفه العلميه. لا يمكن لعالم في اي مجال، بس انا طبعا بنتكلم اكتر عن علوم الطبيعه يعني، بنتكلم هنا عن الفيزياء، لا يمكن تعمل اكتشاف او تحط نظريه متعارضه من حيث المبدا مع النسبيه او الكوانتوم. من البدايه كده شغلة غلط خالص، انت كده بتخرب غلط.
ليه؟ لانك عشان تعمل ده محتاج تثبت غلط، محتاج تثبت كذب. النظريه دي او النظريه دي او الاثنين مع بعض، لو انت بحسب شغلك محتاج تثبت الكوانتم غلط، دي مهام صعبه جدا. ده بناء الهرم اسهل، بناء الهرم الاكبر اسهل من انك تثبت الكوانتم غلط. مئات الالاف من التجارب اتعملت على الكوانتم والنسبيه، مفيش حد قدر يثبت غلط واحد. دي حاجه مهوله في الدقه، حاجه مهوله في الدقه، وتبني عليها التكنولوجيا الحديثه بتاعتنا كلها. فدي طبعا اهز ما نملك. يجي لك رجل ديني يقول لك العلم ملوش لازمه ومش عارف ايه، اللي الدين تناقض ومش عارف الكلام ده، ده كلام فارغ. ده انت روح ادرس الاول وبعدين تعالى قول لنا انت بتتكلم ليه في العلم. انت قاعد تتكلم، انت قاعد في بيتك وبتاع قدام مش عارف، درست في الازهر، انا درست العلوم الاسلاميه احسن منك. امتحني وشوف، وانا امتحنك ده، انا امتحنت واحد فيهم على الهوا بس ما رضيتش اقول لك بامتحنه. قعدت اساله كام سؤال ومش عارف ايه العلوم اللي هو درسها بنفسه. انا مختص في اصول الفقه، مختص في تفسير القران، وبقول لحضرتك ان ده يعني صناعه ايديولوجيه لضرب معسكرات ببعضها، دي سياسه مش الصدام بين العلم والدين، لا علم ولا دين ولا فلسفه. دي في الاخر كل ده بيستغل لتحقيق مكاسب في صراع ايديولوجي. ده صراع سياسي مش علم ولا دين. مساء الخير، بشكر حضرتك دكتور كريم على الصالون النهارده وعلى الموضوع. طيب ما بين بقى نظريه التطور وفلسفه التطور. عندي سؤال ولكن في نقطه صغيره بسيطه هقولها قبل السؤال كتمهيد له وهبني عليها. يعني النقطة البسيطة هي مسألة هل التطور دائما للأحسن؟ يعني اللي أعرفه أن التطور ممكن يكون إلى انهيار أو إلى انحدار، مش دائما التطور بمعنى الانتقال أو التغير إلى شيء هو أفضل بالضرورة. ده النقطة البسيطة اللي حابب أن أنا أقولها كبداية. السؤال مهم جدا. السؤال تكمن أهميته هو جاي من مجموعة عوامل اتذكرت النهاردة في الطرح بتاع فلسفة التطور تحديدا. ما بين بقى النظريات الأربعة اللي اتحطوا، ما أعرفش هل حصرا هم أربعة فقط ولا بس اللي تم ذكرهم النهاردة، اللي هي التراكمية والفوضوية والجدلية والثورية حسب اللي أنا فهمته يعني. بالظبط. وما بين فكره الحتميه وعدم الحتميه، وما بين فكره الطريقه التجريبيه، وما بين التنبؤات بتاعه مبادئ التطور نفسه زي مبادئ الانتخاب الطبيعي لكل شيء حتى الافكار. كل المعطيات اللي في ايدينا دي بقى، لو هنقول ان التطور او العنايه بفلسفه التطور هي عشان تخبرنا كيف وصلنا الى هنا، و في نقطة خطيرة جدا حضرتك ذكرتها وهي دي بقى محور السؤال بتاعي، هي ان التطور ممكن يكون بشكل تنبؤي، الى اين سنصل؟ عايزين نتكلم على مسألة الى اين سنصل دي، لان دي خطورتها. ممكن نتنبأ بتطور تنظيمات، تنبؤ حركات، مستقبل حركة، يعني مستقبل علمانيون يخضع الى فلسفة التطور، مستقبل حماس يخضع الى فلسفة التطور، مستقبل كل حاجة داعش، كل التنظيمات، الافكار، الديانات والمعتقدات. ممكن اتكلم عن فلسفة التطور واسأل هل البهائية ممكن تصل الى اين ستصل البهائية؟ ففلسفة التطور في الجواب عن سؤال الى اين سنصل او الحاجة اللي في المستقبل، انا عارف ان فيها جزء غير حتمي وانا فاهم الشق ده، ولكن هل هو تكهني بحت ولا اكيد مش محض تكهن؟ اكيد في معطيات بقدر على اساسها ابني الجواب بتاعي الى اين سنصل، سواء بناقش افكار او بناقش تنظيمات او حركات. فعايزين نتكلم شوية عن الحتة دي. دي اسئلة مهمة في العلاقة بين ماركسية وبين داروين من جهة، وعلاقة بين التطور وفلسفات التطور من جهة تانية حاجة. وانا كنت المفروض دي نقاط اساسية على فكرة في الندوة، بس انا لقيتها تبقى فرعية فقلت اختصر الوقت. بص، هو طبعا في اختلافات كبيرة بين ماركس وداروين اللي فيها سؤالك يعني تشتمل على سؤالك بشكل او باخر، لك ازاي التطور عند داروين. ماركس عنده نظرية تطور جدلية، والتاني ده عنده نظرية التطور الاحيائية اللي هي معتمد على الانتخاب الطبيعي. فماركس عنده برضه انتخاب طبيعي برضه، يعني اللي هي طبعا يعني اللي هو مبدا الطبقات، صراع بين الطبقات، احنا الكائن بيتصارع مع كائناته مع الطبيعه، الكائن الحي. وعند ماركس الطبقات الاجتماعيه هي اللي لما بتتكون يعني لو بالثوره الصناعيه ما كانش عندنا طبقه عمال، دي طبقه بروليتاريا، دي كان في شويه فقراء فلاحين بتاع، لكن ما حدش كان يسمع عن الغالبيه العظمى من البشر كانوا فلاحين، ما حدش يسمع عنهم اصلا. ولما ظهرت بقى المجتمع الصناعي ظهر عندنا العمال اصبحوا طبقه، بعد ما كانوا تلاقيهم في ورش بتاع كده لالاف مئات السنين، لما ظهر الصناعي اصبحوا طبقه. هنا لازم تخش في صراع، وبعد كده يتم عمليه انتخاب. بس ماركس بيؤكد ان الطبقه الجديده الصاعده لازم تنتصر. هو شايف ايه؟ مش بيتكلم ده بيحصل او هل يحصل، لكن احنا على اي حال مش في اخر القصه، ممكن يحصل في المستقبل حاجات تؤيد ماركس او هيجل مش عارفين لسه. لكن
حتى الان ماركس شغال زي ما هو فعلا. هو فعلا تنبأ بظهور الدكتاتوريه في الدول الاشتراكيه، وتنبأ بظهور الدول الاشتراكيه، وتنبأ بسقوط الدول الاشتراكيه. لكن احنا ما دخلناش مرحله الشيوعيه لسه ولا حاجه، ولا الدول الاشتراكيه ولا الراسماليه انهارت. هي دي الفكره. لكن هي الراسماليه نفسها تحولت نيوليبراليه. طيب داروين عنده التصور بيتم رغم هذه التشابهات، هتلاقي في اختلافات كبيره. داروين لا يستعمل التصور للتنبؤ بالمستقبل. في بعض الناس بتاخد النظريه التركيبيه الحديثه نظريه التطور النهارده وبيحاولوا يبنوا عليها تكهنات كده. ايه، هتلاقوا فيديوهات زي دي على يوتيوب، حاجات كده يعني للعب، يعني زي التاريخ، زي ما اقعد اعمل لك التاريخ البديل. عارف ايه التاريخ البديل؟ ده مش علم تاريخ، ده مش علم، ده اللي هو ايه يعني، مش هتدرسه قسم تاريخ كل. التاريخ البديل اللي هو ايه؟ ماذا لو كان هتلر انتصر في الحرب العالميه الثانيه؟ ماذا لو كان لم يتم اكتشاف امريكا على الاطلاق؟ ماذا لو كان عمرنا ما قدرنا نخترع الصواريخ او نطلع الفضاء او مش عارف ايه؟ ربما كنا اكتشفنا علاج السرطان، صرفنا الفلوس دي على حاجه اهم، حاجه دي. الله اعلم. فده التاريخ البديل. ففي ناس بتعمل كده وبتقول لك ايه، ما مستقبل الثدييات؟ ما مستقبل ايه الكائنات اللي هتعيش اصلا في المرحله الجايه؟ وفي بعض الناس بتوقع ان مش هيبقى في اي كائنات غير البني ادم والانسان الالي. البني ادم والانسان الالي بس، وغالبا هو للاسف. ليه؟ علشان الراسماليه. الراسماليه عشان تعيش لازم الكل يموت. لازم هتدمر الطبيعه. ماركس تنبأ ان الراسماليه هتدمر الطبيعه. ادي احنا اهو دمرنا المناخ، اتدمر اهو، اديك شايفه، اديك عايشها بنفسك. انت دلوقتي عايش الماركسيه، يعني ماركس تتكلم عن حاجات دي في المستقبل البعيد كده، انت دلوقتي عايش التجارب جوه راس المال نفسه. طيب داروين لا يستعمل ده، لا يستعمل التصور للتنبؤ، ولكن بيستعمله التفسير، وده مهم جدا. العلم لازم في مرحله تفسير، يعني لازم يمر بمرحله التفسير من ادوار المنهج العلمي الاساسيه، تفسير الظواهر طبعا، وصف الظواهر، تفسير الظواهر، وصف الظواهر، تفسير الظواهر، وبعد كده التحكم في الظواهر لما اقدر ان انا عن طريق العلم اقدر. لكن انا هنا بحاول افسر ايه اللي حصل في الماضي، ده فهم الماضي. لكن ماركس مش مهتم بالماضي، هو بيفسر الماضي علشان يعمل حاجه في المستقبل، مش بس يتربى، هو علشان يغير التاريخ. بيقول انا فلسفتي مش فلسفه لوصف التاريخ، هو من البدايه بيقول كده. انا عايز، هو دخل الوسط الاشتراكي المثقفين الكبار دول اللي كنت بتسمعوا عنه، قال لهم انا عايز اغير التاريخ. انتوا بتفسروا التاريخ، انا عايز اغيره. كل فلاسفه بيحاولوا، انا عايز اغيره، مش عارف اعمل صرف عليه. فهو طبعا بيستعمله للتنبؤ اكتر منه فائدته الاساسيه التنبؤ، مش التفسير عند ماركس. فشايف هنا واحد بيفسر الماضي، واحد بيتنبأ بالمستقبل. الاثنين طبعا ماشيين في كل واحد فيهم طريق عكس الثاني، او بيستعمل الافكار فكرته في التصور عكس الثاني. انما انا كتبت السؤال بتاعك بس مش عارف اقراه. التنبؤ بيتم ازاي؟ التنبؤ في المراحل التاريخيه القادمه ده بيتم ازاي؟ بيتم يعني حتما هيحصل كذا، ولا هو بيقول بيتكهن، ولا بيحلم؟ لا، هو بيتكلم على اساس اللي شافه من مشاهداته ومن خبراته. يعني هو كان بيتنبأ بقيام الدول الاشتراكيه ليه؟ لان هو شاف سنه، اولا هو عاش ربيع الامم او الربيع الاوروبي، حاجه زي الربيع العربي كده في اوروبا، سنه 48 1848 اللي هي السنه اللي صدر فيها اصلا بيان الشيوعيه في انجلترا. هو بيان الشيوعيه صدر في انجلترا طبعا الاساسيه، وهو شاف اللي حصل في الثورات دي زي ما احنا عاصرنا الثورات العربيه. الثورات دي اغلبها اتهزم، لكن قدر التام لها اثار ممتده فيما بعد، وكان من اهم اثارها احنا بنتكلم طبعا عن مسار معقد اللي هو الرايخ الثاني. مش هنتكلم في تاسيس الرايخ الثاني، ممكن الندوه الجايه نتكلم في الرايخ الثاني، لانها تجربه سياسيه مهمه، انما وهنستفيد منها. انما انا بتكلم ان هو شاف لحظه تاسيس الرايخ الثاني سنه 70 71. في سنه 71 قامت جمهوريه شيوعيه فين؟ في بلد مهمه وفي عاصمه مهمه، في باريس، كوميون باريس طبعا، في فرنسا. فرنسا بعد ما المانيا هزمت فرنسا، فرنسا حصلت طبعا فيها فوضى منيله، فراحوا الشيوعيين عاملين حكومه، اعلنوا جمهوريه، وكان جمهوريه فعلا، فاتحد عليها الجيش الفرنسي مع الجيش البروسي الالماني يدمروا، دمروا بوحشيه شديده. طبعا الفرنسيين الفرنسيين دول اول ناس في التاريخ عدموا الشيوعيين في الثوره الفرنسيه، السته اللي اتعدموا سموها مؤامره الاكفاء، هي كانت مؤامره على فكره حسب ما انا اعرف، يعني حسب ما انا اعرف ما كانتش اتهامات فارغه، بس انت بتتكلم اثناء ثوره يا جماعه، يعني في متآمرين وفي ناس متخبرين وفي ده كل حاجه موجوده. الثوره بتعمل شرعيه جديده وبتنسخ الماضي يعني، بس هو يعني دول عشان هم كانوا خايفين التيار الشيوعي من التيارات اللي شاركت في الثوره الفرنسيه، فهم اعدموا القاده الاساسيين بتوعهم، كانوا من اول الروس اللي بتطير بعد الملك. كانوا هم قلت لكم الشيوعيين دايما اول ناس بتطير راسه، طالما ان هم مش في القمه، طالما ان هو مش هيطير راس كل الناس، اول راس هتطير هو الشيوعي.
لازم اخطر واحد. اخطر واحد هو الشيوعي، اخطر واحد عليك انت، انا بقول اخطر واحد على البشريه، انا بقول عليك انت كحاكم راس مالك كايه، اذا كان هو بيعاديك انت، لو انت اللي في راس السلطه هيبقى خطر جدا بالنسبه لي. علشان كده كان في ليبراليه في مصر بدرجه يعني، كان في سياده قانون لحد كبير يعني، ليبراليه جزئيه انا عارفه، مش كل مصر كانت بتشمل هذه الليبراليه ايام اللي يعني في العشرينيات بعد ثوره 19، الثلاثينيات الاربعينيات يعني، على الاربعينيات كده انت تشوف نفسك، هنتكلم في يمكن ندوه جايه، انت تشوف بنفسك ان السياسه في مصر خلاص تحولت الى ميليشيات، الوفد لميليشيات، مصر الفتاه لها ميليشيات، الاخوان المسلمين اللي كانوا جماعه كبيره مهمه في الوقت ده برضه ليهم ميليشيات، ليهم تنظيم له خصوصيه معينه، والملك ليه ميليشيات، الملك في ميليشيات، ما انت عندك الدوله والجيش وعندك الحرس الملك لعامل التنظيم الحديدي اللي هو كان اسمه الحرس، الحرس الحديدي اللي كان فيه السادات، قصه معروفه. بس عايز اقول لك السياسه انتهت في مصر وتم عسكرتها قبل ما يجي عبد الناصر بكتير، بعد معاهده 36 على طول بدات طبعا مصر الفتاه، كان هو الحزب اللي وكان عضو في هذا الحزب كان عبد الرحمن بدوي، لكن فكره القوميه المصريه كنت لسه بكلمكم عنها في سؤال سابق يعني. خلاصة كل ده ان يعني ازاي تقدر على طريق فلسفة التاريخ مش فلسفة التصور، انت بتتكلم في مجال التاريخ صح؟ يعني عايز اقول لك يعني هي صحيح هي فرع من فلسفة التطور، بس انا مش عن طريق التطور كأن الحقيقة اقدر افسر تطور المجتمع يعني، دي حاجة ودي حاجة يعني كده بعمل اسقاط او يعني اسمها اسقاط في الفلسفة، الاسقاط ده عملية تزييف يعني، باخد حاجة من مجال تاني اطبقها من سياق على سياق وانا مش عارف العلاقات السياقية، لكن عن طريق فلسفة التاريخ ودي فلسفة التطور، بدون فلسفة التطور ممكن تتنبأ. ده عايز بص عايز قدر من الاستقلال، استقلال للرأي، عشان انت الرأي العام اللي حواليك الفرد ذكي والمجتمع غبي على طول، انت لو مختلف مع اغلب الناس غالبا هتطلع انت صح، ده لو انت حد فعلا واعي وواقعي مش بتختلف مجرد الاختلاف، فاذا انت حد كده غالبا هتطلع انت صح هم غلط ايا كانت القضيه يعني. اي لو انا مطلوب مني، لو انا قاضي وبحكم مطلوب مني احكم صح في اغلب الحالات بس مش في كلها، اغلبها بس هحكمها لك كلها انت صح على طول ايام يعني، انا كده حكمت صح غالبا وصح اكيد. اجتماع الناس مع بعضها انت هنا مش بتتكلم عن ظاهره فرديه، خلاص خلاص اجتماع الناس مع بعضها بتتكلم عن وعي جمعي، عقل جمعي، ده دي قوانين تانية خالص ونفسيه تانية خالص، موضوع تاني خالص، فمش بتتعاملش مع الكتله البشريه ان هم بشر، ان هم بشر واحد بني ادم واحد، لا دي كتله مختلفه ليها عقل جمعي غالبا بيبقى غبي جدا وقاسي جدا، عامل زي الحيوانات الضخمه اللي ماشيه ومش عارفه بتدوس ايه وما هياش فاهمه هي رايحه فين، غالبا الوعي الجمعي. لكن فانت ده تعامل معه بحذر، ده حد غبي يعني قوي جدا. طبعا قوتهم الاساسيه ان هم ايه بيأيدوا بعض، بيأيدوا راي بعض، عايز قدر كبير من استقلال الراي عشان تختلف، عشان ما انت هتتنبأ اكيد هتختلف يعني، مش بتتكلم ده الموجود فعلا، انت عايز تعمل حاجه جديده يعني، عايز تقول مستقبل امريكا هيبقى ايه مثلا، هتقرا ازاي؟ بتحاول تقرا طبقا للتجارب السابقه. انا قلت لك شويه ان ماركس عمل كده، هو شاف بنفسه الثورات الاشتراكيه بتحصل، وشاف بنفسه الثورات الشبابيه بتحصل، وازاي ان العمال ممكن ينظموا نفسهم، فهو تنبأ ان بالفعل هتقوم حكومات اشتراكيه في الوقت اللي ما تقدرش ان في حكومات اشتراكيه يعني. كوميون باريس لغايه النهارده كوميون باريس برغم انها كانت جمهوريه وليها نظام، بس يعني ما حدش بيعتبرها كانت دوله، وجمهوريه بافاريا في بعد الحرب العالميه الاولى السوفيتيه دي برضو كانت تجربه صغيره جدا يعني، حاجه بسيطه جدا اتكونت بس جم بعد كده الميليشيات اللي تصرحوا من الجيش، الجيش الالماني تصرح وكانوا معترضين على استسلام المانيا وبتاع، طبعا كان في ناس كتير معترضين، راحوا مكونين نظام فاشي، نظام عنصري، كانوا اصلا المانيا كلها كانت عنصريه في الوقت ده، فدمروا الجمهوريه دي، وبرضه هم اللي قتلوا روزا لوكسمبورج وليب كنيشت اللي هم اكبر شيوعيين، طبعا افكارهم مختلفه عن السوفيت، روزا لوكسمبورج بالذات يعني، انما هو اكبر مفكره شيوعيه ماركسيه معروفه يعني، فيش واحده ست ثانيه توصل لوصلت القامه دي، وخلي بالك الستات نادرا اما بيوصلوا لمناصب عليا بجهدهم مش بالجمال والبتاع ده، اقصد بالذكاء وبالتخطيط وبتاع، نادرا اما واحده ست توصل لهذا المستوى، روزا لوكسمبورغ او غيرها دي وصلت لمستوى قياديه على الارض ومفكره ليها كتبها، مفكره ماركسيه ليها كتبها، ليها استقلالها، بيتناقش لينين اللي هو ساعتها كان زعيم دوله مؤسس الاتحاد السوفيتي. لكن اذا واحده ست وصلت لمنصب زي ده تاكد ان هي واحده فيها درجه ما من العبقريه، لان من الصعب جدا عليها انها تعمل ده، هي اساسا صعب جدا توصل، مبدئيا صعب توصل، اما اذا وصلت لهذا المنصب بالذات يعني ممكن توصل لمنصب ملكه لانها مرات ملك،
والإمبراطورة ولا مش عارف ازاي شجرة الدر عندنا. ما أيام المماليك مصر دي كانت قوة عظمى في الوقت اللي مات فيه خلص فيه الأيوبيين يعني وبدأ عصر المماليك، وهي نفسها كانت مملوكة يعني، وما يعني حاجات صدف زي دي ممكن تحصل. لكن أنا بتكلم عن واحدة وصلت بجهودها وشغلها وإضافة حقيقية للمعرفة والتاريخ، مش لازم تكون في الفلسفة أي مجال يعني. في العلوم الطبيعية سهل ناطق ماري كوري ده نموذج سهل مش صعب، ده مش نموذج مش إعجاز. الكشف العلمي مش محتاج أي حاجة، مش محتاج حكمة، مش محتاج نضج، مش محتاج وقت. أنت ممكن أقعد تشوف حاجة واحدة فعلا جايز نوبل خلاص كده خلصنا. إنما أنت لو فيلسوف ولا أديب حلاني بقى على ما تاخد لك أولا هجيبوا أعمالك كلها. ليه توفيق الحكيم ما خدش نوبل؟ توفيق الحكيم ما خدش نوبل ليه؟ شافوا الأعمال بتحطها كلها جنب بعضها لقوا إن مستواه عمال بيقل خلاص ما ياخدش نوبل. طب نجيب محفوظ لقوا مستواه بيعلى يعني بيشوف أعمالك كلها. إنما أنت بكشف واحد زي فكرة هايزنبرج وهو بيمشي في الجنينة، ده كلامه هو في كتاب الفيزياء والفلسفة ليه، هو ده بالمناسبة كان أول كتاب قريته بعد التحاق الكلية ده قسم الفلسفة يعني صوت في البحث. هايزنبرج ده كان من النماذج الأساسية المهمة بالنسبة للشباب في العشرينيات، وكان من النماذج الملهمة لأن هو بدأ كشوفاته في سن صغير. الكشوفات العلمية مش محتاجة سن، إنها مش محتاجة حكمة، مش محتاجة عمل تراكمي كبير. أنت ممكن تعمل ده وأنت لسه عندك إن شاء الله حتى 15 سنة لو قدرت تتعلم العلوم دي اللي بتدرسها في الكلية والكلام ده، حاجة واحدة تكتشفها تخش التاريخ ده سهل. فماري كوري إنها خدت جايزة نوبل مرتين وفي رأي مختلفين ومش عارف إيه وعمل كذا وأول واحد يعمل كذا واكتشف كذا. الكشوفات العلمية ما فيهاش إعجاز. أنت عايز لأنها ما عملتش نظرية يا جماعة، هي عملت نظرية. أنتوا تعرفوا عنها كده طبعا، هي ما عملتش نظرية. ده اكتشاف حاجة واكتشاف حاجة وكلام من ده بس. لكن لما تيجي تتكلم عن أينشتاين ده حاجة لوحده، لا ده كوانتم برضو نظرية يمكن أهم بالنسبة لي بنتعامل معاه أكتر. لكن في فرق، في فرق. الكوانتم كان فريق عمل كبير بيشتغل، كل واحد بيضيف حاجة، وكان واحد بيعمل حاجة مش فاهمها وبياخد جايزة نوبل، فيجي واحد يقول اه هي دي معناها كذا ياخد جايزة نوبل. فكان ده يعني عايز أقول لك إن جايزة نوبل كانت بتتفرق لدرجة ان اوبنهايمر ليه كلمة شهيرة في الموضوع كلكم عارفينها اللي هو ايه، من سيحصل على جائزة نوبل هذا العام هو من لن يكتشف جسيما جديدا في الذرة. اللي مش هيكتشف حاجة جديدة هو ده هيدي جائزة نوبل، فده من كتر جائزة نوبل كانت تاخد ساعتها وسهولة حصولها في العلم. انت لو عايز تاخد جائزة نوبل العلم الطبيعي على طول عليك العلم، اوعى ابعد عن الطب والادب، ابعد عن الادب والفلسفة. وحتى اللي خدوا جائزة نوبل في الفلسفة من الفلاسفة خدوها في الادب، لان مفيش جائزة نوبل في الفلسفة اصلا. ممكن تاخدها في الرياضيات، ممكن بس في الرياضيات محتاجه برضو كشف ملاحظه. يعني انت محتاج سرعه بديهه وقوه ملاحظه عشان تاخد جائزه نوبل في العلم. العلوم الطبيعيه، العلوم الطبيعيه عموما عايزك. انت عارف الذكاء السريع، الذكاء السريع اللي هو ايه، بيعتمد على سرعه، بنسميها احنا سرعه بديهه وقوه ملاحظه، اللي هو ايه يعني مش حد يقدر يخطط لمدى بعيد كام سنه قدام عشان مش عارف يوصل لان هو يبقى رئيس دوله، مش كده مش ده. الواحد اللي هو يقول لك يبقى يعرف يحل فزوره، يعرف يعمل نكته بسرعه، صاحبك اللي بيهزر كتير وتلاقي النكت بتاعته اصيله وجديده، ده نموذج للذكاء السريع اللي عند الستات اكتر. الستات قويات الملاحظه ويتحركوا في الحاضر احسن، الرجال بيتحركوا في المستقبل، ان الرجال كائنات خياليه. حتى نظره الرجل للمراه ان هو يحبها ويحب جسمها ويشتهيها ده بيتخيل، ده مش بجد. هو ممكن ما يشوفش اصلا جسمها، هو بيشوف الرجل يشتهي المراه المتغطيه شويه، مش المتغطيه خالص 100% لان انت شايف ملامحها ولا العاريه خالص. ليه؟ ليه؟ لأن اختلاط الحقيقة، أقصد البيان بالاحتجاب، اللي أقصد يعني في حتة ملابس مغطياها وفي حتة عريانة من الملابس، لما يكون الاثنين جنب بعض عندك أنت كراجل بشكل غريزي بتبدأ تتخيل. فأنت بتحب الخيال، بتحب الست في خيال، بتحب بتفكر في حاجة دايما في خيال، دايما أنت بتفكر. عشان كده الرجل كان له دور قيادي، بس هو ما عندوش قوة الملاحظة ولا قوة الذاكرة ولا ايه ولا سرعة البديهة اللي عند الستات. عايز تتأكد انزل فاصل في سوق ولا انزل فاصل مع بياع وريني مع زوجتك. يعني انا على نفسي بحب فاصل بتاع زوجتي على طول، انا ما اعرفش ايه بتاع فاصل، مفيش راجل يعرف فاصل ويكسب معركة كلامية خاصة مع واحدة ست. عشان كده واحدة ست كلمتك في معركة كلامية ابعد السكة دي، ابعد، اقفل الكلام، خطط على مدى بعيد، خطط لها على مدى بعيد، انما تحاولش تهزمها دلوقتي، هي في الحاضر احسن منك. انت في المستقبل كل وجودك، انت ما انتش اصلا موجود، انت بتتخيل انت موجود في الحاضر، انت موجود في الحاضر، هي شايفاك موجود في الحاضر، انت شايفها في المستقبل. فالمستقبل بصفه عامه مساله عايزه يعني هل هي معتمده على الخبره؟ انا عايز اقول لك يعني انا يعني انا مش عايز اكون عشان كنت بتكلم عن نفسي، بس انا مريت بالبدايه يعني انا قدرت اعمل تنبؤات اساسيه فيما يتعلق بمسار الثوره في مصر، انها ثوره سميها مجموعه من الثورات. الكلام ده كان في 2012، في ديسمبر 2012
وتنبأت بكل اللي حصل في 2013 وان الدائره هتدور على الاسلاميين بمجرد ان في مظاهرات مليونيه طلعت ضد مرسي، لسه ما كانش حصل حاجه والجيش قال تدخل بتاع ده. الكلام ده كان في 12 اقصد شهر 12 سنه 12، لسه ما خلصش 2013. وتنبأت بكل اللي حصل ده وقلت للاسلاميين انت تبدا تحلق دقنك وتهرب من دلوقتي، انا لو منك اهرب من دلوقتي. صح، اول ما يحصل عليا بكده خلاص مهانة، ده دي السكينة. هو مستنين ايه؟ مستنين الناس تخرج ضد. هو مش ده اللي حصل في خلال كام شهر؟ كل الناس دي طبعا اللي هرب اللي هرب. طب ما سمعوش الكلام من الاول ليه؟ في ناس تانية ما سمعتش الكلام اللي هم بقى كانوا من التيار الليبرالي، هي دي الفكرة، وما صدقوش ان دي النهاية، ما صدقوش ان دي هتبقى نهايته. وقلنا لهم الكلام ده، قلت لهم انتم هتدور عليكم الدائره. واللي حصل ده عند اثر الاتحاديه ده ان في مظاهرات مليونيه تطلع ضد مرسي، حامد مرسي عدس صحيح بسبب القرارات الدستوريه للتعديل الدستوري اللي عمله تحسين منصب النائب العام الجديد اللي هو جابه. والكلام ده منصب النائب منصب مهم يعني، فده طبعا هو كده بيغلط قدام العالم كله، ولن ينتخب تاني ولن ينتخب الاخوان تاني، خلاص كده انتهوا. سواء في انتخابات ما فيش انتخابات انتهوا خلاص، مصر كده خلص. ولو انتهوا بانتخابات ده سقوط ألعن، ده سقوط ألعن من مبادئ يظهروا تاني في المجتمع وعادي هتحطه معاه. دي اسوأ وسيله ان ترميه في السجن، دي اسوأ وسيله عشان تقدر تعرف تقدر عليه ازاي وانت عندك مستوى تعليم منيل زي ده. اللي انا بشوف الجامعه بشوف نفسي لا يمكن، لا يمكن ده هو لا يمكن. وبعدين يعني ده اللي بيحصل ليه ده؟ يعني ليه حد تنبؤاته تبقى اقوى واخضر على التحقق؟ الاستقلال اولا والواقعيه، مش التفكير الرغبي اللي هو يقول لك احنا هنعمل تمرد عشان حمدين صباحي هو اللي يبقى رئيس. ده تفكير رغبي، التفكير الرغبي اللي هو wishful thinking، اللي هو حد بيرغب في حاجه فبيتخيل انها تحصل. ده انت بتتخيل بتتمنى ان حمدين صباحي عن طريق حركه تمرد يوصل للرئاسه. شوف السذاجه، شفت السذاجه؟ يعني يقول لك البرده، البرده هيوصل بعد التمرد هيوصل. ايه الهبل ده؟ انت هتوقع ده، هيجي لك ده واحد معروف هتوقع ده، مفيش غير ده. انت عندك يا اما ده يا اما ده. بلد مين؟ ده كان وقتك انت تبني طيار مدني، تبني طيار مش مفيش لسه طيار مدني كمعارضه للاسلاميين، فساعتها في طيار مدني. ده كان وقتك، وكان عندهم تمويل وتنظيم وكل حاجه، بس هم تفرقوا وفضلوا تضحيه بكل شيء بالتجربه بتاعتهم كلهم، حتى بحريتهم بنفسهم احيانا علشان الاسلاميين ما يوصلوش لبتاع هم اللي كانوا يسموا وصلوا اي حاجه. بس يعني في نختلف في النقطه دي، واتمنى ان اكون غلطان، اتمنى ان اكون مخطئ يعني، وان ما يبقاش فيه نوع من الحتميه التاريخيه يعني. استقلال الوقايه، طبعا الوقايه مهمه جدا. انت عندك بالذات في الثقافه بتاعتك، الثقافه الشرق اوسطيه اللي هي او البحر المتوسطيه بالبحر يعني، في ناس عواطف بتشتغل مكان الافكار. الناس بتفكر بجسمها حرفيا، حرفيا الناس بتفكر حسب حالتك الجسمانيه، المخ يفهمها انها عاطفه معينه فبيحركك بيها. انت متغاظ وبتكره الاسلاميين فتلاقي نفسك بقيت ليبرالي او عادي، تبقى ليبرالي او شيوعي لمجرد انك تكره الاسلاميين. ده طبعا ده عيال، ده اطفال، ده مش انت عواطفك دي خليها بعدين، لما تكتب شعر تكتب روايه وطلع عواطفك. لكن ما ينفعش الناس بتفكر فعلا بشكل لا تتخيل، وانا شفت ده كتير عشان يمكن اكبر منك سنا فشفت ده يعني بشكل ماساوي جدا. غير كده كمان الخبرات التاريخيه ودراسه التاريخ وقدرتك على ملاحظه نمط في حركه التاريخ، واشمعنى حصل هنا في الدوله دي في كذا، يعني ليه حصل حرب اهليه في سوريا وما حصلش في مصر؟ ليه حصل ليه حصل في ليبيا؟ اللي حصل في ليبيا ما كانش حرب اهليه بالظبط، وكان انفجار البلد كلها انفجرت على بعضها، والتدخل الاجنبي طبعا الكلام ده يعني الى اخره ده. فلازم اشمعنى حصل هنا؟ دي نقط مهمه جدا في التفكير العلمي، انك تشوف حاله ما حصلش فيها المتوقع. معنى كده ان في سبب، معنى كده ان نكتشف عامل جديد وهكذا. فدي العوامل المهمه. لكن الحقيقه انا ما اشتغلتش في ده، عشان كده ما عنديش نتائج اجيب لك قائمه نتائج 1 2 3، ان ما دام مبدئيا كده ده التجربه اللي انا مريت بيها، ودي الافكار القواعد اللي انا اظن اي حد لازم يلتزم بيها مبدئيا على الاقل يعني. بس ودراسه فلسفه التاريخ طبعا، وفلسفه التطور نفسها كفلسفه تاريخ فرع من فلسفه التطور زي ما قلت. طيب مساء الخير، اولا بشكرك على المحاضره اللي حضرتك قلتها. انا بس ليا سؤال في التطور. طب حضرتك عرفنا بنفسك عشان انا المهندس بهاء اسحاق، مهندس معماري من الغردقه. اوكي. بالنسبه لنظريه التطور، حضرتك قلت ابن خلدون كان بيتكلم على ان الانسان كان اصله ورد، وداروين اكد نفس النظريه. داروين ما قالش كده،
انا قلت الفرق بين مارون يعني انا سمعت من حضرتك انه قلت ابن خلدون هو اكد على ان الانسان اصله اردو كان بيتكلم في هذا الاساس. انا بس يعني ليا يعني استفسار ازاي هو يقول كده وهو يعلم تماما ان ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله وربنا خلق يعني درجات من زي الجماد ثم النبات ثم الحيوان ثم الانسان وربنا اصطفى الانسان للروح باختلاف كل المخلوقات التانية. فازاي ابن خلدون يكون بيقول حاجه دي؟ بص يا دكتور احنا بنتكلم على داروين بنقول ان هو من اكتر اهم علماء البيولوجي الموجودين في التاريخ يعني لما جم وفي ناس حتى بتقارنه باينشتاين بس انا قريت شويه في التطور فانا لما باجي اقرا داروين مش بقرا كتاب اصل الانسان بقرا الكتب الجديده اللي هي وصلت ليها ان لو داروين كان موجود في العصر بتاعنا وشاف 1952 لما جيمس واتسون اكتشف الدي ان ايه واكتشفوا الجينات كان هو ذات نفسه هيندهش باللي حصل دوت كله. فالفكره كلها انا بقى كنت عايز اوصل للنقطه الثانيه عايز اعرف بالتحليل العصري بتاعنا رؤيه ماركس هل هو لما كتب كتاب رأس المال كان بينتقد النظام الرأسمالي اللي هو فيه مثلا عبودية وفيه عدم مساواة ولا هو كان عنده أيديولوجية معينة لو طبقت الاشتراكية العلمية ممكن الدول المتقدمة اللي عندها وعي تروح للكلام ده مثلا كمان 50 سنة تطبق الكونسبت دوت بمنهج معين يعني حاطط نظام محدد تمشي عليه ولا هو كان بينتقد بس النظام الرأسمالي الكتاب بتاعه اللي هو لسه طلعه. فأنا عايز أعرف برضو بالتحليل الحديث ماركس كانت إيه رؤيته هل هو عنده نظام محدد لنظام سياسي محدد الناس تمشي عليه ولا هو بينتقد النظام الرأسمالي بس أوكي. فانا مش هقرا داروين في الجزء القديم بتاعه. الحاجه الثانيه انا كنت شايف ان مفكر ان ماركس وهيجل وجهين لعمله واحده يعني اكتشفت ان حضرتك بتوضح ان هيجل بيتكلم على دوله استبداديه مش ديمقراطيه رأسمالية فده كان بس عمالي نوع من انواع اللخبطه وانا كنت بحس ان هما الاثنين مترابطين شويه يعني. انا عضو اللجنه المركزيه في الحزب الشيوعي المصري يعني اشكرك النهارده لانك ربطت السياسه بال فعل الحزب في موجود موجود الحزب. موجود من سنه 21 اوكي حضرتك اشرت للاستعاده والتلخيص وده مهم جدا في انه الانسان بيبدا في الرحم امبريولوجيا في بيبدا اميبا ويعدي في مرحلة السمكة والضفدع لحد ما يوصل للإنسان في الضفادع بيقف عند مرحلة الضفدع بس وبيكمل بأنه هو جنين ضفدع أو بتبقى بيض الضفدع بتتطور بهذا الشكل. الحاجة الثانية أنه إيلون ماسك لسه امبارح عامل صورة لاثنين روبوت واحد كبير واحد صغير في متحف وبيشاور له على المخ بيقول له ده البروسيسور ده اصل البروسيسور كان كده يعني انه ان شاء الله هيبقى احنا هنتحط في المتاحف ويبقى هو اللي شغال هو اللي ده لسه نزل امبارح على 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 منصه اكس. الحاجه الثانيه انه الدايركتيك بيعدل الممارسه نفسها لذلك هتلاقي شيوعيه ماركس هتلاقيها مختلفه عن شيوعيه لينين مختلفة عن شوية ستالين طبعا. عن غورباتشوف طبعا. عن النهاردة شي جين بينج طبعا وشي جين بينج النهاردة غير شي جين بينج ساعتها وغير شي جين بينج سنة هيبقى 2048 لما يكملوا الألفية المئوية وساعتها هيكونوا قضوا على الفقر مش بس الفقر الموضع اللي قضوا عليه من سنتين لا الفقر تماما. وفي ناس بقى بالمناسبة دي بيقولوا ما حصلش أبدا في التاريخ الإنساني اي دولة او اي تجربة اشتراكية او شيوعية كلها مجرد محاولات لمقاومة الفقر لان الفقر ده مشكلة ما زالت موجودة العالم كله بيعاني منها ما فيش حتة ما بتعانيش منها. امريكا فيها فقر وفقر مميت كمان في ناس في الشوارع بتموت من البرد وطبعا افريقيا فيها وغزة اعتقد فيها زي ما انتم شايفين. الحاجة التانية انه اللي خلى ماركس يتوقع الاشتراكية في انجلترا انه لا اوضاع العمال سيئة جدا لكن وعيهم ما كانش زي وعي العمال في روسيا اللي كان فيها حركة ثقافية وثورية وفكرية في روسيا هي اللي عملت اشعلت من الخارج كما يقول يعني بيفسر ماوس ستونج بيفسر الفرق بين التناقض الداخلي والخارجي بالفرق بين البيضة والحجر
ان الحجر ما فيهوش تناقض داخلي، البيضه فيها تناقض. أيوة. ده عشان كده لما يجي العامل الخارجي التدفئه تحول البيضه لكتكوت، لكن الحجر مهما ارقد على الحجر الصبح ما فيش كتكوت. سريعا كده كريم، في مقولتك او هيجل لما بيقول مساله الدوله القوميه لا يمكن ان تهزم ومش ممكن تتهزم الا بدوله قوميه نقيضه، ده ياخدني بقى لفكره اذا كنا بنتعامل وانت اقررت ان دي الحقيقه التاريخيه، يعني ده اللي بيحصل. احنا في محاضرتك المهمه الاسلام بما هو حركه تاريخيه وكفاح محمد، واحنا الحقيقه ممكن نصنف مصر النهارده هي دوله قوميه اسلاميه، لانه برضو مساله التعامل مع الفكره الاسلاميه كانها فكره دينيه بحته، لا هي كمان قوميه، وفي نزعه قوميه في الخطاب الاسلامي العام، قوميه دنيويه بعيدا عن البعد الديني. أيوة. طب انت النهارده بقى شايف مثلا مساله لا يمكن الخروج من عنق الزجاجه اللي احنا عايشينه ده الا بدوله قوميه، بقى على تحليل هيجل مساله الدوله الكمتيه والقوميه المصريه، ولا لا احنا ممكن نخرج نكسر الشرنقه دي ونبقى دوله علمانيه ديمقراطيه حديثه على النمط الغربي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه بقى في اطار برضو هيجل وهو وماركس وهم ابناء يعني الحراك السياسي الاجتماعي العنيف اللي حصل في اوروبا في القرن ال 18 وال 19، هل ترى انه الاحداث السياسيه والاجتماعيه هي بتدي قوه للفيلسوف في طرح مذهبه او وجهه نظره، ولا العكس؟ يعني حتى عندنا هنا مثلا على سبيل المثال حسن حنفي كان متاثرا بالواقع اللي حصل في مصر والحراكات السياسيه والاجتماعيه اللي حصلت، وكتابه مثلا الدين والثوره ومن العقيده. هل ترى ده انه الفيلسوف عندما يعمل عليه ان ينفصل ويرى المساله باطار، ولا من وجهه نظرك شايفه ده ميزه ولا عيب؟ او يعني يقوض من عمل الفيلسوف ويبقى يجنح بقى اتجاه التحليل السياسي ولا لا؟ شكرا. بالترتيب يا جماعه، وهي اسئله كلها حقيقه مهمه، حتى لو بعضها انا اتكلمت عنه فعلا في الندوه. اللي اتكلمت عنه في الندوه هاختصره. طيب استاذ بهاء، شكرا على سؤالك. هو بيقول ان ازاي ان ابن خلدون يقول ان ما يعني لدرجه ان هو يذكر لفظ القرد دي وبتاع، ان الانسان متطور بكائنات بغض النظر قرد ولا مش قرد، يعني هو قرد اصله عشان قبيح، فاحنا لكن لو قال لك مثلا اصل الانسان ايه غزاله، طبعا ده كلام بعيد قوي، احنا حتى الهيكل نفسه، بس يعني اصل يعني البحر اي حاجه كده، هو بالتبعيه بالتبعيه في اشتراك في الاصول. اولا هو داروين ما قالش ان اصل الانسان قرد بشكل مباشر، وقال ان في سلف مشترك، وانا فرقت في الندوه بين داروين وبين ابن خلدون. قلت ابن خلدون قال كلام اكثر تطرفا، هو صح قال كلام اكثر ربما اكثر الاكثر تطرفا على الاطلاق. فهو استاذ بقى بيسال بيقول ازاي ابن خلدون يقول كده في نفس الوقت اللي المفروض فيه هو متدين وعارف ان الله خلق الانسان على صورته وخلقه باحسن تقويم واصطفاه. هو اولا اسلاميا ما حدش تقريبا من المسلمين بيقول ان ربنا خلق الانسان على صورته او ان ربنا له صوره معروفه غير بعض الصوفيه فقط. شريحه قليله رفيعه، شريحه رقيقه من الصوفيه بيقولوا ان في حديث عن الرسول بيقول ما معناه ان الله خلق الانسان على صورته. لكن لو كان حاجه زي كده كنا شفناها في القران، اصل الحديث ده ملوش يعني نفس مصداقيه القران على الاطلاق. كنا لقينا حاجه زي كده في القران، ربنا بيقول ان انا شكلي كده، نقول ليس كمثله شيء، ونفى انه يكون ليه اي حاجه نعرفها ممكن تنطبق عليه، وما تفكرش فيه اصلا ولا هيفيدك التفكير فيه، مالكش دعوه، وممكن ما تشوفوش اصلا في الاخره. يعني في راي المعتزله انه لا يرى بعينينا الطبيعيه دي، الا بقى لينا عينين ثانيه، هو اصلا لا يرى ولن يرى. انت ممكن تنتظره، وده من معنى الايمان الانتظار، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يعني مستنيه. في اللغه وفي القران نفسه كلمه ناظر تستعمل كذلك للانتظار، مش بس للنظر. في القران في استعمال ليها للانتظار، وهي بتستعمل في اللغه كده، اللغه تسمح بكده. فالمعتزله بيقولوا كده، فانت ما عندكش تصور لشكل ربنا او في الاسلام يعني، او هل صفاته دي زي صفاتنا؟ يعني يقول لك مثلا ايه رحيم، هل رحيم زي ما انا ممكن يكون عندي رحمه؟ يقول لك مثلا قدوس، يعني باي معنى التقديس بتاعنا؟ هل هو المقدس 100%؟ طب ما في ناس مش متقدس ومش مؤمنه بيه. يعني مسألة ان انت حتى تستنبط بعض صفاته من الاسماء الحسنى مسألة اشكالية جدا، وملهاش برضو يقول ده في دي اسماء، ما قالكش صفاتي، قال لك دي اسمائي، اسماء حاجة وصفات حاجة. انا اسمي كريم، مش بالضرورة اكون انا كريم، مش من صفات، غير ان ده مش كل صفاتي ان انا كريم، يعني مفيش تطابق بين الاسم وبين الصفة وبين الذات. وهنخش في اشكالية كبيرة، وبالفعل بندخل في الاخر اشكالية كبيرة ملهاش اي حل، متاهة كبيرة ملهاش اي حل. لكن هو في الاسلام عموما بصفة عامة
وآخر الكلام مفيش أي تصور شكل صفة أي حاجة عن الله بشكل اللي احنا نقدر نفهمه. يعني هو ممكن قد يكون ليه شكل، هل ليه حجم؟ هل ليه حجم؟ يعني الله إذا كان ليه شكل فهل ليه حجم؟ أصل إذا كان ليه حجم نقدر نعرفه، هيبقى موجود إزاي في كل مكان؟ حجمه قد إيه؟ طب هل ليه زمن بيعيش في زمن زينا؟ طب إزاي موجود في كل زمان؟ وبيتكلم عن المستقبل كأنه ماضي. لا، واضح ان هو كائن، ممكن اقول كائن، ممكن اقول اصلا مش لاقي كيان فوق الابعاد اللي احنا عايشين فيها، الابعاد الاربعه الطول والعرض والارتفاع والزمن اللي احنا عايشين فيها. فبالتالي ده هيكون له قدرات خطيره جدا، انت بالنسبه له عامل زي كانك مرسوم على ورقه، انت بالنسبه له كده، فشوف هو بيتحكم ازاي الورقه دي، ممكن يمسكها يقطعها. انت واخد بالك فرق بعد كامل، هو عايش في ابعاد خمسه، بعد ده يفرق كتير جدا جدا في كل حاجه، يفرق كتير جدا. طبعا النظريات الابعاد والكلام ده استنباطات رياضيه، يعني احنا ما شفناهاش ما جربناهاش، احنا جربنا لغايه البعد الرابع ان الزمن بعد من الابعاد، جربنا لغايه دي لكن في خامس سادس دي ما شفناهاش لسه، لكن مستنبطه رياضيا، مستنبطه بالمعادلات الرياضيه، لكن من الوارد ما نلاقيش. لكن اذا لقينا هيبقى ده، اذا هي حاجه زي كده هيبقى ده. فهو اذا كان في ابعاد خمسه او سته ربما اكتر، ربما اكتر، في بعض العلماء بيوصل عدد الابعاد لغايه 10، بس مفيش فوق 10. بعض الناس بيوصلها ابعد من كده، بس مش بيتكلموا عن ابعاد بالظبط اللي احنا نعرفها، ابعاد مكانيه وزمنيه وهكذا، لكن لغايه 10 بيتقفل عليك ساعتها المجال، مفيش مساحه تعمل فيه ابعاد ثانيه. الابعاد اللي هي فوق الخمس، فوق الاربعه، انت بتتكلم عن حاجات عجيبه جدا 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 فوق ما تتخيل. فاذا كان الله عايش او موجود في بعد من الابعاد دي، هيبقى هو عارفنا وشايفنا موجود في كل زمن بالنسبه لنا، انما احنا من وجهه نظرنا احنا لسه المستقبل ما جاش، ولسه مش موجودين في كل مكان وحاجات زي كده، لكن هو بالنسبه له كل حاجه خلاص حصلت، وكل مكان خلاص اصلا موجود ومحاصر كل حاجه. فهو عشان كده بالنسبه له انت هو عارف ان انت داخل النار، داخل النار، هو عارف مصيرك، لكن انت مش عارف، ومع ذلك انت حر. هو بالنسبه له هو شايف المصير، لكن انت بالنسبه له، بالنسبه لك انت حر، عشان كده انت هتتحاسب، برغم ان هو عارف انت تخش النار. يعني عايز اقول ان هو فوق الوصف، في الاسلام هو فوق الوصف خالص، مش ممكن ان انت تصفه الا بمعادلات رياضيه مشكوك انها تكون تتحقق واقعيا حتى لو كانت سليمه رياضيا يعني. لكن السؤال ليه اهميه ليه؟ انا علقت على الحته دي ان هو كان اشعري. انا قلت ان الاسلام لم يصطدم بالتجريب في العصور اللي احنا بنوصفها عصور اسلاميه، يعني لم يصطدم تقريبا بالتجريب، ما اصطدمش بالحقائق التجريبية بالعلماء التجريبيين، هو اصطدم بالمناطق. بينما الحضارة المسيحية في أوروبا اصطدمت بالعلم التجريبي وجاليليو، حضرتك بتقول على جاليليو من شوية، لكن لم تصطدم بالمنطق. وعملنا ندوة عن الموضوع ده، وعملت كذا بحث عن الحكاية دي، وده كان ليه حصلت المفارقة دي؟ دي كان أول أبحاث أكتبها بعد تخرجي، يعني استنى شرط ابحاث قبل التخرج وبعد التخرج، فبعد التخرج كانت مرحله مختلفه. دي كانت اول بحث اكتبه بعد التخرج، كان في الحكايه القضيه دي، ان ليه ده حصل في المسيحيه حصل غير في الاسلام؟ ليه في الاسلام كان بيتم تكفير المنطقه بس العلماء لا؟ ويجي الغزالي وابن تيميه، الغزالي وابن تيميه دول مستويين مختلفين، الغزالي كفر الفلاسفه، ابن سينا والفارابي، غلط طبعا بالتاكيد، هم وهم ما كفرش، هم يهموش الفلاسفه، وهم ابن سينا والفارابي كفر، علشان هو كان دي حرب سياسيه، كانت معركه ايديولوجيه، كان مصطفى من الدوله اختاروه، الدوله من دول السلاجقه، يعني كان فيها نظام الملك، يعني ايام نظام الملك قبل قتله يعني. فنظام الملك او الناس اللي حواليه ايا كان اختاروا الغزالي علشان يواجه الافكار الباطنيه اللي هي كانت بتاعت الفرقه اللي بيقال عنها الحشاشين، او اللي هي فرقه الحسن المصباح او النزاريه زي الاسماء كثيره، عشان يواجهوا هذه الافكار الباطنيه عموما اللي هي كانت عند الشيعه الباطنيه. الشيعه الباطنيه كانت حاجه مختلفه عن الشيعه النهارده. الشيعه النهارده مش باطنيه، يعني الشيعه زمان باطنيه بجد، يعني اللي هو كل حرف في القران ليه معنى ثاني اصلا، ليه معنى مختلف، وحاجات غريبه جدا، سحر كده، حاجات غريبه جدا. فالغزالي كان لازم يكفر الفارابي وابن سينا، لان هم الفارابي وابن سينا هم من اهم اعمده الباطنيه. الاثنين عندهم تفاسير باطنيه، والاثنين عندهم بيستعملوا حاجه اسمها المنهج الاشراقي، لو بيعتمدوا على نوع من الالهام الالهي. ده طبعا فرق كبير بينهم وبين الفكر العقلاني الانساني المدني بتاع المغرب العربي اللي هو بن باجه وبن طفيل وبن رشدي وناس ثانيه. وحتى الغزالي لما واجه الفارابي وابن سينا هو اثبت اخطائهم المنهجيه فعلا، ده حقيقي.
ليه عمل كده واهدافه دي كلها فيها مشاكل. انما اللي عمله فعلا، انا عملت ندوة قبل كده عن كان اسمها انقطاعات الفلسفه الاسلاميه. ليه الفلسفه الاسلاميه ما فيهاش مدارس فلسفيه ممتده فرض لوحده في سينا لوحده في إيه؟ كان في اشبه مدارس لكن ما كانش في مدارس زي اللي بنسمع عنها في ايام الاغريق، سواء في العصر الهليني لغايه وفاه ارسطو او العصر الهلينستي اللي هو بعد وفاه ارسطو لغايه بدايه العصور الوسطى في القرن الرابع لغايه مجمع نيقيا يعني. والسبب في كده كان ان الصدام بين الفلاسفه واعتماد الفلاسفه على السلطه. فلاسفه الاسلام كلهم معتمدين من السلطه واغلبهم وزراء. الظاهره دي ازاي ما لفتتش انتباه حد قبل كده؟ انا مش عارف. وعملت عنها ندوه قبل كده. دي ظاهره واضحه جدا. بينما الفلاسفه في الغرب ما فيش غير هو هيجل. كلهم معارضين للدوله. كلهم معارضين للنظم القائم. طبعا ماركس اوضح ده اهم معارض في التاريخ. اهم معارض لدوله في التاريخ، اهم محطم الدول او محطم الامبراطوريات. فطبعا في ليه حصل كده؟ التفاسير ممكن نختلف فيها، انما انا حاولت اقدم تفسير والندوات موجوده بقى ارجعوا لها، ندوه قطاعات الفلسفه الاسلاميه وندوه بتتكلم عن فرض المسيح الغزالي والقصه دي، وهنا في ندوه كمان بعدها اللي هي كان اسمها يا رب حد يفكرني. حكماء الاسلام السبعه. الحقيقه والقوه، تاريخ الحقيقه والقوه، اسمها كده تاريخ الحقيقه والقوه. جاليليو تم اضطهاده، وغير جاليليو هو في اللي اتحرق في برونو، جوردانو برونو ده اتسجن كام سنه؟ بتاع 10 سنين باين ولا 6 7 سنين تحت التعذيب، وبعد كده طلع من السجن حرقوه حي، حرقوه جد يعني. ومن هنا بدات اسطوره فاوست بقى فاوست بتاع المانيا ده، ملحمه فاوست والكلام ده. هم اهتموا اصلا بفاوست عشان يعملوا عنه ملاحم في انجلترا الاول، بعد كده المانيا. انجلترا الاول عملوا في عصر شكسبير كان في حد منافس قوي اللي هو كريستوفر مارو، وده عمل مسرحيه انجليزيه عن ايه؟ عن هي طبعا انت هتلاقي في كتير لاتيني في الكلام، بس الانجليزي ساعتها كان ممكن مطعم باللاتيني يعني، وصعب قرايتها شويه الا اذا كانت مترجمه بقى، لكن هي في اغلبها مسرحيه انجليزيه اللغه يعني. وده كان المنافس الاول لشكسبير، بس الراجل ده بعد ما كتب المسرحيه دي اختفى. مسرحيه اسمها دكتور فاوستوس، ده اختفى بعد كده. بدا حكايه فاوست دي بعد اعدام جوردانو برونو، الكلام ده كان سنه 1600 اظن يعني. بعد اعدام جوردانو برونو وقدموا، لا ده كان قبله كمان، ده كان اثناء، كان ساعتها لسه في السجن لما كريستوفر مارو كتب المسرحيه دي، كان ساعتها جوردانو برونو على قيد الحياه بس كان في السجن تحت التعذيب، وهو كتب المسرحيه دي كنوع من المعارضه، وبيقول ان الانسان ممكن يتحد مع الشيطان، يتحد اقصد مش يحل فيه، اقصد يتحد في العمل في الشغل، يتحالف في سبيل المعرفه. ده يختلف طبعا عن فاوست جوته اللي هو أسطورة قومية يعني مش بالظبط للمعرفة وبتاع، وده كان في عصر بقى عصر الرومانسي اللي هو عكس بقى الوضعية والعلمية والكلام ده. طبعا عصر غير عصر، ده عصر وده عصر، بس القصة مشهورة قوي، قصة فاوست دي أشهر ملحمة لأن في ناس كتير كتبت فيها بعد جوته. كلاوس مان أظن اللي هو توماس مان عمل دكتور فاوستوس، وكلاوس مان ابنه عامل برضه حاجة عن فاوست. أنا عملت ديوان شعري كامل عن فاوست بالمناسبة، ممكن تحطوه برضه في القايمة. الكلام ده كان سنة 2009 بس أنا عملت عن فاوست الطفل. طفل ليه؟ ازاي اتربى؟ ازاي عشان يطلع كده؟ يطلع الشخصيه الشيطانيه دي على اي حاجه. ناس كثيره جدا، كتير اسماء كبيره جدا. ليه كل ده؟ عشان جوردانو برونو واعدام العلماء وبتاع. فاحنا بقى احنا هنجيب لكم الشيطان بقى نفسه، هو اللي هيحاول يعلمنا نوع من تحدي المؤسسه الدينيه. والتحدي ده الى حد كبير هو ما كانش ليه لازمه قوي، لان كده كده المؤسسه الدينيه لا يمكن كان سلطانها يستمر، والتحولات السياسيه اكبر منها. الموجه الشعبيه صار الفرنسية أول مرة في التاريخ كله الناس تشوف ناس عادية بتصور على الملك وتشيله وتقعد مكانه. دي كانت أول مرة في التاريخ، مفيش حاجة اسمها كده بتحصل. ممكن صور عبيد، ممكن صور جماعة دينية معينة، ممكن صور موجودة، لكن ناس كده، ناس مجرد ان هم ناس مش حاجة اسمها مواطنة في الوقت ده، المواطنة الدولة القومية، كل ده ظهر بعد الثورة الفرنسية. قبل كده ما كانش في الكلام، في امبراطوريات كده، حاكم ورعية، كان في الحاكم والرعية اللي فوق وكل دول تحت. واول مره اشوف حاجه زي كده. وكانت المؤسسه الدينيه في الوقت اللي يمكن تقدر تقاوم المد ده مستحيل. المستحيل، دول دخلوا الكنائس ودخلوا الاديره وكسروها وحولوها بيوت دعار. وده المذكور في قصه الحضاره، ممكن ترجعوا لها عصر نابليون في المجلد ال11، قصه الحضاره في اللي هو ثلاث اجزاء اللي هو عصر نابليون. ده عملوا غيروا الاسبوع،
وعلى فكره في الصور شويه يعملوا كده في روسيا برضه، وفي حاجه هيغيروا شويه حاجات كده اللي هي المفروض انها مقدسه يعني حاجات كده فالمؤسسه الدينيه ما بقاش ليها غير اما انها تنحاز للناس، واما ان مصيرها هيبقى مصير وهم موقفهم اضعف لان هم ما بقاش ليهم هذه الاهميه عند الدوله. الدوله خلاص استقلت لحد كبير، بدات تبقى دوله علمانيه، والثوره الفرنسيه ثوره علمانيه جذريه بالمناسبه، ثوره علمانيه جذريه، انما كانت طبعا في اغلبها ثوره ليبراليه، اغلب لا هي كانت يعني تقدر تقول مؤداها النهائي ليبراليه، مش دوله مش كانتش اشتراكيه يعني، رغم ان كان في اشتراكيه فيها يعني، ما اقدرش اقول ان هي كانت بس عايز اقول ان هي السبب في ان المسيحيه الحضاره والديانه المسيحيه، لان ما احنا كان عندنا مسيحيين، لا الدول في العصور الوسطى في اوروبا يعني، اوروبا في العصور الوسطى اللي كانت دول مسيحيه يعني، كانت حضاره واحده وكان مذهب قبل ظهور البروتستانتيه يعني، كان مذهب كاثوليكي واحد، فكان صدمها مع العلم بسبب ان الكتاب المقدس بيصف بعض الظواهر الماديه واستنتجوا منه ارقام محدده، عمر الارض، عمر الانسان، مش عارف ايه حاجات كده، دي حقيقه علميه، حقيقه العلم بيدرسها، مش حقيقه مجالات، العلم بيدرسها، والكتاب المقدس هم استنتجوا منه ان ده المعنى، سواء بقى هم يعني منهجهم في التاويل كان ايه، كان ده ولا ده، المهم ان هم استنتجوا حقائق ماديه، حقائق دنيويه، حقائق طبيعيه، فيجي العلم بعد كده يصطدم بالكلام ده. خلي بالك يعني مثلا انت هتلاقي الاسلام المساله مختلفه خالص، الاسلام لما يجي يتكلم عن ظواهر طبيعيه او ظواهر غير طبيعيه بيتكلم عن ظواهر طبيعيه بيوصفها، بس ما بيقولش اي حاجه ايه عن ايه يعني، مثلا ما بيقولكش الكواكب طلعت ازاي، الكون طلع فيه بيج بانج ولا لا، هل القران بيقول حاجه زي كده، حاجه نقدر نشوف منها؟ لا خالص. طيب بيتكلم عن الطبيعه ازاي، اكتر كتاب ديني يتكلم عن الطبيعه هو القران، اكتر كتاب في الديانات تتكلم عن الطبيعه، كل تشوف الصور المتوسطه دي تلاقي في الاول كده في كلام عن الطبيعه بس كده، وخلقنا كذا وعملنا كذا ومددنا الانهار والقينا الرواسي ومش عارف ايه وسخرنا الكواكب مش عارف كل يجري لاجل مسمى ومش عارف ايه، بيوصف الطبيعه، بيوصفها بس كده، زي الحاجات اللي احنا عرفها فعلا الطبيعه، ان الكواكب بتدور في مسارات على طول، الناس كانوا عارفين كده زمان عن طريق العين المجرده، النجوم دايما تطلع في نفس الاماكن، والكواكب يعرف بعض الكواكب يعني تمشي في نفس المسارات والكلام، فكان دي معلومات اصلا معروفه. طب لما يتكلم في ما وراء الطبيعه والروح الاهله، ما ناس كانوا متصورين الاهله والحاجات دي كيانات مش ماديه، كانوا متصورين كده لغايه لغايه مطلع القرن 17، اغلب الناس في العالم اغلب الديانات كانوا متصورين ان الكواكب والشمس والحاجات دي مش نفس الماده بتاعتنا، برغم ان كان في الفرضيه دي. فعشان كده الناس تسال عن الاهله، ويسالونك عن الاهله يوم القران يرد لهم ايه؟ قل هي موقيته للحج ومنافعه للناس، يعني دي حاجات ايه تعملوا بيها حسابات ايه؟ الحج والصوم والزكاه والحاجات دي، الحج والصيام ولا مواقيت بس، لكن لا مخلوقات روحيه ولا مش عارف ايه ولا كلام من ده ولا يتم. طبعا الروح يقول ايه؟ قل الروح من امر ربي وما اوتيته من العلم الا قليل. طب لما يجي يتكلم عن نفسه هو ككيان ميتافيزيقي ولا معلومه ولا حاجه، يقول لك مش هقول لك اي حاجه. إيه انت هتفهم الكلام ده؟ انت هتستفيد من الكلام ده؟ لما تقعد تسال عن الروح والاهله والمش عارف ايه، الاهله مش بتاعت الكواكب، لكن انا بكلمك عن الطبيعه واقول لك ان هي حاجه انا بعتز بيها، انا بقسم بيها، حاجه انا بحبها وحاجه انا مش بحبها، يعني اقصد يعني بالنسبه لك مقدسه. لما يجي يتكلم يقسم بالخيل ويقسم بالملائكه كمان ويقسم بالليل والشمس والقمر والنهار والحاجات اللي هو خلقها، مش عارف التين والزيتون حاجات كلها خلق، حاجه واحده بس هو ما خلقهاش وقسم بيها، اللي هي ايه؟ تتعلق بطبيعه القران نفسه كوحي لغوي، القلم نون والقلم وما يسطرون، مش بالقلم بس، بالقلم والمكتوب بالقلم عموما كده، ما قالكش كتابه معينه يعني، بيتكلم عن اللغه. اللغه دي بقى اختراعنا احنا اللي اخترعناها يعني، ما دي بتاعتنا احنا ومعروف تاريخها وكل حاجه، والقلم ده احنا اللي عملناه والكتابه دي احنا اللي عملناها، الحاجه الوحيده دي حاجه تتعلق بطبيعه الوحي اللغوي، طبيعه القران كوحي لغوي بس، لان المسلم ما عندوش لا روح قدس ولا ملائكه بتنزل عليه، برغم ان هو مؤمن بالحاجات دي، ولا ليه اتصال بالوحي ولا حاجه، ما عندوش اي حاجه غير كتاب، غير هو رساله بس، ما عندوش اي اتصال بما وراء الطبيعه. بالنسبه انا اقصد يعني يا جماعه، انا مش بقول ده رايي ولا انا بفرض عليكم عقيده، انا بقول لكم اللي موجود في حدود القران، والاغلب المذاهب الاسلاميه انا اللي انا دارسها
منتظمة حوالين متبلورة حوالين هذه المعتقدات. لكن في مذاهب تانية بتتكلم ان ربنا ليه ايده وليه جنب وليه رجل وبيقعد على العرش. طبعا دي مذاهب متطرفة، دايما بنشوفها متطرفة. فطبعا كان في ده افتكر ان السبب هو كان التداخل بين تفسير الكتاب المقدس عند الكاثوليك في الوقت ده، تداخل بينهم وبين المجالات اللي بيدرسها العلم. ما ده خطر جدا، ما تدخلش الدين في العلم تقعد تقول لي اجاز علم وبتاع، انت كده هتدور نفس القصه مره ثانيه. تيجي تقول لي الاسلام او القران، ما عنديش مشكله ان القران يبقى فيه معجزه، مش دي اللي بتكلم فيها، انها تكون معجزه علميه دي المشكله. ليه بقى؟ اولا وارد جدا العلم يطلع المنهج العلمي بيقول لك ان انا وارد اكون غلط، لازم اكون وارد ان كلامي يكون غلط عشان كلامي يكون علم، والا يبقى كلام دين او رياضيات ومنطق. واحد زي واحد بيساوي اثنين، مش انا هنا لو يمكن يكون غلط وانا قاعد في مكان، مش لازم اروح اجرب واحد واحد زي واحد بيساوي اثنين. انما العلم بيبنى على ان كلامي قابل للتكذيب وممكن يكون غلط، لكن هل لقيته غلط لغايه دلوقتي؟ لا، وانا احسن حد بفسر، احسن من غيري، واثبتت ان غيري اللي ممكن يحل محلي غلط، عشان هي ده كلام علمي. فلازم يكون في شك. فتيجي بتقول بعد كده تؤسس حي ويقين وعلم ايمان على شك، الايمان حاجه ثانيه خالص مالهاش علاقه. وده محتاج الايمان، لا يحتاج الادله. انا كنت بقول لكم من شويه، اذا في ادله ما يبقاش ايمان، ما يبقى لك شويه فضل فيه، ملوش لازمه. طالما عندك ادله قاطعه تبقى وصف، يبقى تصديق. دي نظريه انا شايفها، في نظريات ثانيه، ما بقولش ان هو ده النهايه، فشوفوا النظريات الثانيه واسالوا، شوفوا الاراء الاخرى، بس انا في رايي ده احسن اللي وصلت له. انا كان عندي وعلاقته بعد كده هيجل. بص، هو ماركس كان طبعا بيتكلم بشكل واضح ان هو في شحنه عاطفيه لما كان بيتكلم في كتابات غير العلميه، وحتى والله الكتابات العلميه كانت احيانا ليه نقص. هو كان اصلا في الاول مشروع اديب، اللي هو صغير قوي يعني، كان بيكتب شويه كتابات ادبيه كده بسيطه يعني، مش اللي هو اديب يعني. وهو كان من الشخصيات اللي تصنف عند علماء النفس شخصيات استراتيجيه، بمعنى ان هو ده صعب مشروع دايما يعني، ما بيشتغلش حته صغيره. هو كان لما كان بيتكلم بشحنه عاطفيه عن العمال وعن الفقراء وكان مش بيقول مثلا ايه ده، مش بيقدم نفسه كعالم بس كده، لو بيوصفه بس كده، لا، هو بيقدم نفسه كثوري وكتب البيان الشيوعي. واحد اول حاجه في البيان الشيوعي ايه؟ يقول لك العالم كله خايف مننا. اول كلمه العالم كله يخشى، اول ما اشوف بيبتدي ازاي، مفيش حاجه كده. دي انت بتتكلم هنا عن ثوره بجد خطيره، خطيره عليك ممكن، في صالحك ممكن، ايا كان، المهم ما خطير. بتتكلم عن تحول خطير في تاريخ البشريه، ان تتشكل حكومه، تنشا دوله من ناس عمال وبتاع وفلاحين وبتاع، يعملوا دوله ومش اي دوله. ده حصل فعلا بعد وفاته. فطبعا هو بيقدم نفسه وفاهم موقعه، وكان في الوقت ده مشكله ماركس في الوقت ده ان هو ما كانش انتشر على المستوى السياسي، ما كانش لسه انتشر اللي هو عايزه على المستوى السياسي. ده حصل بعد وفاته والله، ما تعرفش هم كانوا تقريبا متغاظين منه كشخص. ما انت بعد ما تموت الناس بتبدا تنصفك شويه، يقول لك اصل في العرب حتى يقولوا المعاصره حجاب، يعني طول ما احنا الاثنين عايشين في نفس الزمن انا هتكلم عنك بطريقه فيها ايه، بعض الرقابه، يعني بس مش قوي، حلو بس مش قوي، كتب كذا بس مش قوي، وانت كمان تتكلم عني او ما تتكلمش عني خالص، انا مش هتكلم عنه، خليه مجهول. لكن لما نموت احنا الاثنين الناس تبدا تتكلم عنه بشكل موضوعي بقى اكتر، وفاهم القصه دي. فطبعا ايه ده يمكن اللي حصل يعني. وشخصيه ماركس برضو انا شفتلوش برضو وصف شخصي قوي، بس من خلال شخصيه بهذا النشاط ما اعتقدش انها كانت شخصيه سهله ابدا في معرفتها على المستوى الشخصي، ما اعتقدش ابدا. هتلاقي الشخص عالي النشاط، عالي النشاط وكثير التحدي، وبقدم نفسه ان هو الصح يعني، حد عامل زي كده بيتهوفن اول ما ظهر يعني، اللي هو بيقول لك انا اعظم الموسيقيين واكسر واعمل مش عارف ايه. بالفعل ليه شغل روسيا هي اللي بنت اقتصاد اوروبا الى حد كبير، هي اللي عامله قاعده الذهب دي والكلام ده، اثرت في تاريخ الاقتصاد وتاريخ البشريه. الالمان يعني في روسيا. طيب انا بس علاقه ماركس، ما عندوش نظام سياسي مفصل، لا طبعا مفيش حاجه زي كده، مش حاجه زي كده عند ماركس. هو بيتكلم عن ده، هو بيتكلم بشكل فلسفي وهو ناشط سياسي في نفس الوقت، ده حاجه ودي حاجه ثانيه. هو الشكل الفلسفي لازم يتكلم في العموميات، الفيلسوف لا يمكن يغرق في التفاصيل وينسى العام. يعني احنا بنعرف ازاي الطلبه المؤهل وغير المؤهل، ممكن تكون مؤهل في الفلسفه، ممكن تكون غير مؤهل للفلسفه ولكن مؤهل لحاجات تانية. طيب بنعرف ده ازاي؟ ممكن يكون المجموع بتاعه جابه هنا، بس احنا بنيجي في الدراسات العليا او بنيجي نعمل مقابلات شخصيه مع المعيدين عشان يتعينوا معيدين يعني، فبنشوف بقى مؤهلات معينه يعني. مثلا ازاي؟ هل هو بيلاحظ التفاصيل؟ يعني مثلا واحد هقوم ملاحظه يقول لك في صفحه كذا الطبقه الخامسه،
ده كده مش فيلسوف. اه انت لا ما تنفعش، ما ينفعش انت كده باشا غلط، شوف لك كليه ثانيه على طول. الفيلسوف لن يذكر التفاصيل، مش هيفتكرها. ليه؟ لان النسيان موهبه، انك تنسى الحاجات غير المهمه، ده اللي بيعملك في النهايه انسان ناجح، مش التذكر. لان احنا كلنا بنشوف خبرات وكلنا بنعرض علينا كل شيء، لكن قدرتك على نسيان الاحداث السيئه في حياتك والاحداث المشاهد او الحاجه ما حصلتلكش ممكن تحصل لناس تانية التي ممكن تؤثر عليك على المدى البعيد، وانك تنسى المعلومات غير المهمه، وانك تنسى الطموحات والافكار والكلام الخيالي اللي هو عمره ما يتحقق، تنسى كل ده وتركز على حاجه. النسيان مبدا التركيز، طبعا مبدا التركيز الاساسي. ماركس كفيلسوف لازم هركز على العموميات، مش هيتكلم في التفاصيل. انا بقول يعني الفيلسوف بنعرفه هل هو عنده نظره عامه ولا لا. الفلسفه نظره عامه، قدره على ان انت بعد ما تشوف العلوم والمعارف دي كلها تشوف ايه العلاقه بين العلوم دي وبعضها. المهندس بيشتغل في حته غير اللي بيشتغل فيها الطبيب، اللي بيشتغل فيها عالم الكيمياء غير اللي بيشتغل فيها حد في قسم اللغه العربيه وادبها. كل ده مربوط في علاقه واحده، عليك ان انت تعرف العلاقه بين المعارف كلها. العالم بيشتغل بينتج معرفه، انما الفيلسوف بيشتغل في العلاقه بين المعلومات وبعضها. عشان كده لازم يكون في فلسفه طول الوقت، ولازم يكون في علم طول الوقت. وكان وهي دي العلاقه بين الفيلسوف نظر، لان هو بيدرس هذه العلاقه، هو بيدرس العموميات، بيقول لك مراحل التاريخ ولا مرحله قادمه، لكن هو بشكل واضح وصريح بيؤيد الثوره الاشتراكيه على اساس ان هي خطوه نحو المجتمع الشيوعي. هو الشيوعي، ماركس نفسه شيوعي، اتجاهه السياسي شيوعي، ناس كتير كده، لكن مفيش ولا واحد عمل مجتمع الشيوعي فعلا، اسس المجتمع الشيوعي فعلا. يعني دي مرحله هتيجي في المستقبل، المستقبل البعيد لسه يعني. علاقه هيجل بماركس، لا هم مش واجهين لهم لوحده. طيب احنا بنتكلم عن ماركس الناضج صح؟ مش بنتكلم عنه لما كان لسه شاب تلميذ يعني، بنتكلم عن الكبير بدءا من اواخر الاربعين 47 حاجه زي كده. والله قبل كده بشويه. ما هقول لك، هو في البدايه طبعا كان تلميذ لهيجل، لان هو هيجل طبعا كان يعني البطل، بطل الفلسفه غير المسبوق وفي وقته يعني. هو عايز، هو حي شاف البطوله دي، هو حي دي اهم حاجه. هو شاف انتشاره، ماركس شاف انتشاره بعد ما مات، هو روح بعد ما روحه طلعت. انما هيجل كان شاف البطوله بتاعته وعايش، دي حاجه نادره ان انت تشوف نجاحك حقيقي وانت عايش نجاح على هذا المستوى. فهيجل كان ليه تلاميذ انقسموا يمين ويسار وسط بعد وفاته ب10 سنين. انقسموا يمين ويسار وسط، هو نفس المعاني اليمين ويسار وسط اللي احنا بنعرفها. يمين مع هيجل يعني. طبعا هم ليهم اضافاتهم، بس هم مؤيدين للقضايا الاساسيه عند هيجل وهم منحازين ليها. اليمين الهيجل دول مثاليين، مثاليين مش واقعيين، مش مادين. وفيه الوسط الهيجلي ده بيحاول يوفق. اهم حاجه اليسار الهيجلي ده اللي كان ليه انتاج، ده اللي كان مقاوم لهيجل، كان تلميذ هيجل وبعد كده رفضوه. ودول كتير قلنا بعض اسمائهم: ديفيد شتراوس، ماكس شترنر، غونو باوا، ايدج باوا، كارل ماركس، انجلز. لا اسماء كتير. بصوا، في حد مختص في الناس دي، الشباب الهيجليين دول، وده اختصاص نادر يعني، حته صعبه قوي. وناس افكارهم مختلفه عن بعض، وبنوا وعملوا شغل كويس في نقد الديانات، نقد الاناجيل بالذات يعني، شغل النهارده تاسيسي مراحل يعني، خطوات اساسيه. لكن المختص فيهم دكتور ايمن محمد احمد عندنا في قسم الفلسفه، هو عمل الماجستير والدكتوراه تحت اشراف حسن حنفي. عليك ان انت تعرف ان دول ماجستير ودكتوراه مميزين، وده حد قعد تحت اشراف حسن حنفي بتاع حوالي 16 17 سنه في الماجستير والدكتوراه، اشتغل شغل عميق وكتير كتير كتير يعني، وحد بتاع شغل وحد مركز. يا ريت اذا انت مهتم بالعلاقه بماركس الشاب والعلاقه بين اليسار الهيجلي، افتكر ده حد يفيدك ويفيد اي حد في القصه دي. اتمنى ان هو ايه يبدا يساهم اكتر من كده. باختصار شديد، لما ماركس هو اصبح من اليسار الهيجلي بعد ما بدا ليه كتاباته الخاصه وعارض هيجل، هو اكتر حد عارض هيجل خالص، عارضه كسر هيجل خالص يعني. كل حد كان بيكسر ايه شويه، يكسر شويه، كانوا تمثال او يكسروا فيه شويه من اليسار الهيجلي يعني. لما جه ماركس، استاذ ماركس كان فويرباخ، حد من اليسار الهيجلي برضه، ده كان حد مهم وشغله كبير ومهم. بس انت هتلاقي كل الناس دول، كل اليسار الهيجلي ده ما حدش فيهم قدم، لا يعني ادجر باور ورونو باور كان لهم نشاط سياسي، بس انا مش بتكلم، انا بتكلم ازاي تخلق مذهب للتغيير، المذهب نفسه يتضمن التغيير السياسي. قال لك ماركس قدم مذهب كمذهب جدلي بيقول لك ان كل شيء في حاله تغير، وقال ولكن هو بيتنبأ باتجاه هذا التغير ونهايه هذا المسار.
دي الوقت اللي هو بيقدمها ويقول لك ازاي. فده واحد مذهبه نفسه يؤدي لتغيير سياسي، مذهبه يؤدي لكده. بيقول لك اذا فهمت العالم، تبقى لي انا تبقى له وجهه نظري، اذا فهمت العالم هتغيره لوحده، هتغيره لوحده. اذا فهمت من وجهه نظري هتعرف ازاي العالم يتغير وهتغيره بنفسك، لان وسيله التغيير من وجهه نظر ماركس الانحياز لتلك الطبقه الصاعده على طول. اي طبقه صاعده، الطبقه الصاعده دايما اللي هي طبقه جديده، وتلك الطبقات لما تتكون الطبقه اول ما تكون هي دي اللي تنحاز لها، لان هي دي المنتصره. وبنفس المنطق سارتر، جان بول سارتر كان في المرحله اللي هو بدا من سنه 60 اظن، لما اصدر كتاب نقد العقل الجدلي وقبلها بشويه، وكان بدا ينحاز للماركسيه اللي هي المركب الوجودي الماركسي. الوجوديه تسمح بده، الوجوديه مالهاش، مش بتتحرك في نفس المساحه بتاعت الماركسيه، بتتحرك في مساحه بتتحرك في مساحه، ممكن تكون وجودي وماركسي عادي جدا مفيش مشكله، وممكن تكون وجودي وضد الماركسيين كلهم برضه بيحصل. سارتر عمل كده، وعمل هذا المركب بناء على نفس المبدا الانحياز والطبقه الصاعده. روجيه جارودي او جارودي، بس احنا بنقولها في مصر جارودي، ما اعرفش ليه. روجيه جارودي او جارودين انتوا عارفين، طيب ده اسلم بنفس المبدا، قال لك الطبقه الصاعده هم العرب والمسلمين، دول لازم نحاسبهم، واسلم وقال ان ده سبب اسلامه. انت ما حدش بيقول ده سبب اسلامي ان انا حاسس المسلمين، يعني دي اول مره نسمع الكلام ده، هو بيحصل بس دي اول مره نسمع الكلام ده. وقال ان هم المظلومين في العالم هم اللي بياخدوا على دماغهم علشان البترول، هم اكتر ناس هيظلموا فيها عشان البترول. فراح عمل بقى كده مفتي السعوديه، عمل ايه بقى كده؟ راح كفره، علشان هو روجيه جارودي انكر ان يكون في الاسلام اصل لحد الرده. بالفعل ما فيش، يعني ما انا قلت ده 100 مره، بالفعل ما فيش، مفيش في القرآن حاجه اسمها حد خالص اطلاقا، مفيش حاجه كده. ده بني ادم بيتقتل، ده انت هتقتل بني ادم، مش لازم يكون في امر في القران بحاجه زي كده. ده لو انت مؤمن يعني يبقى انت بقى ده انت بتطبق الكلام ده سياسه بقى عشان تعدم ناس، انت عايز تعدم ناس معينه وبتعدم معاهم ناس ثانيه مالهاش لازمه بالحد ده. وطول الوقت كان موجود حد الرده ده في الدول الاسلاميه اللي هي كان فيها الدين اغلبيات مسلمه، علشان الخلاص من المعارضين السياسيين وخلاص من الناس وخلاص. وانت عم انت ناقص ناس يخلص منهم، ناس مالهاش لازمه او انت شايف لهم لازمه. وكان ما هو في بقى ناس هتروح خلاص. فراح مفتي السعوديه راح مكفره. مش فاكر الراجل ده اسمه، انت مالك؟ واحد بيقول لك انا منحاز ليك، اطلع من القضيه لو مش عاجبك. راح هو بعد كده رجع ودي رد عليهم، قال لهم انا انحازت لكم علشان خاطركم وتقوموا تعملوا فيا كده. فده طبعا كان يعني بيجي حد يتكلم عن قصه اسلام روجيه جارودي لازم يذكر المسار ده، لازم يذكر المسار ده. وهو اتكلم في الاعلام كتير، يعني خط الجزيره وغير الجزيره اتكلم كتير في الاعلام وموقفه واضح يعني. ف دايما وهو ماركسي، اقصد روجيه جارودي يعني كان ماركسي، فيقول لك ان هو ساب الماركسيه وراح الاسلام. هو ما سابش الماركسيه، هو فضل ماركسي، لان هو من اسس الماركسيه لانحياز للطبقه الصاعده. طيب دكتور علي، الاستعاده والتلخيص، هي طبعا اسمها ريكابيتوليشن، اسمها كده ريكابيتوليشن، نظريه الاستعاده والتلخيص، ان الجنين في الرحم بيمر بنفس التطور اللي كان لها. طيب هو اللي قدمها كان ارنست هيكل اسمه ارنست هيكل، هو اللي قدم النظريه دي. بس هو برضه واللي انا اعرفه واللي اعرفه من مصادر كتيره، ان هو نفسه ابحاثه اللي عمل فيها الشغل ده اتسحبت بعد كده يعني، وتم التحقيق معاه وحاجه زي كده، لان هو زيف بعض العينات. فهي نظريه والجنين فعلا بيمر بمراحل غريبه. يعني انا من اهم الحاجات، من اجمل الحاجات اللي درستها في حياتي علم الاجنه ده، كان حاجه وكان صعب جدا بصراحه، وانا كنت فاشل فيه معترف يعني. انما هو حاجه من اجمل على اساس ان هو فن تشكيلي، انا كنت مهتم بفن التشكيلي بشكل عالي. الاي اي، انا هقول لك حاجه افظع من اللي قلتها. في ناس حاولوا يخلوا الاي اي يحلم بوصفات الحلم بتاع الاي اي، شغال لوحده ويحلم. عارف شايف ايه؟ حاجه لافته للنظر جدا، وبرضه ما لقيتش حد واقف قدامها ولا انتبه ليها. كان بيحلم بمنظر زي السماء، زي ما انت بتبص من الارض كده للسماء، او زي السماء اللي في الفضاء فيها مجرات وحاجات زي دي. اوكي كده، وفي وسط السماء دي وش بني ادم، والبني ادم هو اللي خلقه. واحنا بنتصور ربنا فين؟ بنتصوره في السماء، وبيبص لنا من السماء، وبانه هو ما قالش ان هو في السماء. نفس القصه، نفس التطور. لذلك الاي اي انا شايفه معمل الفلسفه، ده اللي احنا ممكن نجرب فيه. مش هنجرب في البني ادمين، لكن ممكن نجرب في الاي اي، الا اذا كان عنده وعي ذاتي. هنا بقى يبقى هياخد بقى حقوق انسان بقى وبتاع، مش عارف يتصرف معاه. دي المرحله الجايه اللي هي مرحله بوست هيومانيزم، خلاص مش هيبقى في حاجه اسمها بني ادم يعني، مش هيبقى في بني ادم، كلنا هنبقى مزيج من الاي اي والتكنولوجي يعني بمستوياتها المختلفه.
مرحله البوست هيومانيزم دي مرحله بيتكلموا فيها انها لسه بعيده، يعني لسه بعيده يعني، بس خلي بالك بعيده ده بالنسبه للعلم مش مضمون. العلم في 5 6 سنين نشوف عمل ايه في الجزئيه يعني. طيب احمد سامر اسئلته كتير كانت الدوله القوميه. هو بص، هو انا عايز بس اقول ان انا بتكلم عن الدوله القوميه، مش بتكلم اي ايديولوجيا قوميه. الدوله القوميه هي الدوله اللي هي معترف بيها في الامم المتحده، دي اسمها الدوله القوميه. قوميه هي اسمها كده، قوميه، دوله قوميه، نيشن ستيت، نيشن ستيت بالعربي في كل حاجه. ما هي الوطنيه دي علشان لما نيجي في مجال الايديولوجي، عشان لما نيجي نقول وطنيه قوميه عالميه او امميه الدوائر دي. لكن حتى الوطنيه دي برضو بتقال قطريه مش على اي حال، لكن بتستعمل زي ما انت قلت. ايوه بس انا مش بتكلم في مجال الايديولوجي والسياسي، انا بتكلم في اقصد مش في مجال الايديولوجي، مجال العمل السياسي، انا بتكلم في توصيف الدوله ازاي. هو الامم المتحده النهارده ومن فتره طويله قبل تاسيس الامم المتحده من بعد الثوره الفرنسيه تقريبا، يعني ازاي هي بتفهم نفسها كدوله، وازاي بتقول ان دي دوله ليها سياده، او دي ارض ما فيهاش حد فنخش احنا نعمل فيها دوله على هذا الاساس، في حدود متفق عليها بين القوى الكبرى او منظمات عالميه، حدود محدده، وفي سياده لازم يكون فيه سياده، مش هعترف بدوله ما فيهاش سياده، يعني ناس بتخانق اللي مش هعترف بيها كدوله. خلي بالك دي مساله نقطه مهمه جدا جدا جدا، لان دي مدخل ايه للتدخل الخارجي، وحاجات زي كده. ده النهارده احنا عايشين في العصر ده، زمان كان في تصورات ثانيه خالص مختلفه عن الدوله، النهارده في تصورات مختلفه عن الدوله، في الدوله الامميه اللي هو بيتصور مش دوله بالظبط، هو مجموعه دول. دي كانت موجوده عند الماركسيين وموجوده عند الاسلاميين اللي هم الحالمين دول اللي هم خلافه. فكره لا مش بتكلم عن خلافه برضه، فكره مركزيه، انا بتكلم عن فكره العمل الاممي، الفكره الامميه، ان انت ممكن يبقى عندك كذا دوله بيربطها، مش ما خلي بالك دوله قوميه نيشن ستيت ليه نيشن؟ لان هنعمل مصريين ليهم مصر، الفرنسيين ليهم فرنسا، الالمان ليهم المانيا، الروس ليهم روسيا. هنا في تطابق بين الشعب والدوله، يعني ما فيش عمرنا ما هتبقى فيه فرنسا للالمان، ده كلام ملوش معنى، ولا المانيا للفرنسيين، ده كلام ملوش معنى. فهم بيتكلموا برضو عن عامل بيولوجي، ان الناس دول من اصل ايه واحد، او يعني متشابهين بيولوجيا وثقافيا وحاجات كتير. يعني هتلاقي صفاته احنا صفاتنا كمصريين المشتركه اكتر كتير جدا جدا مما هو نختلف فيه بالنسبه للاخرين. فبالتالي لما نيجي نعمل يعني يتم توصيف الدوله القوميه، بيتم كذلك الكلام عن شعبها، بتكلم عن الدوله وبتكلم عن شعبها في نفس الوقت. في التصور الاممي بيقول لك ان الدوله من الممكن تكون متعدده الاعراق، متعدده الجنسيات، مش ضروره ان مش ضروري ان يكون يبقى في تطابق بين الشعب والدوله. زي ايه؟ زي روسيا، ده نموذج موجود، وزي امريكا، بس امريكا احنا عارفينها دوله صناعيه، اوكي، زي الهند، بس الهند دوله قديمه، الهند دوله قديمه جدا، بعد اقدم الدول يعني، بعد مصر على طول يمكن حاجه كده، وطول عمرها طول عمرها يعني زي اسرائيل دولة صناعية. لا اسرائيل دولة، لا دي دولة قومية يعني كتير، يعني دولة قومية، دولة حديث، لكن هي دولة لكن فيها العراق دروز و لا ما هو ما تقصد العراق ال لا ما هم بيعرفوا ان اصولهم واحدة كيهود. لا اصل ان في عرب اسرائيل والدروز وهم يحرقوا، انت تقصد دول اللي هم مش يهود يعني، اللي هم مش يهود. طيب لا دول كده كده تلاقي في اي دولة اقليات يعني، لكن هل هي دولة في دستورها في مبدأها دولة متعددة الجنسيات ومتعددة الأعراق؟ هم شغالين على مشروع قومي لحدية الدولة. لا هم مشروعهم كده. بالظبط إيران مثلا، هل هي دولة متعددة؟ فيها تنوع أكتر من إسرائيل. فيها مسيحيين وفيها عرب وفيها أرمن وفيها أزريين وفيها أكراد وفيها حاجات كتير، لكن هل هم دولة في دستورها لأن دي اسمها إيران يا أخي، يعني كلمة إيران معناها أرض الآريين او بلد الاريين، دي يعني قوميه مش قوميه اكتر منها، دي واضحه قوي اسم الدوله اسمها. فلكن الاتحاد السوفيتي في الوثيقه التاسيسيه اللي بعد كده تم تضمينها في الدستور، الدستور اللي هو كان 22 يعني تاريخ اعلان الدوله، انها دوله متعدده الجنسيات متعدده الاعراق مش قوميه، هي دوله غير قوميه. ومن هنا كانت خطوره الثوره، مش لسه حد عارف هترسى على ايه اول ما ظهرت، انما خطيره على مستوى الدوله، لان دي دوله ضد الدوله القوميه، حتى لو لم تكن ضد امريكا وضد انجلترا ضد القوى الراسماليه الاساسيه، حتى اذا اعلنت السلام معاهم وعلنت كل حاجه كويسه ليهم هتفضل برضو ضدنا، لان هي ضد مبدا الدوله اللي احنا امنين عليه اصلا.
اللي هي دولة متعددة الجنسيات، ما هو يقولوا لنا كده فرنسا عايزين نعمل كده برضه، ويقول لنا في انجلترا عايزين نعمل كده برضه، لا احنا بلد فريد وبعدين دي دول ليها مستعمرات، انت شوف كام حد. غاندي دعوته الاساسيه في الاول خالص كان بيدعو للمساواه. مساواه ايه بقى؟ مش مساواه الانجليزي مع الهندي بشكل عام، لا ده مساواه الهندي مع المواطن الانجليزي، يبقى ليه حقوق المواطن الانجليزي. في الاول ما كانش بيدعو لتحرير الدوله ده الهند ولا كمل خالص، وكان دعوته الاساسيه انا عايز حقوق المواطن الانجليزي طالما انا مواطن، اصل الهند كانت جزء من بريطانيا، كانت منضمه لبريطانيا، فوضعها مختلف عن مصر مثلا حاجه زي كده. فهنا انت بتتكلم عن مشكله كبيره جدا بقى تطلع لك، ده كفايه الهند لوحدها ومستعمراتها وبتاع، ما انت هيطلع لك ناس في البرلمان الانجليزي يقول لك عايزينها تبقى دوله متعدده الجنسيات والاعراق، دي التقدم، دي المستقبل. فطبعا كان في خوف هنا بالنسبه لانجلترا، مفيش خوف عليها قوي، انا برضو ببالغ بالنسبه لانجلترا، انا عارفها بضرب امثال، انما بالنسبه لفرنسا والمانيا لا كان في خوف كبير بقى، لا هنا بتتكلم بجد، بالنسبه لالمانيا بتتكلم بجد، ودي المانيا دي حصل فيها ثوره شيوعيه فعلا، فيها تحركات شيوعيه كتير خطيره. فهنا بقى بنتكلم بجد يعني. ما مصر بقى هل مصر بقى قومية اسلام؟ ايوه الديانات كلها فيها، ما دلوقتي في حاجه اسمها القوميه المسيحيه بشكل رسمي يعني في امريكا اقصد، طبعا امريكا مجتمع متدين قوي بالنسبه لنا. سؤال يا دكتور كريم، هنالك بعد قومي؟ ايوه ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، بعيد عن البعد، ده حقيقي، حتى لو كانوا غرقانين في الخمر الصبح ومع ستات بالليل، لا قوميه دينيه، ايوه ده حقيقي، ده موجود، ده موجود. وهي بس ما يبقاش المعنى، اصل برضه لو قلت مصر دوله اسلاميه المعنى هنا هيبقى مختلف يعني، او قوميه اسلاميه المعنى يختلف، اللي يفهمه حد اللي يفهم يفهم معنى مختلف. هي دوله قوميه بمعنى انها نيشن ستيت، اه ده اولا. ثانيا توصيفها ايه الايديولوجي او البتاع، انا شايف انها دوله لا علمانيه ولا اسلاميه، هم فيها جزء ده وجزء ده، والمقصود انها لا تكون لا اسلاميه ولا علمانيه، علشان ينفع حكمها للابد. انا ما ينفعش احكم بلد اسلاميه ولا علمانيه للابد، هيبقى دايما ليه اعداء. ما انا هدعم الاسلاميين عشان ابقى دوله اسلاميه، دول خطر جدا، ما انت شفت اللي حصل، هدعم العلمانيين عشان يبقوا اصدقائي واطلع، ودول اولا مطالبهم اكبر بكتير من اللي انا اقدر اعملها، ثانيا هيطلعوا علينا الايه؟ الجماعه اللي في الجبل يقولوا لنا انتوا كفر وبتاع، زي ما حصل في افغانستان، دي نماذج افغانستان ده اللي حصل فيها، ده كان السبب في المصيبه كلها، افغانستان هم في الاول فرضوا عليهم نظام الشيوعي، مش عشان نظام شيوعي، وعشان نظام علماني. فرضوا عليهم مثلا خلع الحجاب، كله لازم يخلع الحجاب، عملوا كده في ايران، ما انت شفت اللي حصل في ايران. هتعمل كده، هتعمل علمانيه بالعافيه وبتاع كده، هيؤدي الى اللي هيستفيد من كده الاسلامي، اهلا وسهلا، احنا عايزين كده، هم عايزين كده، هم عايزين كده. يطلع بعد كده على اي ناس ما بيفهموش حاجه، يقولوا شفتوا الدوله مش عارف من فلان بيتكلموا مثقفين اللي بيقولوا مش عارف، زي ما حصل مع موقع التكوين ده. حاله كوميديه، حاله كوميديه من الـ من الـ اه من اللعب السيرك الفكري والسياسي اللي هو ملوش اي قيمه غير الهاء الناس عن الوضع القائم في الدول المتقدمه. انتوا عارفين انا قلقان جدا بسبب ديكتاتوريه الصين، يعني الحاكم فيها حاكم ديكتاتوري طبعا، فدايما ايه يلهوا الناس عن قضايا العالم الصيني او الديكتاتوريات الصينيه المتقدمه. هو لا موقع التكوين موقع بينشر دراسات اغلبها في الفلسفه الاسلاميه، وفي حاجات فيها مش في الفلسفه الاسلاميه اصلا، واغلب هذه المواد مقدمه من باحثين ودكاتره بقى لهم عشرات السنين شغالين في اماكنهم، وبعضهم معروفين وبعضهم عمرنا ما سمعنا عنه غير في اللحظه دي. انا امبارح بالليل الساعه 11 ونص واحده اسمها نهى اتصل بيا من جريده اسمها جريده الفجر، انا ما اعرفش جريده الفجر، هل هم بيشتغلوا الفجر؟ تصبح الساعه 11 ونص بالليل يا استاذه، ما هي شايفانا دلوقتي، انت ازاي تعملي كده؟ ده المفروض ما ينفعش اتصال بالليل بقى الساعه 9 بالليل ده اولا يعني، وبتسالني عن مين؟ عن ابراهيم عيسى، بتقول لي هل هو لما طلع من تكوين بمعنى كده في مشكله؟ هل في مشكله بينه وبين الاسلام البحيري؟ انا مالي، دي مشاكل شخصيه، انا عمري قابلت الاسلام البحيري، قابلت استاذ ابراهيم عيسى في برنامج كذا مره، ثلاث او اربع مرات، بس دي كل علاقتنا يعني، وهو نعرف بعض كده من بعيد لبعيد، انما ما اتدخلش، عمري ما شفت حاجات شخصيه، ولا انا في اداره التكوين، انا في اداره التكوين، انا الكتاب المؤسسين دول حاجه ثانيه، الكتاب المؤسسين دول لما جم يعملوا الموقع ما كانش فيه ماده لسه، عملوا موقع عليه، عملوا موقع وبين يعملوا ماده، هم عايزين يعملوا اطلاق الموقع يكون ايه؟ حدث يعني ايه؟ مجهز، مش لسه هيعملوا موقع في مقالين ثلاثه ويزيد بعد كده، مش عايزين يعملوا، عايزين ينزلوا ايه؟ شغل جاي. اوكي، فقالوا نجمع ايه؟ نعمل كتاب الاول، الكتاب دول هيتعبوا معانا في الاول لان هم هينتجوا جهد مكثف، هيكتبوا دراسات كتيره مكثفه لم تنشر قبل ذلك، ما ينفعش تكون نشر قبل كده او مجهزه للنشر. مجهزه للموقع وعلى مستوى اكاديمي معين وفيها ابداع واضافه معينه، دي شروطها، وفي نفس الوقت هتكون مكثفه في وقت قليل ومش هتكون اتنشرت، مش يعني انت ما فيش اي مقابل.
انت مش بتاخد شفتش لسه اي مقابل، هتقعد تتعب في الاول كده تشتغل اميان، فدول الكتاب المؤسسين، لكن لا ليه علاقه بالاداره ولا ليه علاقه بالمش عارف ايه. انا بس اللي يهمني الضجه والاثاره اللي حصلت غبيه جدا. انتوا اغبياء، انتوا اغبياء لما تقولوا على الموقع ده انه موقع خطير. خطير لا خطير عليا ولا خطير عليه، خطير بايه؟ ما فيها مئات المواقع اللي فيها كلام زي ده. شوف موقع الحوار المتمدد، شوف موقع ده كل موقع هتلاقي فيها، شوف شوف المكان اللي احنا فيه، العماره اللي احنا فيها دي انا فاهم العماره المتمدنه اللي احنا فيها. انت بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ يعني يطلع يتكلموا كل الكلام ده على التكوين بتاعه وعلى المليون؟ لا ايه، واحنا من قعر القفه يعني؟ احنا ما بنعمل ده، احنا المعلمين بقى 12 سنه شغاله في الكلام ده، وانتم اصلا نايمين في الدور ده. اثبات ان انتم اصلا مش شايفين حاجه، انتم متبرمج، حضرتك متبرمج. واحد قال لك اطلع قول الكلام ده على التكوين، وتقعد مش عارف تجيب في سيره الناس وتقول مش عارف الناس صورت في اوضاع خليعه، وتقعد تنتهي الناس في شرفها. ده انت حد ما ده انت ما انتش فاهم حاجه، علشان كده قاعد تتكلم في مثل هذه الفضايح الشخصيه. ما عشان كده جريده الفجر وجريده مش عارف اي جريده صفرة من الجرد. انا ما اعرفش جريده الفجر دي تكون كويسه ولا مش فجر، بس يعني انا بلوم جريده الفجر في حاجه واحده، الاتصال بالناس بعد الساعه 11. ازاي الكلام ده؟ يعني اصحى لك من النوم اقعد لسه نهى اقعد ارد لك على حاجات شخصيه من ابراهيم عيسى واسلام البحيري، حتى لو اعرف حاجه زي كده ايه اهميتها؟ ما شفتوش الافكار مكتوبة على الموقع؟ ما نقشتوش اي فكره مكتوبة على الموقع؟ انتوا كل همكم ان في ناس طلعت وعملت حدث وبتاع، اهو ماشي ابراهيم عيسى، اهو انسحب ابراهيم عيسى، يوسف ده ولا يوسف ده، يوسف ده انسحب، يوسف ده، يوسف ده صح؟ لا هي كانت بتقول لي خناقه بين ابراهيم عيسى واسلام البحيري، حاجات غريبه جدا يعني. فيعني انا عايز بس الناس تعرف، هي للاسف الحوار بتاعنا ده مش هينتشر على مستوى الناس، ما احناش بنخطف في جامع على مستوى الجمهور معين. بس عايز اقول للناس ما تنخدعوش بالكلام ده، مالكوش دعوه كده كده هيحصل في ناس هيطلع عليها كلام زي ده واكتر من كده، علشان يعملوا لك شو مجرد، ما انت ما بتشجعش الكوره قوي، ما بتشجعش الكوره قوي فيعمل لك اي حاجه ده. مجرد لعبه انت بتتفرج عليها. لو عايز تتكلم في ده او عايز تفهم حاجه زي كده، خش الموقع او ما اي موقع تاني واقرا الافكار، ناقش الافكار، يكون عندك علم بيها، ما يكونش الناس دي مختصه بقالها كتير بتدرس، وفي اغلبها ناس واخده دكتوراه يعني في تخصصاتها، وناس كبيره معروفه، مش ناس لسه ناشئه يعني، او ناس خلاص بضاعتها خلصت يعني. يعني معركه التكوين معركه في منتهى التفاهه، في منتهى التفاهه. وانا مش هستقبل اي سؤال يجي من اي صحفي او اي قناه اعلاميه عن الكلام ده، لان ده مضيع للوقت، وعلينا الا نهتم بمثل تلك القضايا، وعلينا ان ننشر افكارنا، واهم حاجه الحاجات اللي احنا بنقولها، مش الموقع اللي نشرنا فيه عامل ازاي. ما تشوف انت الجريده ولا الموقع اللي انت بتكتب فيه عامل ازاي يعني. انا طبعا بحترم كل الجرائد وجريده الفجر، بس انا ما اعرفش صراحه هل في جريده اسمها كده فعلا ولا لا. فيها ماركس، واللحظه اللي ظهر فيها كل حد من الناس دي يعني، طبعا يعني اللحظه اللي ظهر فيها هيجل كان وقت تاسيس دوله بروسيا، واللحظه اللي ظهر فيها ماركس كان وقت انهيار فرنسا وكوميون باريس والكلام ده. طبعا الوقت اللي انت بتبدا تكتب فيه وتزدهر فيه مش الوقت اللي انت بتشتهر فيه او تنضج خالص فيه، لا لحظه البدايه لما انت الاول بتقلد الناس اللي قبلك، يعني بتقول افكار وبتفكر بطريقه الناس اللي قبلك، وبعد كده بتبدا تنضج مع الوقت يبقى ليك افكارك الخاصه. اللحظه اللي بدا فيها يبقى ليك افكارك الخاصه دي اهم لحظه في حياتك كفيلسوف كعالم كاديب، هي اهم لحظه في حياتك، لان هي اللي تحدد مسار ابداعك. انت اصبحت مبدع فعلا اوكي، بس لسه ما كتبتش، لسه ما رسمتش، لسه ما الفتش، لسه ما عندكش تراكم، هيبقى هو نفسه عبء عليك بعد كده عشان تغيره. ما انت ممكن تغير افكارك بعد كده، بس انت كتبت وعملت وسويت الحاجات دي كلها، خلاص الناس عرفتك من خلال ده، هتيجي تغير ده ازاي بعد كده؟ يعني انا مثلا عملت 4 دواوين شعر، بس ما ينفعش تقدر تصفها انها شعر سياسي او حاجه. طب افرض انا عايز اكتب شعر سياسي دلوقتي، عايز ابقى شاعر سياسي، ببدا من الصفر. طب ما انا كنت اعمل كده من الاول، انا بقول مثلا يعني. فلحظه بدايه الازدهار دي اهم لحظه في حياتك، مشكلتها بقى ان هي انت ما هياش في ايدك، هي بتيجي امتى؟ دي متوقفه على تاريخ ميلادك، غالبا بتبقى في منتصف العشرينيات او قبل ال 30 بحاجه بسيطه. 28 29 سنه كده. غالبا دي تبقى لحظه البدايه الحقيقيه فعلا. قبل كده بيبقى مجرد تجريب، بس بعد الثلاثينات انت مش هيبقى عندك افكار جديده خالص. اغلب الناس كده بعد مرحله الثلاثينات هتلاقي نفسك بتكرر نفسك بشكل احسن اوكي، لكن مفيش افكار جديده اصيله خالص. يعني العشرينيات اوائل الثلاثينات دي الفتره اللي ايه؟ فتره الابداع، فتره الافكار الجديده. بعد كده مش هتعرف تعمل ده قوي، هتبقى في صعوبه، دي ليها تفسير عصبي بس ده موضوع كبير.
اللحظه اللي بيظهر فيها فريق اصلا كده. انا عن نفسي بقول لو كنت انا بقعد افكر احيانا بقول انا لو كنت ظهرت 10 سنين بدري، يعني اتولدت بدل 81 ابقى 71، كان هيكون ده حظي افضل بكتير جدا. لان الناس اللي اشتهرت واشتغلت انا في ناس اعرفها اقل كتير جدا في الجهد والشغل والبتاع من اغلب حضراتكم يعني، واشتهرت وخدت الجزء اللي من حقها اكتر من حقها. لان ثوره يناير لما جت انا كنت عندي بين 28 و 29 سنه لما حصلت، كنت خلاص في السن يعني اللي انا يعني اللحظه دي اللي بقول لك اللي هي من اهم اللحظات في حياتك كانت وقت الثوره. وقت الثوره للاسف اللي حصل ان انا الازدهار بتاعي كان برضو مبكر سنيا، برضو كان بدا قبلها. يعني انا نشرت ديوان الاول، وده اهم صفه فيه ان هو جديد، ممكن تكرهه ممكن تحبه، لكن مفيش حد من النقاد او الشعراء قال عنه ان هو قديم او تقليدي باي حاجه. موسيقى جديده، صور جديده، افكار جديده، ودي حاجه انا كنت حريص عليها. وديوان 200 صفحه يعني حاجه كبيره. ولما الكلام ده كان سنه 2007 انا كان عندي قبل 26 سنه. بيحصل احيانا يعني سن 25 وافتكر هو بدا الابداع. انا بتكلم بالنسبه لنفسي، انت حر بقى يعني تشوف انت الموضوع ده ازاي. انما انا بقول لو كان بدري 10 سنين انا كله، مش لحظه النشر، انا اقصد وجودي كله كان بدري 10 سنين، ما كانش هيبقى الثوره لما جت الثوره بتوابعها لغايه 30/6 وما بعدها. انا بتكلم عن الحقبه دي كلها اللي هي مترابطه، احداث مترابطه دي سوت الارض، دمرت الوسط الثقافي، ما بقاش في وسط ثقافي. احنا كنا بنقعد على القهاوي هنا في وسط البلد، وغير القهاوي شعراء رسامين موسيقيين، بس اغلبهم كانوا ادباء، كانوا اغلبهم شعراء وكتاب وبتاع ونقاد وبتاع، وناس كبيره وناس صغيره، وحفيف مطر وجمال الغيطاني والناس دي كلها بتقعد على القهوه. وكنا بنروح بنبقى عارفين ان ده الكرسي بتاع حفيف مطر، ده الترابيزه بتاع او الطاوله بتاعت مش عارف ايه خير شلبي او حاجات زي كده. وكنا بنختلط، والاختلاط ده هو اهم حاجه عشان انت تنضج وتكبر في اي مجال. في اي مجال ما ينفعش تذاكر وتدرس وبتاع وتاخد شهادات وانت مش مختلط بالوسط الاكاديمي او الفني او الثقافي، ما ينفعش حسب مجالك، لان الوسط ده هو اللي فيه ما وصل اليه العلم او ما وصل اليه الحاله بتاعت هذا العلم او هذا المجال او هذا الفن النهارده. احدث حاجه الجاري الكارنت، مش المعاصر بس، الكونتمبري ده اللي هو المعاصر اللي هو القرن العشرين يعني اخر حاجه موجوده في الكتب، انما الكارنت ده ما اتكتبش لسه، ده لسه انت عايشه. فانت لازم كده، انت لسه مش عايش، لازم تعيش. كنا بنسميها النزول الى الوسط الادبي، الاديب عليه ان احنا صغيرين بس اوائل العشرينات وبتاع نقعد نتكلم مع بعض، فيقول فيا جاي لك حد يقول لك اكبر منك شويه يقول لك ايه لازم تنزل تنزل. فانا كنت مستغرب تنزل دي، وبعدين عرفت فيما بعد ان هي مقصودها ان الاديب اللي هو الصغير في السن اللي هو لسه ما نزلش الوسط ده عايش في برج، عايش في برج عاجي ما يعرفش الواقع فيه خالص، فيقول لك انزل الواقع، انزل الوسط اللي قبله وانزل الواقع. فانا عن نفسي كان حظي يبقى كويس جدا لو انا كنت 10 سنين بدري قبل الثوره، اللي هو خلصت كل مشروعي كل حاجتي قبل الثوره. لكن ما جيت بقى اثناء الثوره وانا محتاج الوسط الادبي وفعال في الاقصى درجه، انا كنت من النقاد الاساسيين في الادب يعني في ساقيه الصاوي اللي هي كانت اكبر تجمع ثقافي في الوقت وقتها اواخر عصر حسني مبارك قبل الثوره، كانت اكبر تجمع ثقافي حاجه بقول بامكانيات، وامكانياتك كانت بتزيد مع الوقت، وفي ناس زمايلي واصحابي بيشتغلوا فيها، بدانا يبقى لينا نشاط فيها. مش عايز اشتغل فيها، انا كان يهمني، انا كنت من النقاد الاربعه الاساسيين في لقاء الادباء. لقاء الادباء كان لقاء كنت تخش لها قاعه زي دي، قاعه كبيره زي مليان جمهور متنوع من مختلف الطبقات، رجال وستات وطلبه ومش عارف كل اطفال كل، كنت تشوف تاثير الشعر بتاعك بجد تجربه بقى عمليه، مش قاعد مع شاعر تقول له شعر، يعني كنا نقعد نقول القصائد بتاعتنا لبعض. هنا بقى في جمهور والناس تطلع تتكلم ليها حق الكلام، بس في اربعه ليهم حق التعليق على التعليقات. التعليق على التعليق اصله دخلنا بدوامه زي ما حد ايه يعلق على حد في سؤال، فكان في اربعه ليهم حق التعليق على التعليقات بسبب خبرته في النقد الادبي اللي انا اصلا ما درستوش، ده مش مجال دراستي الاساسي، ده اساس الفلسفه، بس الفلسفه هي اساس النقد الفني كله، ده المعلومه اللي النقاد كلهم عارفينها. وكنت من الاربعه الدائمين في هذا اللقاء، اللقاء ده كان كل يوم اربعه. شوف كنا وصلنا لدرجه ايه. وبعد كده تيجي الثوره، هي مشكله في الوسط الثقافي فضل موجود بس تحول لوسط سياسي، تحول لوسط سياسي، ده مفهوم، بس المفروض ده يبقى وضع مؤقت، ما بقاش وضع مؤقت. جت بقى بعد كده تحولات 30/6 وبتاع، كل ده قعد في البيت، مفيش حد بقى، وفي منهم اللي طلع اصلا بره مصر، وفي منهم كتير منهم اشتغل في حاجات ثانيه مالهاش اي علاقه بالادب، اعلام، صحافه، مش عارف ايه، حاجات زي كده، والنشاط بتاعهم قال له في اللي بطل يكتب خالص، ده ناس كتيره جدا جدا.
وفي احباط وفي اكتئاب وفي عدميه وفي مفاعل ذري من العدميه، بنسميه المفاعلات العدميه. عندنا طاقه من العدميه اكبر من الترسانة النوويه بتاعت روسيا، طاقه عدميه رهيبه لو حد استغلها ممكن يعدم كل البشر يعني. فالكلام ده حصل بعد الثوره، انتوا فاكرين بعدها بكام سنه كده، بعد 30/6 بكام سنه كده يعني، السنين دي الصعبه دي وشفنا فيها طبعا صعوبات كتير. فطبعا انا جيت في الوقت اللي انا فيه خلاص، اصدرت الكتب المهمه بتاعتي وبتاع، وداخلين الوسط، يا الوسط كله اتشال، هو الوسط نفسه هو اللي مش موجود. فجيت انزل وقعت، فضلت واقع بقى عمال ما فيش وسط، ما بيقول لك انزل وسط القلب، فهم مشالوا الوسط القلب اصلا، مش في اصلا وسط قلبي ولا وسط ثقافه. وشوف الحاله دي طبعا حاله يعني بالنسبه للناس الصغيرين في السن يمكن اللي ما شافوش الوسط الثقافي ده ويعرفوش قد ايه هو كان مفيد، وقد ايه هو كان وسط اجتماعي، مش مجرد قاعدين بنتكلم في قضايا، ده كان وسط اجتماعي، كنا اصدقاء واصحاب وحبايب ومش عارف، كنا في مجتمع، خاص بينا، ويلاقي كل ده طبعا راح. فلحظه الفيلسوف ما فيش حاجه اسمها ان هو يعني عايز بص. هيجل طبعا تاثره بالثوره الفرنسيه والتحولات اللي حصلت في روسيا في الوقت ده، حروب نابليون ونابرت طبعا وكده، ده كان طبعا تأثر ضخم جدا. وبعدين قدرة هيجل ولغة هيجل، قدرة هيجل على ان هو يوصل للألماني العادي، اللي هو زي ما احنا بنقول المواطن العادي. كلمة عادي انتوا عارفين كلمة ملهاش معنى، ويعني ايه هو في حد سوبر يعني مش محددة، ان هو نقصد يعني المثقف العام، رجل الشارع اللي هو مش مختص بالضرورة في الفلسفة دي ويفهمه كده. اللغة بتاعته، شوف اللغة بتاعته، لغة اللي كانت بتكتب بيها الصحافة في الوقت ده، الصحافة ما فيش فيها حتى الادبيات بقى العاليه وبتاع، الصبيان بتوع الفلسفه دول بيدرسوا اللغه من زوايا عميقه جدا، اعمق من اللي بيدرسوها في الادب. احنا عندنا اللغه لذلك مهمه بالغه الاهميه، اللغه عموما بالغه الاهميه، انت بتدرسها وبتعرف معاني الالفاظ اول ما تبدا تدرسها دراسه نظاميه، بتبدا تعرف في استعمالات الالفاظ ودلالات المختلفه لللفظ الواحد وللتركيب الواحد، بتعرف حاجات كتير ما كنتش عارف مهما كنت انت بتقرا في الادب مختص فيه، ده حاجه ثانيه، دي زاويه ثانيه خالص. فيقدر يعمل الالعاب دي زي ما هو عايز، حتى لو لم تكن جميله تكون معقده بس مفيده. لكن هو ما عملش، كانت عمل كده، هايدجر بعدهم يعني خالص عمل كده، لغه خاصه بيه. هيجل ما جيل رفض يعمل حاجه زي كده، انا اكتب بلغه الناس وكل الافكار المعقده دي مكتوبه بلغه بسيطه جدا ما فيهاش اي لعب. هي طبعا غريبه بالنسبه لنا النهارده، اللغه خالص 19 والالماني لغه حصل فيها تطورات كثيره بسبب تطورات الدوله نفسها، لكن هو كان على اتصال بتاريخ بتاريخ بلده واحداثها، واتصال بالثوره الفرنسيه، وبتفرق كتير جدا اللغه بتكتب بيها، وبتفرق كتير جدا هل تستعمل مصطلحات خاصه بيك ومفاهيم وبتاع، وتنحت جهاز اصطلاحي وجهاز مفاهيمي والكلام ده. هي والله ممكن تعمل لك اهميه كبيره، لان دلوقتي فيه معاجم لهايدجر، معاجم لكانت، حاجات زي كده، معاجم اللي هو يقول لك الفاظه معناها ايه، بيعمل بقى اللي هو معجب بتاعه هو، يقول لك انا هستعمل نفس اللفظ بس بمعنى مختلف، في اصول كذا، في مذهبي الى اخر الكلام. تلاقي هايدجر تيجي تقرا هايدجر لو عايز اقربه، يعني لو هايدجر بيكتب بالعربي فيبقى عامل بالنسبه لنا زي مين؟ زي امرؤ القيس بيكتب عن الفلسفه الوجوديه، اللغه البدويه القديمه اللي انت بتستعملها امرؤ، هو بالظبط كده بالنسبه للالمان. فالالمان اقول لهم ايه معنى الكلام ده؟ كلام كتير جدا جدا مش قليل، كتب هايدجر الاساسيه مش عارفين ايه معنى الكلام، رغم ان هم المانيا هم بيقولوا الكلام، اصلا ما بنفهمش هو بيقول ايه. الالفاظ مش موجوده في اللغه، انا مش فاكر دلوقتي الفاظ معينه، لكن انا سالت المان كتير بيقول اللفظ ده موجود عندك؟ سمعته قال لا ده مش الماني، هو الماني يعني، ما تسمعه كده اسمه الماني، زي ما يقول لك اي كلمه عربي كده ملهاش معنى، لكن ايه دي؟ فاقول له لا دي اصلها كذا وجت من هنا ومش عارف ايه، ده لان انا دورت عليها. هو طبعا فكده هل هيزود مكانتك؟ هل يرفع مكانتك؟ لما يبقى ليك معجمك الخاص ولغتك الخاصه وكده، قد ربما وفي ظروف اخرى ربما يؤدي الى العكس، ربما كان هيجل هو اللي يشوف، برضه هيجل كان انتشاره اقوى وتاثيره اقوى من هايدجر، كانت تاثيره قوي كلها بسبب افكاره يعني تختلف، لكن كانت لم يكن فيلسوف سياسه، ليه فلسفه سياسه بس ما كانش فيلسوف تحول سياسي، وما كانش ناشط سياسي، كان راجل راهب علم يعني. وبعدين بدا يبقى يخش المجتمع الغني الثري على سن 60 يعني، بعد ما كتبه بدات تتباع يعني، لما بدات الكتاب نقد العقل الخالص، وهو كتبه عنده 57 سنه اصلا، نقد العقل الخالص، والكتاب ده بعد ما اتباع لظروف ما اتباع، انا ما اعرفش كتاب زي ده اتباع ازاي، لظروف ما اتباع وانتشر وكسب فلوس اخر حياته يعني، لكن هو عاش معظم عمره مجهول، ولما عينوه في الجامعه كان في سن 50 سنه حاجه و50، وما كانش بيدوه اي مرتب. وده طبعا حد، بس هقول لك حاجه، لما هو منعزل عن السياسه وعن المجتمع وكلام، ولغته صعبه وكلام، بس في نفس الوقت عنده مؤهلات، حط نفسك في نفس الظروف،
ما انت انتقمت بقى الافكار العظيمه دي وبتاع، ولا حد يسمع عنك ولا يقراك بتاع لغايه سن 60. ما برضه مش كل الناس تقدر تعيش في الظروف دي يعني. معلش عايز اروح، لو فرضنا ان واحد هيسافر بلد بعيده وهيعيش لوحده، لو هو شخصيا طوالي اصلا ده صالح اكتر للبقاء في بيئه زي دي، لان هو كده كده عايش لوحده. طبعا هيبقى في صعوبات، بس هو كده كده متكيف مع وضع الوحده ده. انما مثلا لما تجيب حد اجتماعي وبتاع وبعدين تيجي الكورونا تعمل لنا حظر تجول، ما انتش حتى عارف تكلم حد، فلو حد اجتماعي هيتجنن هينتحر. فربما عند كانت مشاكل، يعني مش مشاكل اقصد جوانب احنا نشوفها سلبيه في كتاباته، ان هو لم يهتم، ما عندوش مواقعه. بس كلمه مواقعه دي انت عارفها كلمه نابيه، اقصد ان تكون معاصره محاضره، يعني ان انت تكون معاصر للواقع بتاعك. هو ما عندوش ده، انما في نفس الوقت عنده نفس السبب في ده هو اللي خلاه يتكيف مع وضع العبقري المهم الكاتب المهم اللي هو محدش بيسمعه محدش يسمع عنه لغايه سن 60، وحتى لما يتعين ده انا كنت ساعتها لا انا ما قالش يتعين زي ده اصلا في الجامعه. انا عن نفسي ما يدونيش حتى مرتب، لا يا عم ده ما فيش اي اللي هو مش اي تقدير خالص خالص، يعني عينه الجامعه ما يدونيش مرتب، ما كنتش تعينه احسن، دي اهانه يعني. فلكن هو قابل للبقاء في البيئه دي، هو قادر على المواجهه. فلكن هل الفيلسوف يعني عايز الولد يكتشف حقيقه ومذاهب وكلام ده؟ لا مستحيل حاجه زي كده، ده كلام خلص من ايام ارسطو، كان مفيش حاجه زي كده دلوقتي يعني، مفيش حاجه كده. لازم الفيلسوف ينشغل بالعالم ويكتب بلغه الجمهور، او على الاقل بلغه يفهموها ويحبوها، ولازم يكون انا اقصد في السؤال يا دكتور الاحداث السياسيه لما تكون متحركه وديناميكيه، هل سوق الفيلسوف بتقود الفيلسوف لمسار خارجي نطاق فهم حسب كان عنده كم سنه؟ حسب هو كان عنده كم سنه لما حصل الحدث، مثلا بنتكلم على ثوره يناير او بنتكلم على الثوره الفرنسيه، بس الثوره الفرنسيه 54 تقصد تضم الاخوان والجيش يعني كده؟ لا يعني اصل حسن حنفي مشروعه تبلور وافكاره تبلورت في عشرينيات، وكان في الكلام ده في حقبه الثوره حقبه التحولات الكبرى. ده كان في الصدام بالاخوان والجيش طبعا. يعني هو الحادثه دي الوضع المهم ان الحدث ما يكونش مبكر جدا في وقت انت ما انتش واعي فيه بالعالم، اللي هو عندنا 15 سنه مثلا لسه يعني ما احناش نقدر ان احنا نحيط بالامور العامه، ومش هنستفيد قوي بيه، ومش هفتكره كتير، ومش هاخد خبره بيه كتير. النهارده بنسال بعض الطلبه او من الدفعات اللي فاتت عن ثوره يناير، بيقولوا لنا احنا فاكرين حاجه زي كده حصل واحنا صغيرين، والثوره الناس لسه موجوده. بيقول لهم طب ما هم في ناس شاركوا فيها لسه موجودين. فيقولوا لنا لا ده الجيل بتاعكم، احنا مالناش دعوه، مالناش دعوه بالكلام خالص. انا مش عارف الجيل الجاي ده هيطلع يمشي في اي مسار. المهم ان الحدث السياسي او الاجتماعي المزلزل ممكن تبقى كارثه طبيعيه يعني، المهم ان هو ما يحصلش قبل 22 23 لسه ما خرجتش من الكليه، يعني ما يحصلش في مرحله لسه فيها مهتم بالبنات لسه وكلام من ده، اوكي؟ بالنسبه لاغلب الناس ممكن في استثناء، وفي نفس الوقت ما يحصلش بعد 32 33، يعني انت كده خلاص حددت مسارك وكتبت وعملت. تيجي بعد كده تغير كل طريقه برمجه نفسك، لو حدث حصل وانت بعد كده بعد فتره طبعا فحسب وقت الازدهار بتاعك، لازم يحصل قبله حاجه بسيطه او اثناء الازدهار بتاعك، ده هيبقى دي صدفه تاريخيه مهمه. وللاسف للاسف الشديد دور الاراده البشريه الفرديه في تغيير هذا الوضع المقاييس اللي انا قلتها دي دور ضعيف، يعني مفيش حاجه تقدر تعملها قوي ان انت ايه يحصل لك ايه ان انت لحظتك التاريخيه ما يعني. اقول لك مثال بسيط نختم بيه، ان هو لما موتسارت مات بنشوف برضه بيتهوفن نفسه على واحد من اهم العبقريات في تاريخ الفن وتاريخ البشريه. ده يعني ما اظن مش هنختلف عليه في ده، بس ده حتى ده في صدفه تاريخيه مهمه جدا 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 جدا. اولا وفاه موتسارت. ليه وفاه موتسارت؟ لان موتسارت هو اللي تنبأ للولد ده، كان عنده 16 17 سنه بيتهوفن لما قابل موتسارت لاول مره، مره واحده وعزف قدامه حاجه من تاليفه، فموتسارت قال له الكلام ده كويس كده كويس يعني. فبيتهوفن يعني ايه كويس؟ مفيش حد يقول لي كويس يعني، انا اعظم الموسيقيين مفيش حاجه اسمها كويس. فقال له بص انا اديني لحن وانا الف لك عليه عمل دلوقتي، لحن ليك انت يعني جمله صغيره، وانا هعمل لك عمل دلوقتي، عمل موسيقي عليه دلوقتي، عمل موسيقي. الموسيقي ده اللي انت بتعمل فيه سنين ده يعني. هو بيتهوفن عمل السيمفونيه التاسعه اللي هي عباره عن 70 دقيقه بس في 12 سنه، يعني مش حاجه. السيمفونيه الثالثه قعد فيها سنه كامله متفرغ ويمكن اكتر يعني، ودي برضه يعتبر انتاج سريع يعني. لكن مفيش حاجه اسمها ان انت قاعد تعمل لي عمل دلوقتي عمرنا ما سمعنا عنها، ويعتبر تخيف هرطقة اللي انت بتقولها دي. فاداله لحن فراح تك 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 راح عمل على البيانو، ما عادش يفكر
ما خدش تفكير، هو بيقلب بايديه ما بيقلبش بدماغه، مش محتاج انه يبص، فهو بايديه هو بيشتغل بايديه، هو ايديه فيها المخ زي الاخطبوط، الاخطبوط عنده في كل دراع فيه مخ، في عقد عصبيه زي مخ، وعنده مخ مركزي برضه، هو عارف هو عامل زي الاخطبوط، ايديه هي اللي فيها، هي اللي فيها المخ بتاعه. فلما وصل مصر ساعتها تنبأ للناس، تنبأ شويه ناس من الحاشيه الملكيه بتاع قصر الامبراطور الفيني او النمساوي، وفي شويه ناس موسيقيين وبتاع قاعدين معاهم يعني، فكانت قاعده اقرب للقاعده الاجتماعيه شويه. فبيتهوفن قال لهم خلوا بالكم موتسارت، قال لهم ساعتها لما شاف اللي يحصل ده قال لهم خلوا بالكم الولد ده، لانه هيبقى التاريخ عنده حاجه يتكلم عنها، يعني التاريخ بيقول كلام فاضي كتير، اهو المره دي يبقى عنده حاجه يتكلم عن الولد ده يخلي التاريخ يتكلم. هو عنده 17 سنه والكلام ده خطير، ده موتسارت كان في الوقت ده حاجه ايه، بيقول لك مش إله بالظبط، بيقول لك يعني ان هو ايه زي ايه، ربنا بعت لنا الموسيقى مجسده في بني ادم وتعبر عن المسيح، يعني هم شايفين موسيقى مصر دي هي اللوجوس، هي حقيقه المسيح، هي وهكذا. بالفعل كان في ارتباط ديني، وكان يقول لك وهو صغير بيألف، ده معجزه، معجزه وهو صغير، ومين المعجزه ومين وهو صغير وبتاع، اللي هو ميلاد المسيح والقصه دي، ميلاده نفسه معجزه الحبل دي وكده. فعشان كده ايه كان في نوع من القداسه لموتسر. فلما يجي موتسر تموت، موت امتى بقى؟ موت على ايه؟ اواخر تسعينيات القرن 96 اظن، في القرن ايه 18، اخر القرن 18 اظن، اخر القرن 18 حصل ايه؟ بعض التحولات الثوره الفرنسيه الكبيره، الحروب النابليونيه ده حصل في نفس الوقت. فهم النبلاء في فيينا، شوف بقى الصدفه التاريخيه عامله ازاي؟ قالوا احنا عايزين حد يحل محل موتسارت. قال احنا عايزين موسيقار كبير، الموسيقى في الوقت ده كان فن مش بس الطبقه الراقيه، هو الفن الارقى، الفن الراقي في الاوساط يعني. فعايزين كان فن معروف يعني، مش زي النار، مش زي دور اوبرا هنا، حاجه معروفه جدا، ما كانش في تلفزيون ولا دش ولا نت ولا كمان، فالكتب والموسيقى كانت هي وسائل الاعلام الاساسيه، وبتعبر عن قيمه الدوله وقيمه الكنيسه والكلام ده كله. فقالوا احنا عايزين حد يحل محل مصر ويعبر عن الواقع الجديد، بحيث ان احنا ما تحصلش عندنا ثوره، احنا عايزين حد يقربنا من التحولات دي، ويخلي يقربنا من الشعب، هم النبلاء دول عايزين يقربوا من الشعب عشان ما تحصلش عليهم ثوره، فتحصل ثوره فرنسيه. ما خلي بالك نابليون دخل فيينا مرتين راح جاي يعني، فسهل عليه يخش. فبعدين هم عايزين حد يحل محل مصر، احنا مضطرين نجيب حد اللي. فمين تفكروا في مين؟ فراح واحد قال لهم فاكرين الراجل ده الولد ده اللي مش عارف ايه، كان بيتهوفن ساعتها رجع بلده اللي كانت تحت حكم نابليون ساعتها عمليا لكن مش رسميا، اللي هي كانت مش عارف بيسموها ايه بالعربي، بروتكتورت ما علينا، المهم زي محميه، زي مصر كده كانت تحت الحمايه الانجليزيه يمكن، او الشام لما كانت تحت حمايه فرنسا حاجه زي كده. ولكن هي كانت دوله تابعه لنابليون طبعا، اللي هي كانت بون وكولونيا، الكولونيا اللي انا كنت بدرس فيها، وبون هو اللي اتولد فيها. فبيتهوفن رجع بون ساعتها يعني قبل مصر تبرع له ورجع بون، فقالوا احنا هنديه منحه 10 سنين يدرس موسيقى في فيينا، وهنعمله بقى من اول، احنا بقى هنعمل بقى الموسيقار بتاعنا. انت عارف بقى لما انت مش فاكر يعني اللي هو ايه، مش يعني في مصطلح معبر عن ده اللي هو انت مش لسه هتعمل حاجه تنجح، انت خلاص عرفت القصه هتعمل بقى، مش في ستارت ابس احيانا بتبقى جايه بالشغل بتاعها كله، عارفه خبرات السابقين فجايه بالشغل جاهز او حاجه زي كده. احنا بقى عارفين احنا هنعمل ايه، هو الواد عنده موهبه ومصر شهاده ومصر تيمات وعايزين حد مكانه بتاع. فراح بعت له واحد من النبلاء، بعت له خطاب لو قريته حاجه غريبه، حاجه غريبه، يقول له العبقريه لقد فقدت الإنسانية مبعوثها الإلهي، حاجة بهذا المعنى، اللي هو مين؟ اللي هو موتسارت يعني، ابنها الإلهي، حاجة زي كده. وحان الوقت لمن يحل محله، وانت اللي هتيجي. الولد كان ساعتها عنده بتاع 21 22 سنة، وما كانش موسيقار معروف ومشهور ليه أعمال لسه وبتاع، ويجي له خطاب زي ده من حد من النبلاء الكبار في فيينا، حد ليه اسم كبير، يقول له إن اللي بعته لنا ربنا مات وانت تحل محله. شوف الكلام، شوف هو كان حاسس بايه ساعتها، ومنح 10 سنين مع مين؟ مع هايدن اللي هو استاذ موتسارت، هايدن شخصيا استاذ موتسارت اللي هو بابا هايدن، بيقولوا عنه كده هو ابو الموسيقيين. وراح درس على ايده ايه سنه واحده، سنه واحده وبطل المنح، طلع من المنح. ليه بقى؟ هايدن اتضايق منه، بيقول له انت بتعمل حاجه جديده، اعمل حاجه جديده بس بعدين بعد ما تبقى موسيقار كبير تعمل حاجه جديده من دلوقتي. فهو بتقول ما كانش فاهم الكلام ده، يعني اللي انت بتقوله ده انا بألف بايديا، انا بألف دلوقتي، انت هتقول لي اعمل جديد واعمل قديم وبتاع، انت في مرحله ثانيه، ده انتوا بتألفوا لسه بدماغكم، انا التأليف عندي ده
حطني بس قدام الاله انا خلي الاله تهالي تالف كمان تعزف لوحدها هي تتحرك لوحدها فموهبه ثانيه خالص ده حاجه ثانيه. فلما جه بيتهوفن بقى قعد واحد اثنين ثلاثه سيمفونيه مش عارف كام حاجات برده فيها شويه تجديد بس مش قوي وخايف برده ايه اصل الاعمال الكبيره الاحتفاليه زي السيمفونيه والاوبرا دي هتبقى خسارتها كبيره زي السينما ده انت كده بتعمل فيلم ما انت هتكلف ما انت لو عامل مثلا ايه عازف على البيانو صناط على البيانو واحد قاعد اذا الحفله خسرت واحد خسر يعني او اتنين خسروا ومفيش خساره كبيره لما تعمل سيمفونيه والاوبرا وتخسر العرض بتاعها يخسر هنا طبعا في مشكله كبيره هتيجي عليك الدفاع عمل السيمفونيه الاولى والثانيه حذر لما جه اكتشف ان هو مبقاش يسمع وقرر الانتحار وجاله بقى عرض ان هو يعمل السيمفونيه الثالثه عن نابليون بونابرت شخصيا نابليون ده هو بقى ده حب حياته نابليون ده يقول هو اذا انا لو انا كنت قائد عسكري زي ما انا بقود الاوركسترا بالظبط بتقول يعني يقول لو كنت اقود جيشا كما اقود الاوركسترا لعملت ايه لهزمت نابليون بونابرت بالتحديد يقول لك انا لو كنت بقود جيش زي ما انا بقود بسوق الاوركسترا كنت هزمته وكان نفسه بقى يهزمه لانه كان بيكرهه لانه كان بطل وحيد من حياته وبعدين يجي يعمل بعد كده مرجع من مصر مرجع من الحرب الفرنسيه وراح فرنسا ولقى الدنيا فوضى وبتاع بقى قنصل الاول في ثلاث قناصر وبعدين راح قضى على الكل وطلع هو فوق في الاخر فبتقول من ساعتها قال لا ده ديكتاتوريه فين المبادئ فين الديكتاتور انت عارفين مبادئ الثوره الفرنسيه الحلوه دي وراح ايه لكن هو فضل جمهوري وفضل نابليوني بالمعنى ده لاخر حياته طب هم ليه كانوا بيصرفوا عليه في ديانة دي ملكيه دي ملكيه عتيقه قديمه ومن اعداء نابليون وحاربوا نابليون كتير النمسا هي اول دوله نابليون حاربها واثبت جدارته العسكريه في النمسا كانت النمسا في معركه كده المفروض كانت تبقى جانبيه راحوا عمل بقى انتصار عسكري فظيع جدا فليه كانوا كده علشان ما يرجعش المانيا ان المانيا كانت تحت حكم نابليون يبقى نابليون معاه موسيقار زي ده لا خليه هنا خليه هنا ويعمل هو عايزه واول موسيقار يصرف المرتب مرتب بغض النظر عن مؤلفاته المفروض ان انت بتالف وتاخد مكافاه نتيجه اللي انت الفته بتبيع اللي انت الفته زي اي حد يعني انا ينفع اخد مرتب من وزاره الثقافه طول حياتي سواء انا كتبت شعر او لا كتبت كتب روايه او لا وبعد كده اخد مكافاه كمان ومكاسب على اللي انا نشرته اللي انا عملته فطبعا هنا يوضح لنا ان هي نيه نبلاء النمسا واللحظه التاريخيه شوف اللحظه عامله ازاي ان هم بصوا قابل مصر الاول دي صدفه كان ممكن يقابل وبعد كده يجي مصر تقول الكلام ده كان ممكن ما يقولش الكلام ده ومين اللي كان سامع كان حد بعد كده اللي بعت له خطاب التوصيه خطاب المنحه ده وكان ممكن مصر ما يموتش كان ممكن هو مات وهو صغير مصر كان عنده 35 36 سنه حاجه زي كده وكان ممكن بيتهوفن ما يجيش من بون حتى في صدف كتير كان ممكن تحصل لكن لحظة الخير الكبرى لحظة الثورة ولحظة موت موتسر طبعا دي حاجة صعود نابليون وموت موتسر طبعا دي لحظة دي واحد هو من أهم عبقريات الموسيقى والتاريخ ده حد الصدفة بتلعب دور خطير جدا في حياته وفي علم بيدرس القصة دي اللي هو الكيوس ثيوري النظرية بتقول لك تأثير الفوضى في الطبيعة إن في حاجات كتيرة تكونت في الطبيعة مجرات بقى وحاجة لأسباب لا يمكن حسابها ما نقدرش أصلا نعرف يعني الصدف الصدفة كده كده بتاعته لكن طبعا ده شيء خطير بالنسبة على المستوى الفردي ان يبقى مصيرك معلق بصدف الله أعلم ما يكون يحصل ثورة يناير حصلت في حياتي ودمرت جزء كبير من حياتي ومن طموحاتي لما حصل برغم ان هي اهم حدث سياسي احنا شفناه لانه حصل قدامنا لكن هي دمرت الوسط الثقافي فبالتالي دمرت جزء كبير من الوسط لما بتفاعل معاه ولان كنت اعرفه ليه صداقات فيه كل علاقاتي الاجتماعيه قطعت كل الوسط تلاشى كل الاحلام بتاعتنا اتغيرت او تلاشت وتحولت اغلبها بره مفيش حد مفيش حاجه هنا طبعا المساله مشكلتها ان احنا ما نقدرش نحكم فيها دي مشكله الرساله صدفه هي قضاء وقدر بقى يعني حاجه زي دي شكرا يا جماعه على الندوه دي وشكرا على المتابعه على اليوتيوب احنا ايه لان كتير قوي بنتكلم حاسس ان احنا هنسحر بقى خلاص دخلنا في 4 ساعات اهو يعني فيعني شكرا جزيلا ونلتقي الندوه القادمه ودلوقتي بقول لكم بجد تصبحوا على خير نهاية لا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر للدكتور كريم الصياد والى اللقاء في ندوات قادمه